بسم الله الرحمن الرحيم. الخميس 18 اكتوبر 2018. يا مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم في اولى لقاءاتنا لهذا الاسبوع معكم من مساء دريم. طبعا النهارده هيكون عندنا متابعه خاصه للزياره اللي قام بيها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى روسيا ولقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. هنتكلم على محطات كتيره الحقيقه، وانا عارفه انه الكل على مدار الثلاث ايام الماضيه تابع طبعا التفاصيل ووصوله واستقباله ثم اللقاءات ثم دخول الرئيس الى المجلس الفيدرالي. وهنعرف كمان على فكره بالمناسبه ايه اهميه المجلس الفيدرالي هناك، لانه او الاتحاد الفيدرالي، لانه كتير جدا سمعنا الكلمه دي انه اول رئيس دوله اجنبيه يدخل الى مقر المجلس الفيدرالي في روسيا. ناس كتيره بقى مش عارفه ايه اهميه المجلس الفيدرالي ده، هنتكلم عنه وعن تفاصيل كثيره وعن العديد من الاتفاقيات اللي تحدث عنها الرئيسان في فقره خاصه جدا الحقيقه تكون فقرتنا الاولى. لكن الحقيقه انه النهارده حبينا جدا نبدا مع حضراتكم بخبر مش صادر عننا احنا، ما بقولش احنا كبرنامج، مش صادر عننا احنا في مصر، وانما صادر عن الامم المتحده. ودائما تقارير الامم المتحده بينظر اليها بعين الاعتبار لانها بتكون مهمه جدا، بيتم يعني اصدار تقارير سياسيه اجتماعيه احوال مجتمعيه اقتصاديه. ومناسبه الاقتصاد فانه احدث تقارير الامم المتحده بتقول وتؤكد انه مصر تظل الوجهه الاولى للاستثمار في افريقيا خلال النصف الاول من عام 2018. الكلام ده مهم جدا، لكن عشان نستشعر اهميته يجب ان نترجمه الى ارقام. الارقام الواقعيه بتقول انه اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي في مصر ارتفع الى 24%، وزي ما كتير قلنا مع حضراتكم قبل كده انه دايما لما تيجي تتكلم على نسبه مئويه لازم عشان تعرف تحسن المعدل ده او طفره او نمو في هذا المعدل او تراجع او عجز فيه، لازم تقوم بعمل مقارنه بنفس الفتره دي من العام السابق. فلو بنتكلم على نفس هذه الفتره من العام السابق، نعم هناك زياده في الاستثمار الاجنبي في الى مصر 24% من النصف الاول 2018 مقارنه بنفس الفتره الزمنيه عام 2017. الحقيقه انه التقرير اللي اصدره مجلس التجاره والتنميه التابع للامم المتحده قال كمان انه مصر حققت تلك النجاحات رغم ان الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض عالميا، يعني بصفه عامه عالميا، بنسبه تصل الى 41% خلال النصف الاول من العام الجاري، ليصل او ليسجل 470 مليار دولار فقط مقارنه ب 794 مليار دولار في نفس الفتره من العام الماضي. وانه نسبه الانخفاض الاكبر بقى تركزت في البلدان المتقدمه اللي هي بيسموها الديفلوبينج كونتري، الكونتريز، البلدان اللي ما زالت ناميه او متقدمه او يعني تشتغل على نفسها اكتر. التدفقات انخفضت فيها الاستثمارات الاجنبيه المباشره بدرجه حاده جدا تصل ربما الى حوالي 69% لتبلغ حوالي 135 مليار دولار. وانه نسبه مشاركه الاقتصادات الناميه في الاستثمار الاجنبي المباشر العالمي حققت بالفعل نسبه قياسيه وصلت لحوالي 66%. التقرير بقى متكلم بعد كده على حاجات كتير، متكلم انه مثلا على سبيل المثال في انخفاض قوي سجل في الولايات المتحده الامريكيه بلغت نسبته 73%، وانه حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في النصف الاول من العام الجاري في الولايات المتحده الامريكيه وصلت الى 46 مليار دولار فقط، في حين انخفضت في البلدان الاسيويه الناميه بما نسبته 4%، وكذلك في امريكا اللاتينيه والكاريبيان انخفاض سجل 6%. معلش انا قلت من شويه بس انا عماله افكر، انا قلت البلدان المتقدمه ديفلوبينج كونتريز، لا، هي البلدان الناميه هي الديفلوبينج كونتريز، والبلدان المتقدمه هي الديفلوبد كونتريز اللي هي البلاد المتقدمه ومتطوره بالفعل. قعدت من ساعتها افكر فيها، حاسه ان الترجمه قلتها غلط. طيب التقرير كمان اتكلم على مؤشرات تانية لبلدان الاقتصاديات الانتقالية، وبنتكلم يعني بتفاصيل أكتر. إيه المهم في الكلام ده؟ وخلوني أقول لحضراتكم الحاجة اللي احنا كلنا، يعني ناس دارسة اقتصاد، ناس مش دارسة اقتصاد، راجل الشارع اللي قاعد على القهوة البسيط كده ما يسمع الأرقام دي يقول لك يا خبر أبيض، احنا زدنا 24% استثمارات أجنبية مباشرة عن السنة اللي فاتت، يا خبر أبيض، مصر هي الوجهة الاقتصادية الأولى للاستثمار في أفريقيا خلال النصف الأولاني من 2018. الكلام ده حلو قوي يا جماعة، طب والكلام ده مش بنشوفه ليه في الأسعار؟ والكلام ده مش بيسمع ليه؟ الحقيقة إنه حسابات الاستثمارات لها حسبة أخرى.
يعني لما تتكلم على استثمار وتدفقات مباشرة اقتصادية دي مردودها بيظهر عندك في الاقتصاد، وبالتالي بيسمع في معدل التضخم اللي هو المؤشر الأول طبعا عن مستوى العام للأسعار في أي بلد، ده بيسمع بطريقة معينة أو في وقت معين أو بعد سلسلة عمليات اقتصادية زي عمليات جراحية كده معينة. فهي الحسبة متشابكة، هي ليست من الصعوبة بشيء، ولكن من الواضح أنه ضروري جدا أن احنا نفهمها عشان لما بنقول هذه الأرقام نعرف مردود هذه الأرقام إيه على المناخ العام الاقتصادي في مصر. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور علي إدريسي الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم، كل السادة المشاهدين أهلا. أنا كنت بقول دلوقتي أنه بناء على تقرير الأمم المتحدة أنه مصر هي الوجهة الاقتصادية الأولى للاستثمار في العالم في النصف الأول من 2018، أنه رجل الشارع البسيط اللي مش فاهم ولا درس اقتصاد لما يسمع الرقم ده على طول هيقول لك الله، طب ما الكلام ده حلو قوي وزي الفل، وبعدين ده كمان حتى الأمم المتحدة اللي بتقول مش احنا اللي بنقول، امال ده ليه مش مسمع في الأسعار عندنا؟ ليه ما بنروحش نلاقي السلعة 10 جنيه نزلت بقت ب7 جنيه؟ اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اوضح بس في البدايه، هو احنا بنتكلم على الاستثمار الاجنبي المباشر، طب ما السؤال بيطرح نفسه يعني ايه استثمار اجنبي مباشر؟ احنا نعرف ان في حاجه اسمها استثمارات اجنبيه، طب يعني ايه استثمار اجنبي مباشر؟ في عندي نوعين رئيسيين، اما استثمار اجنبي مباشر او استثمار اجنبي غير مباشر. الاستثمار الاجنبي غير المباشر هو الاستثمارات اللي بتبقى في سوق الاوراق الماليه اللي هو البورصه عن طريق الاسهم والسندات وغيرها من هذه الاشكال. لكن انا اللي يهمني دايما وبيعنيني كاقتصاد هو الاستثمارات الاجنبيه المباشره، اللي هي ايه؟ اللي هو ان المستثمر الاجنبي يبتدي يبني مصانع، ان المستثمر الاجنبي يفتح شركات، يعني معناها انه يوفر فرص عمل، معناها ان هو ينتج او يقدم سلعه او خدمه، وهو دوت اللي بيهم كتير من الاقتصادات طبعا ومن ضمنهم مصر. طيب السؤال، احنا بنتكلم ان مصر دلوقتي ابتدت تستحوذ نسبه كبيره من حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره في ظل الوضع الصعب للاقتصاد العالمي ككل، سواء من تراجع حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره زي ما حضرتك ذكرت، ده جزء ثاني. التشاؤم اللي بقى من جانب المؤسسات الدولية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، واللي ابتدى يخفض توقعاته من 3.9% لما يقرب من حوالي 3.6%، يعني بيخفض من معدلات النمو الاقتصادي العالمي، يعني في حالة من حالات الركود الاقتصادي العالمي. ده جزء. الحرب التجارية اللي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التقلبات أسعار الصرف الموجودة في عديد من الاقتصادات الناشئة، وكلنا يمكن متابعين الأخبار بالنسبة للاقتصاد الأرجنتيني، الاقتصاد التركي، الاقتصاد في فنزويلا وغيرها من هذه الدول، كل ده بشكل كبير جدا، والاشكاليات اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي، يقدر ان في الوقت دوت الاقتصاد المصري يستحوذ ويقدر ان هو يكسب حجم استثمارات اجنبيه. وصل في 2017، احنا كنا بنتكلم في العام 2017 7.7 مليار دولار، بنتكلم على النصف الاول من 2018، زي يمكن ما حضرتك ذكرت في ارقامك ان احنا دلوقتي بنتكلم في 3.9 مليار دولار، طبعا بقيمه أكثر من العام الماضي أو مقارنة بنفس الفترة اللي هو النصف الأول من 2017، يمكن تخطينا أكثر من حوالي 400 مليون دولار كمقارنة ما بين الفترة النصف الأول من 2018 والنصف الأول من 2017. طب السؤال، هو إحنا الاستثمارات دي زادت ليه؟ زادت لأن إحنا رقم واحد بدأنا بثورة تشريعية كبيرة جدا في مناخ الاستثمار، بداية من قانون متمثلة بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتراخيص الصناعية، قانون الإفلاس اللي لا يقل أهمية تماما عن قوي الاستثمار، لأن دايما المستثمر الأجنبي كان بيسأل أنا حتى أعتقد يا دكتور قانون الإفلاس كمان، قانون الإفلاس كمان كان من القوانين المهمة جدا. بالضبط، هو ده اللي أنا بقوله، ودخول الأموال إلى مصر وخروجها منه كمان، وخروجها لأن دايما منها. كل الدول لما بتيجي تجذب المستثمر بتبتدي تقدم له حوافز، لكن لما بيجي المستثمر يحول أرباحه أو يحصل عملية تخارج يبتدي بشكل كبير جدا معوقات كلها تظهر. فاحنا عملنا قانون الافلاس بجانب ان احنا اخذنا عديد من القرارات الاقتصاديه اللي كان بيسال عنها المستثمر وكانت بتعنيه، من ضمنها تحرير سعر الصرف، بقى عندي سعر صرف واحد. صحيح. تحرير سعر الصرف كان المشكله في ايه؟ ان المستثمر الاجنبي بيتعامل مع سعرين صرف،
سعر في البنك 8.88 قرش، وسعر تاني في السوق السوداء ما بين 19 و20 و18 للدولار. فكل ده بشكل كبير جدا ابتدينا ان احنا نتخطى هذه الاشكاليات، ابتدينا ان احنا نحاول نوفر مناخ جاذب للاستثمار. عملنا المجلس الاعلى للاستثمار اللي رئيسه هو رئيس الجمهوريه، ودي كانت رساله واضحه جدا لكل المستثمرين الاجانب ما يعنيه ملف الاستثمار. عندنا رئيس الجمهوريه في كل الزيارات الخارجيه بتاعته بيروج للفرص الاستثماريه. هل يا دكتور اسمح لي معلش، هل ده يا دكتور ليه مردود او ليه اثر على الكلام، او يعني ده نقدر نقول انه حجه قويه نتحدث بها مع من يتساءلون، انا مش عايز اقول يشككون او يعترضون، يتساءلون عن مدى اهميه بعض المشروعات القوميه زي العاصمه الاداريه الجديده؟ هنقدر نقول انه الارقام دي بتقول انه مثل هذه المشروعات القوميه بترد بشكل مباشر على سيرة أو سمعة مصر الاستثمارية؟ طيب خليني أأكد لحضرتك بحاجة بسيطة جدا. إحنا دلوقتي معظم المشروعات القومية لو إحنا اتكلمنا على عاصمة إدارية جديدة زي ما حضرتك بدأت كلامك، إحنا بنتكلم على منطقة وحتة أرض من أرض مصر كانت غير مستغلة تماما. الدولة بدأت فيها وبعد كده ابتدت تجذب استثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية لهذه المنطقة. عملنا بنية تحتية، مستحيل إن مستثمر هيستثمر في صحراء. الدولة عملت له الطرق، عملت له وفرت له الطاقة، وفرت له الصرف الصحي، وفرت له كل البنية التحتية اللي يقدر إن المستثمر ده يجي. خلينا نقول لحضرتك إن الصندوق نفسه بيقول إن السبيل الأمثل للخروج من حالة الركود الاقتصادي العالمي هو الاستثمار في البنية التحتية. هو ده اللي هيقدر يخرج الاقتصاد العالمي من المشاكل اللي بيعاني فيها، هو الاستثمار في البنية التحتية. سؤالي الأخير لحضرتك يا دكتور علي، في تصريح مؤخرا صدر عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط طبعا والمتابعة والإصلاح الإداري، والتصريح ده ربما ناس كتير ما فهمتهوش. هي في تصريحها أعلنت أنه متوسط دخل المواطن المصري بعد 5 سنوات من النهاردة، يعني بنتكلم في حدود 2022، هيصل إلى 6000 دولار سنويا. طبعا الكل مسك الكالكوليتر وقعد يحسب 6000 دولار في 17 مش عارفة ولا 18 دلوقتي فهيبقى كام. لكن في نفس الوقت هي في هذا التصريح ربطت هذا الـ يعني الـ النمو في متوسط دخل الفرد بشرط، وهو ضبط معدلات النمو السكاني، وانه الدوله المصريه بتعطي اولويه هامه لملف الانسان المصري وايضا فكره النمو السكاني. كيف ترى هذا التصريح من وجهه نظر حضرتك الاقتصاديه يا فندم؟ هو يا فندم الموضوع باختصار شديد جدا هو ان احنا علشان احسب متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، انا بحسب الدخل القومي وبقسمه على عدد السكان، اقدر ان انا اشوف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وده بيبقى بالنسبه لي معيار بقدر اقارن بيه متوسط نصيب الفرد في مصر مقارنه بمتوسط نصيب الفرد في دول اخرى، واعتبر ان هو معيار من احد المعايير الخاصه بمستوى المعيشه والطبيعه الاقتصاديه وغيرها من هذه المؤشرات. طيب معالي الوزيره لما كانت بتدلي بهذا التصريح كانت بتستند لعده عوامل، ان احنا هنبتدي نحقق مستويات اكبر من معدلات النمو الاقتصادي وما الناتج المحلي الاجمالي في خلال ال5 سنوات القادمه، فعند قسمه هذا الرقم على معدلات على حجم السكان وهي بتامل ان معدلات النمو السكاني تكون اخذه في التناقص، بالتالي متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي هيكون مرتفع قد يصل ل 6000 دولار. خلينا بقى نتكلم بمنتهى الصراحه ان 6000 دولار مقارنه بعديد من الدول هو رقم خلينا نقول يعني تامل ان احنا نصل لاكثر من طبعا طبعا 6000 دولار في 2022، 6000 دولار سنويا في 2022 بالظبط هو رقم ليس بالكبير، يعني نامل باذن الله ان احنا نحقق اكبر من كده ان شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على هذا التحليل، ده كان مهم جدا. وزي ما قلت لحضراتكم احنا طول الوقت في مساء دريم بنسأل وبنطرح هذه الأسئلة مع حضراتكم وإلى حضراتكم اللي احنا كمواطنين بالأساس بنطرحها بيننا وبين نفسنا أو بنسألها. فلما نقرأ تقرير زي ده من الأمم المتحدة طبيعي جدا انك تسأل تقول امال الكلام ده فين على أرض الواقع. على أرض الواقع في استثمارات زي ما دكتور علي شرح مباشرة وغير مباشرة في الحالة في كل الأحوال، مجمل هذه الاستثمارات بيتعلق بأمور كثيرة جدا، إنها مجمل زيادتها يعني أو استقرارها
بيتعلق بامور كثيره جدا زي المشروعات القوميه، زي البنيه التحتيه، زي الثوره التشريعيه زي ما ذكر ايضا ضيفنا الكريم. كل دي حاجات في النهايه لها علاقه بهذا الاستثمار وبسيره وسمعه مصر الاستثماريه في الخارج. احداث الاسبوع، اولى تقاريرنا في حلقه النهارده هنشوف بيها ابرز الاحداث التي وقعت لهذا الاسبوع. احيانا كنت بدردش مع زمايلي يعني الظهر كده واحنا بنشتغل، بقول لهم ربما يعني بعيدا بقى عن امور سياسيه وزيارات خارجيه مهمه واكتشافات وتراشق بالالفاظ بين اداره ترامب كالعاده وبين عدد من الدول والانظمه وامور اخرى كثيره، يبقى وجع كبير جدا ان نعرف انه الامم المتحده قد توقعت ان تشهد اليمن مجاعه، ولتكون هي اكبر مجاعه ربما مرت على العالم كله خلال 100 عام. هذا الخبر الحقيقه يعني قاسي جدا، تدمى له القلوب والدموع. نتمنى ان شاء الله باذن الله السلامه والفرج لليمن ولسوريا والعراق ولفلسطين ولكل المنطقه العربيه، نتمنى الاستقرار الى العالم كله، نتمنى يا رب ان شاء الله ان تعم الانسانيه، لانه اذا عمت الانسانيه واذا نجحنا في استرداد الضمير الانساني مره اخرى اعتقد انه يحل السلام باذن الله. احداث الاسبوع، نرجع على طول نبدا مستدرين. شهدت أحداث الأسبوع أحداثا كثيرة ومتنوعة على الساحة المصرية والإقليمية والدولية. السيسي وبوتين يوقعان شراكة استراتيجية شاملة. الكشف على 3 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة. وزارة الزراعة تضمن جمعية منتجي القطن لدى البنوك. وفود وعلماء 73 دولة يناقشون ضوابط الإفتاء خلال المؤتمر العالمي الرابع بالقاهرة. انطلاق ملتقى الأديان في سانت كاترين بحضور 10 وزراء و20 سفيرا. أستراليا تدرس نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس. اتفاق أردني سوري على إعادة فتح معبر حدودي مهم بين البلدين. الأمم المتحدة، استمرار حرب اليمن يهدد بأسوأ مجاعة منذ 100 عام وموت 13 مليون شخص من الجوع. بوتين سيشارك في إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس الشهر المقبل. اختطاف 14 من قوات الأمن الإيرانية وجماعة سنية تعلن مسؤوليتها. حكومة جديدة في إثيوبيا تنال المرأة فيها نصف عدد الوزارات. المغرب، 7 قتلى على الأقل في حادث انقلاب قطار بمنطقة بوقنادل. ألمانيا ترحل مغربياً متورطاً في هجمات 11 من سبتمبر. 19 قتيلاً في إطلاق نار في جامعة في شبه جزيرة القرم. السيول تقتل 10 على الأقل بجنوب فرنسا. العاصفة ليزلي تضرب البرتغال وتتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل. والد نجم الكرة فينسنت كومباني أول رئيس بلدية أسود في بلجيكا. رجل بريطاني يعثر على والديه بعد رحلة بحث دامت 74 عاماً. كندا، ثاني دولة في العالم تقنن استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية. هنبدأ مع حضراتكم مجموعة من الأخبار وعندنا كمان مجموعة تقارير، لكن خلونا نبدأها بخبر الحقيقة، خبر خدمي أو خدمي مهم جدا ويهم الحقيقة شريحة كبيرة من المواطنين. رئيسة التأمين، هيئة التأمين الصحي، الدكتورة سهير عبد الحميد، أعلنت الموافقة على تحمل الهيئة، هيئة التأمين الصحي، كامل تكلفة العلاج لمرضى التصلب المتعدد. والمرض ده الحقيقة أنه من الأمراض الصعبة جدا، ربما لاحقا إن شاء الله نتكلم على هذا المرض ونفهم قد إيه صعوبته وقد إيه الفحوصات والتحاليل الخاصة بيه كمان معقدة جدا ومركبة، والحقيقة أنه مكلفة جدا، غالية الثمن جدا. فلما بيكون حد فقير أو ذات مستوى
ذو مستوى يعني مادي ضعيف جدا الحقيقة، وعنده حد مصاب بالتصلب المتعدد، دي بتبقى مشكلة، بيبقى لود رهيب على الأسرة كلها. فالخبر ده اللي أعلنته الحقيقة الدكتورة سهير عبد الحميد كان مبهج جدا بالنسبة لنا، إنه هيئة التأمين الصحي هتتحمل كل التكلفة شاملة الفحوصات والتحاليل، والمريض مش هيتحمل أي تكاليف مالية. وقالت كمان انه ده كان يعني على هامش افتتاح اول مركز لعلاج التصلب المتعدد بالصعيد، قالت انه علاج المريض الواحد في هذا المرض بيتكلف حوالي 6900 جنيه شهريا. تخيل بقى حضرتك لو في حد مريض في العيله واهله مضطرين يصرفوا له او يدفعوا 6900، يعني نقول في حدود 7000 جنيه كل شهر. ممكن يكون رب الاسره او يعني الاب او الشخص اللي هو المتكفل بالاسره يمكن يكون كل دخله على بعضه كده كله على بعضه مثلا 1500 2000 جنيه. فصعبه جدا الحقيقه. ويعني انا عايزه بس احيي هيئه التامين الصحي، واكيد ده كان بالتنسيق مع الوزاره، لانه اي حاجه فيها ان انا ارفع من على عاتق المواطن المصري تكلفه العلاج، لانه المرض ده اصعب حاجه. ودايما اقول انه فكره ان يبقى عندك مريض في العيله او قريب وعزيز على قلبك ومريض وحضرتك مش قادر تعالجه بالشكل المناسب او الكافي لانه معكش فلوس، دي بتبقى قاتله، يعني دي لا تقل صعوبه وقسوه عن المرض ان لم تزيد كمان عن شده المرض نفسه. فدايما اي حاجه فكره كشف وعلاج فيروس سي مجانا، فكره زمان كان في ناس بتبقى عارفه ان هي عندها فيروس سي، عارفه ومش قادره تتعالج، فبيفضلوا بقى عايشين يقعدوا سنين طويلة بقى بكل الأعراض بقى اللي بتحصل لمرضى لفيروس سي بقى، من أول يعني التعب والمشاكل الصحية مرورا بقى بالاستسقاء والمراحل المتقدمة جدا في هذا المرض، عشان معهمش الحقيقة فلوس. فأي حاجة الحقيقة ليها علاقة بيه رفع عبء العلاج عن كاهل المريض ده شيء محترم جدا. من الصحة نروح للتعليم، والصحة والتعليم طول الوقت بنقول أهم ملفين، أهم ملفين صحة والتعليم. طبعا الأهم من الاتنين الأمن، والملف الأمني طبعا الحمد لله لدينا ثقة كبيرة أنه بإذن الله يعني قواتنا الأمنية الجيش والشرطة قايمين بهذا الواجب على أتم وجه الحقيقة، وبيخوضوا هذه الحرب الشرسة ضد الإرهاب بالنيابة عننا كلنا كمواطنين. فلكن بالنسبة بقى للملفات الاجتماعية صحة وتعليم على طول. التعليم عشان نطوره مش هينفع انك تفضل قاعد مستني تشوف القائم او يعني الموجود الشخص الموجود على رأس المنظومة التعليمية الا وهو وزير التربية والتعليم بيعمل ايه وقراراته ايه. في حاجات وانا لسه من حوالي اسبوعين تقريبا كنا بنتناقش في ظاهرة سلبية يعني في بعض المدارس، قلت الكلام ده، في حاجات وبعض الامور كده لو حضرتك فضلت قاعد وزير التربية والتعليم يجي يعني يجي لك سوبرمان، يجي لك باتمان، يجي لك سبايدرمان، يجي لك ما يجي لك، ما فيش حاجة هتتصلح لو احنا ما صلحناش بايدينا. وزير التربية والتعليم بيضع الاستراتيجية، ده دوره، يبقى عنده فيجن رؤية، يضع استراتيجية، يتابع، يباشر، يبقى عنده سادة نواب ومساعدين، يغير مناهج، يقلل الحشو اللي فيها، التكدس في الدروس في المدارس، كل ده تمام. ان دخل التكنولوجيا ازاي اللي هو موضوع التابلت اللي اتكلمنا فيه بقالنا سنه وشويه، كل ده تمام. بس في حاجات تانية بقى في النص كده صغيره، دي ملهاش علاقه والله خالص بوزير التربيه والتعليم، زي مثلا انه مدرس فاضل يخلي او يؤمر او يخصب او ايا كان يعني الفعل ايه، هو الفعل انه خلى 2 تلامذه يغسلوا عربيته. فيعني الصوره دي لقطتها سيدة مواطنة واقفة في شباك ما، شافت الاتنين حركوا، شايفين هما باليونيفورم بتاع المدرسة على فكرة. فأيا كان بقى بعد انتهاء اليوم الدراسي في نص بتاع قبل الطابور الصباحي أيا كان امتى بقى، هو التوقيت مش دي المشكلة. المشكلة انه فكرة انت حضرتك ازاي جبت الجبروت ده؟ أنا مدرس، ودي على فكرة المدرسة اللي حصلت فيها الواقعة دي، المدرس ده والطلبة دول مدرسة عبد الله النديم الابتدائية. زي ما حضراتكم شايفين كده ده يعني ماسكين الفوطه وبسم الله ما شاء الله يعني وش لا مش درجه مكنسه يا احمد يعني لا يعني هو فوطه وشغالين والازاز من قدام ومندينا انا ومش بعيد تلاقي الاستاذ طلع مثلا اللي هو ايه لا المرايتين مش عاجبني عيد على المرايه.
لا الحقيقة يعني احنا الواحد بيضحك لانه بيضحك من الغلب والله من المشاهد دي، شيء لا يصدقه عقل كما نقول. لكن الحقيقة الحاجة المبهجة في الموضوع او الحاجة الكويسة انه الفيديو ده لما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس كلها بقت يعني بتعمل شير، اللي من باب الوجع واللي من باب ارسال استغاثة لوزير التربية والتعليم واللي من باب السخرية وما الى ذلك. الحقيقة انه عرفنا انه الاستاذة سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم في السويس اصدرت قرار بايقاف هذا المعلم عن العمل لمدة شهرين لحين الانتهاء من التحقيقات معه، لأنه كما قيل وحنتأكد من صحة هذه المعلومات أنه أكبر 2 من التلاميذ في مدرسة عبدالله النديم الابتدائية أنهم يغسلوا عربيته امبارح الأربع، وفين بقى؟ بحسب الخبر برضو داخل فناء المدرسة جوه المدرسة، خلوهم العربية وادهم الفطين وقال لهم اشتغلوا يا ولاد وريني الشطارة. خلونا ناخد هاتفيا الأستاذة سلمى الشاعر وكيل مديريه التربيه والتعليم بالسويس. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. كيف وصل اليكم هذا الفيديو وهذا الموضوع وحققته ازاي وعملتوا ايه يا فندم في هذه الواقعه؟ هو بالفعل تم نشر الموقف ده على مواقع التواصل الاجتماعي امس بقيام احد المدرسين بمدرسه عبد الله النديم باجبار طالبين من المدرسه على ان يقوموا بغسل سيارته الخاصه خارج ابواب المدرسه. ده خارج يعني مش جوه المدرسه؟ ماشي. لا مش جوه المدرسه، خارج ابواب المسجد. يعني هو برضو بيني وبين حضرتك ما فرقتش كتير قوي، اتفضلي. اثناء اليوم الدراسي طبعا. طبعا ما فرقتش. توجهت النهارده الساعه 7:30 الصبح مع نائب محافظ السويس ولجنه من التحقيق من الشؤون القانونيه ومدير عام التعليم العام ومدير الاداره اللي تابع ليها المدرسه، وتوجهنا بالفعل للتحقق من الواقعة دي، واعترف فعلا المدرس ان هو قام بالواقعة. تم التحقيق في نفس الوقت، ولجنة الشؤون القانونية اقرت دي مخالفة في حق الطفل حسب قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 96، ان دي جريمة في حق الطفل، وان كمان المدرس اخل بالمخالفة طبقا لقانون العاملين اللي هو 81 لسنة 2016، المواد المختلفة بتاعته اللي هي 87 و57 و58 و61 و62 اللي هي لائحة العقوبات. فالشؤون القانونية أقرت طبقا للسلطة المختصة وهو معالي الوزير المحافظ إن هيتم إيقاف هذا المدرس شهرين وإحالته للمحاكمة التقديمية لما فعله، وإحالة مدير المدرسة والمشرفين في هذا اليوم والأمن البوابة للتحقيق لما فعله هذا المدرس، وخروج التلاميذ من المدرسة لفعل هذا الموضوع يعني اللي احنا بنعتبره مشين يعني. طيب يعني انا عندي هنا كذا حاجة يا أستاذة سلمى، انا عندي هنا قانون الطفل، فكرة ان انا اجبرت الطفل ان هو يعمل هذا العمل، وعندي فكرة بقى الالتزام الادبي والاخلاقي انه مدرس يجبر تلميذ على غسل سيارته او على عمل اي شيء خارج نطاق التعليم او المنظومه التعليميه. فانا عندي هنا اكتر من زاويه بتكلم فيها. تمام معي. وهو دلوقتي موقوف عليه. طب معلش سؤال كده من باب الفضول يا استاذه سلمى، اذا امكن تقول لنا يعني لما عدتوا سالتوه كده او لما اتسال يعني رده كان ايه؟ يعني ردوا ان هو الطلبه خدت منه المفاتيح. طب انت يعني ازاي ردوا ايه يا فندم؟ معلش عيدي تاني يا استاذه سلمى، ردوا كان ايه لو سمحتي؟ ردوا ان الطالب يعني المشكله ان هو متعود ان الطالب يعمل له الموضوع ده بعد الدراسه، يعني هو مش اول مره يعملها، فدي كانت مشكله اكبر. عذر اقبح من ذنب كما نقول. طبعا طيب حسنا خليكي معايا يا استاذه سلمى، ناخد هاتفيا الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويسي. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك زرت المدرسه النهارده مش كده؟ الحقيقه طبعا الواقعه بعد ما انتشرت امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لمكتب سياده المحافظ بعد ما حصلت بساعات. فسياده المحافظ فعلا كلفني النهارده الحضور للمدرسه، حضرت طابور الصباح وكان معايا الاستاذه سلمى الشاعر والشؤون القانونيه للتحقق من الواقع، لانها بتمس كرامه الطفل في المقام الاول حتى بغض النظر عن اجبار من عدمه. الولد بيعمل ده قبل كده، بيشتغل او ما بيشتغلش بره المدرسه جوه سور المدرسه، في النهايه ده تصرف معيب جدا، يعني مش ممكن ابدا هيحصل تهاون مع اي مخطئ في المنظومه التعليميه يشوه مجهود
بيعملوا معلمين محترمين كتير جدا. بناء على تكليف سياده اللواء عبد المجيد صقر نزلنا فعلا الصبح النهارده اتكلمنا مع المدرس، واعمالا للماده 63 من قانون 81 لسنه 2016 تم وقفه عن العمل لمده شهرين حالته للتحقيق، والتحقيق مش بس مع سياده الاستاذ، كمان مع مدير المدرسه ومشرف الامن، لان الواقعه دي حصلت اثناء اليوم الدراسي. واضح من الفيديو ان الاولاد لابسين لبس المدرسه، لابسين اليونيفورم يا فندم. فعلا طبعا يا فندم، وبالتالي اي حديث عن ان ده بره اليوم الدراسي او جوه اليوم الدراسي ده يعني تشوف التحقيق، احنا دوله قانون. لكن في النهايه غير مقبول ابدا ابدا ان يهان الطفل بهذا الشكل. وسيدة سلمى اتكلمت عن قانون الطفل يعني، والموضوع ليه أكتر من بعد قانون. طيب أنا ليا سؤال لحضراتكم دكتور عبد الله وأستاذة سلمى. بما إن إحنا دلوقتي يعني بننشد والدولة جاهدة بقالها سنوات الحقيقة بتعمل على فكرة تقوية مؤسسات الدولة، وأنا عارفة إحنا 100 مليون، فإحنا عندنا محافظات وقرى ونجوع، عندنا عدد كبير من المدارس، وعندنا مشاكل كتيرة قوي كبيرة قوي، وطلبة بتضرب بعض، وعندنا لسه طلبة في مدرسة بيشربوا سجاير، وعندنا بعض المعلمين بيسيئوا التصرف طبعا وأدبيات المهنة وما إلى ذلك، فعايزين نشتغل. إزاي كمحافظة وكمديرية تربية وتعليم أقدر إن أنا أعمل، يعني مش عايز اقول كنترول لان انا في حاجات مش هعرفها غير لما تحصل، بس اقدر اعمل نوع من التوعيه او اقدر اعمل نوع من السيطره على مجريات الامور، يبقى طول الوقت المدرسه بمديرها بناظرها بطلابها بمدرسينها عارفين انه انا عندي رقابه، سواء من مديريه التربيه والتعليم من المحافظه. ازاي يا فندم اقدر احقق ده؟ طيب زي ما سيادتك تفضلت في البدايه ان الوزاره بتحط السياسه العامه للعمل، المناهج الى اخره، لكن تفعيلا للامركزيه التوجه الموجود للقياده السياسيه والحكومه. المحافظه عندنا توجيهات اللواء عبد المجيد صقر مش دي اول مدرسه نزورها. احنا عملنا خريطه للادارات التعليميه الثلاثه الموجوده في السويس، اداره الجناين وشمال وجنوب، بعدد المدارس الموجوده في كل اداره، بالتعاون مع المديريه الموجوده نعمل زيارات ميدانيه مكثفه، مش بس قبل بدء العام الدراسي، اثناء العام الدراسي دلوقتي واحنا شغالين. يعني احنا النهارده كنا في المدرسه دي عشان حصلت المشكله استجابه ليها، لكن من ايام بسيطه احنا كنا في مدرسه اخرى في حي الجناين، المشير احمد اسماعيل، قبلها الشهيد محمد سويلم، قبلها مجمع السادات، وسياده المحافظ نزل بنفسه عدد من المدارس وصل ل 18 مدرسه خلال الاسبوعين اللي فاتوا، بهدف اللي حضرتك بتقوليه ده، التاكد من ضبط المنظومه، رقابه كنترول زي ما حضرتك قلتي. لا ده لازم يبقى موجود، لان زي ما سيادتك عارفه المحافظات بتمارس دورها كسلطه مختصه وفقا للقانون جوه اطار المحافظه. صحيح. استاذه سلمى رد حضرتك ايه يا فندم في هذه الجزئيه؟ هو بالفعل كما اشار الدكتور عبد الله، الزيارات مكثفه، موضوعات للتوعيه في طابور الصباح يوميا، انا بحرص على ادي صفه او قيمه من القيم الاخلاقيه للطالب في طابور الصباح. احنا الفتره الشهر دوت عندنا احتفالات 24 اكتوبر طول شهر اكتوبر، احنا بنبث روح الوطنيه والولاء للطالب بحيث ان انا ادي له قيمه. معلش، ايه هي احتفالات 24 اكتوبر يا استاذه سلمى؟ قصدي ايه هي احتفالات 24 اكتوبر؟ يعني قصدي احتفالات 24 اكتوبر ده عيد السويس القومي، وقبليها 6 اكتوبر. تمام. كل يوم طبعا بندي صفه من صفات الامانه والصدق وحب الوطن والانتماء للوطن. ده بيحصل في المدارس يا استاذه سلمى؟ يعني هل دلوقتي عندنا في طوابير الصباح في مختلف المدارس، خلينا نتكلم عن السويس تحديدا، يعني هل بيحصل انه فعلا كل يوم في الطابور الصباحي في قيمه بتتقال للطلبه كده؟ في بالظبط يا فندم، بالظبط ومسجله، يعني في توثيق لهذا الموضوع، مسجله كل المدارس مسجله هذا، لان الاذاعه الصباحيه الاذاعه المدرسيه في الصباح بتكون مسجله على شريط فيديو، بتكون في مكتبه المدرسه بنرجع ليها في كل وقت. بشكر حضراتكم جزيل الشكر الاستاذه سلمى الشاعر وكيل مديريه التربيه والتعليم بالسويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس. طب هو المدرس ده يعني ده عامل له توعيه ازاي؟ ده معلم، ده المفروض هو اللي بيعلم.
المفروض انت معلم واحنا منك نتعلم. يعني دي جريمة أدبية وجريمة أخلاقية. يعني ما عرفش حقيقي ده، وزي ما حضرتك سمعتوا الأستاذة سلمى الشاعر بسألها بقول لها طب هو في التحقيق قال إيه، بس والله الواحد عايز يعرف مبرره إيه، يعني الجاستيفيكيشن بتاعه كان إيه، بس مبرره كان إيه. فيعني غريب الحياة جدا. تعالوا بقى نروح لحاجة تانية وقصة تانية أجمل من الجمال نفسه، والكثير والكثير من معاني الإنسانية وقيم الإنسانية والجمال تتجسد في هذه الفكرة وفي هذه القصة. قبل ما احكي لكم القصة نفسها اللي برضو في ناس كتيرة يمكن عرفتها، فاكرين حضراتكم فيلم واندر بتاع جوليا روبرتس؟ الفيلم كان حوالي سنتين تقريبا. انا فاكرة لما دخلت الفيلم ده في السينما صوت بكاء الرجال اللي كانوا قاعدين حوالينا، يعني في الصف اللي قدامي او اللي ورايا مش فاكرة، يعني كان ربما يعلو على صوت بكاء السيدات. عادة في الافلام بتلاقي تدخل فيلم رومانسي حاجة تلاقي الستات وتعيط وبتاع، بس انك تدخل فيلم تلاقي رجال وشباب يبكون تأثرا من قصة هذا الفيلم، دي مش حاجة بتحصل كتير. فيلم واندر لجوليا روبرتس كانت ام لطفل مختلف، مش مختلف عنده توحد اوتيزم ولا مختلف عنده يعني او من ذوي الاحتياجات الخاصة، مختلف بشكل مختلف، مختلف بشكل اخر، انه وجهه فيه عيب خلقي. حتى هم شرحوا في الفيلم انه الجينات، ودي تبقى حالة نادرة جدا، بيحصل تركيب مش عارفة الكروموزوم الاب والام حاجة كده، فبيحصل فالطفل وشه مختلف. ازاي تعاملت مع الابن وازاي الابن كان بيعاني، الطفل الصغير لما يروح المدرسة ويسمع ترياقة زمايله عليه، وازاي بعض اولياء الامور يروحوا لإدارة المدرسة ويقولوا لإدارة المدرسة احنا مش عايزين الطفل ده مع ولادنا في الفصل، انقلوه كلاس تاني، واقول لكم ودوه مدرسة تانية، شكله وحش، وشه غريب. ازاي بقى كل ده حصل، وازاي ربنا سبحانه وتعالى ادى للام كده، والاب طبعا يعني، بس ادى للام كده قدرة على التحمل واحتواء ضناها مهما كان. تعالوا نشوف مع بعض جزء من فيلم واندر لجوليا روبرتس، وحرجع اقول لحضراتكم ليه بنتكلم على الفيلم ده. جوليا روبرتس وأوين ويلسون، أو والد ووالدة الطفل المختلف ده، لما صدقوا وأمنوا بيه وفضلوا معاه وفهموه أنه لازم يتعامل مع حالته واختلافه بشكل واقعي، وأنه هو اللي يقدر يفرض، هو اللي يقدر يفرض حب الناس ليه، ده الحقيقة كان مدخل، أو يعني قصة يمكن شفناها في فيلم لكن عشناها في الأيام القليلة الماضية، أو عرفناها وسمعنا عنها، عن قصة حقيقية. رويد هو طفل أردني، هذا الطفل ولد بيعاني من تشوه خلقي، ودي حالة نادرة بتصيب طفل من بين كل 2 مليون طفل. هذا هو الطفل رويد الأردني الجميل. أهله دخلوا مدرسة زي أي طفل تاني، لكن للأسف الشديد لقوا المدرسة بتبلغهم بعد 3 ايام بالظبط من مروحه المدرسه، قالوا لاهله انه لا احنا اسفين مش هنقدر نستقبل ابنكم، لانه باقي الاطفال مش متقبلين ابنكم عشان شكله. والحقيقه لما تشوف كده صور لرويد الطفل الاردني، ولما تشوف كده لما تعرفت هذه القصة، هو فيما بعد الحقيقة في بعض المدارس اتصلت، أو إحدى المدارس يعني اتصلت بأسرته وأبدوا استعدادهم لقبوله، ولقى تضامن بقى بعد كده طبعا، وتعاطف عربي ومصري كمان، وحنعرف إزاي دلوقتي. لكن الحقيقة بس لما تقرأ كده، عايز البوست يا شباب لو سمحتوا للأم فيه أو الناس بتتكلم فيه عن القصة نفسها، بيقولوا للأم يعني ما تخافيش، وانتي احنا اللي وحوش مش ابنك هو المونستر او شكله وحش او ما الى ذلك. يعني الحقيقة قصص وحكايات وكلمات، هو ده لا يا امي نحن الوحوش، والله رويد حبيتك يا رويد، بل انا ما شفتكش ولا اعرفك، بس اتأكد ان انت ملاك في عالم من الوحوش، عالم من الوحل الى الوحل، عالم ما بترحم لا مريض ولا فقير ولا ضعيف، عالم يستأوي على كل عاجز فقير الحيلة. علموا اولادكم كرمال الله
انه يتقبلوا الاختلاف مهما كان، علموهم الاخلاق والتربيه الحسنه والرحمه، علموهم بانه الشكل الخارجي ما هو الا غطاء وما خفي كان اعظم، علموهم الحب والاحترام والتقبل. الحقيقة أنه أحد أبطالنا في مصر اللي أنا طول الوقت بفتخر بيه بطل رياضي ومؤسس فريق ترانسفورما، اللاعب المصري والبطل المصري سمير الدجوي. لما أرى هذه التعليقات ولما عرف القصة يعني قرر أنه يساعد رويد، يساعده بطريقة مختلفة تتناسب مع مجاله نفسه اللي هو المجال الرياضي. خلونا ناخد هاتفيا الكابتن سمير الدجوي مؤسس فريق ترانسفورما. يا أهلا بيك يا سمير. يا منى ازيك؟ ازيك انت؟ مساء الخير. مساء الفل، ايه الجمال ده؟ المقدمة الجميلة دي. انتوا اللي جمال وشباب، انا بفرح طول الوقت ان انا الحقيقة بتابعكم وعارفة بتعملوا ايه، ومع الرياضة كمان في جانب انساني. قول لي يا سمير، انت قريت القصة دي ازاي وتفاعلت معاها ازاي وناوي تعمل ايه؟ هقول لك، هو القصة كلها أنا شفت الفيديو من 4 أو 5 أيام بالظبط، لكن لما شفته يعني المحتوى بتاع الفيديو ما كانش ألطف حاجة، ما عجبنيش الصراحة. والواحد تأثر زي ناس كتير قوي مننا لما شاف الفيديو، وحاس إن هو متعاطف مع رويد بشكل كبير، بس هو مش عارف يعمل إيه يعني. فبعد ما شفت الفيديو بكام ساعة كده كتبت، أنا ماليش أصدقاء كتير في الأردن، فكتبت أنا على البوست على الفيسبوك إن أنا محتاج حد يوصلني بحد في الأردن يعني. فأقل من 3 أو 4 ساعات لقيت ناس كتير قوي مصريين بيشاركوا من بأصدقائهم الأردنيين عامة إن حد يساعد سمير، بس هم مش عارفين إيه الموضوع. لحد ما في ولد اسمه ياسر من الأردن كلمني، وشرحت له الموضوع وقلت له إن إحنا شركة رياضية، كل اللي إحنا بنحاول نعمله، إحنا لينا كذا شغل خيري أو جمعية خيرية أصابة جارية باسم والدي يعني، ففكرتها ان احنا بنحاول نغير حياه الناس عن طريق الرياضه عامه يعني. فحكيت له القصه وقلت له ان احنا عندنا استعداد تام ان احنا نساعد، ان احنا نسافر لرويد ونتكفل برعايته رياضيا لفتره طويله، سواء في الاردن او سواء ان احنا نقدر نجيبه مصر في الاكاديميات اللي عندنا، سواء اكاديميه كوره او تنس او سباحه او ايا كان اللعبه اللي هو عايز يشارك فيها. بس في اقل من 3 ساعات لقيت ياسر جاب لي رقم والد. رويد. وكلمتها يعني بجد حاجه، لو انت مبسوطه مننا فانت لما تتكلمي معاها، هي ست بجد عظيمه جدا جدا جدا، ان هي قدرت اساسا وسط الضغوطات اللي موجوده دي صحيح تستحمل وتكمل. والفكره مش بس ان هي تدخل رويد مدرسه، انا بشوفها ان هي تديله ثقه ان هو يكمل اساسا وهو لسه في السن الصغير ده، وما يلتفتش لكل المشاكل اللي حواليه او الاراء اللي الناس بتقولها يعني. طب ما تيجي بقى مع بعض انا وانت سمير نسلم عليها. معانا على التليفون السيده ريما عامر والده الطفل رويد. دي اهلا بيكي من الاردن طبعا بنكلمها، يا اهلا بيكي. بتمنى اهلا فيكم، وانا بشكر الكابتن سمير كثير على المنحه اللي قدمها لابني، وبشكركم انكم على استضافتكم الي للبرنامج. يا اهلا وسهلا بيكي واهلا وسهلا برويد. انا في كلام كتير عايزه اقوله لك الحقيقه، يعني عايزه اقوله لك حتى كامراه عارفة كويس يعني إيه إنه ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى منحك طفل مختلف بأي شكل من الأشكال، زي ما سمير كان لسه بيقول دلوقتي مقاومتك ووقوفك، وأنا مقدرة وفاهمة يعني إيه إنه يجيلك اتصال من مدرسة ابنك يقولولك معلش تعالي خذي ابنك مش هنقدر نخليه يكمل لأنه أصحابه رافضين. أنا أعلم جيدا وعذرا أني بقول الكلام ده، لكن لازم الناس كلها تعرف مدى قسوة مثل هذه التصرفات. لكن أنت ربنا سبحانه وتعالى اداكي نعمة، نعمة القوة والإيمان والإيمان بابنك. كلمينا عن التجربة دي وخليك معانا يا سمير من فضلك، كلمينا عن التجربة دي يا أستاذة ريما، وتعاملتي إزاي في هذا الموقف وإزاي في مدرسة تانية كلموكي؟ بتمنى أول شيء إحنا قبل كل شيء أولادنا بتشوف قلوبنا قبل ما تشوف عيوننا، يعني احنا لما ربنا بيعطينا هدية زي هيك لازم نستخدمها بكل مصدر الرحب فيه الحمد لله، لأنه ربنا بيختار بني آدم اللي بحبه عشان يمنحه هيك هدية. طبعا هو طريقنا إن شاء الله إلى الجنة زي ما بيشوفوها. أنا رويت بالنسبة لي يعني بعتبر كل حياتي، يعني أنا مستعدة أعمل أي شيء عشان أشوف ابني بأعلى المراتب. أنا لما أجاني الاتصال من المدرسة إنهم رافضينه لأنه ما عنده أطراف الأولاد مش متقبلين شكله، وهو شخصيا صار يربط انه ليش الاولاد مش متقبلين شكلي، يعني انا واحد انا بحب مني
فهو أثرت عليه هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي حاولت قدر الإمكان إني أنا أرجع أدمجه بالمدرسة بغض النظر يعني هاي المدرسة أو مدرسة ثانية. ومن هون بحب أشكر الأستاذ الدكتور محمد أبو عمارة اللي قدم لابني منحة لمدة 12 سنة حتى يغير حتى يوصل للتوجيهي. الله. ويخلص المدرسة. يعني الدكتور هو تقبل ابني كأب مش كتربوي أو كصاحب مدرسة أو كرجل أعمال. ومع لما انتشرت قصة رويد على مواقع التواصل يعني لقيت كثير ترحيب من كل العالم كل الناس. يعني التعليقات الإيجابية هي عطتني ذات أكثر وأكثر وأظن أحارب عشان أوصل ابني. ومن ضمنهم كمان يعني أكثر شعب صدقا 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 أكثر شعب بعت لي وتواصل معي المصري. احنا يعني أنا مصر بحب كثير وبحب الشعب المصري كثير. فأنا بشكركم من كل قلبي. بطلب من خلالكم إنه تتبنوا قصة رواية يكون في ابنكم دار العرب يكون ابنكم دار العرب وكما يقول زي ما عملوا فيلم أحسن منهم بالعكس إحنا أحسن منهم. ورسولنا الكريم بيحث على هذا الفيلم بطلب قصة في قصر الأرضي يكون قصة رواية يمن عنه وندر العرب رواية. يا ريت صوت يوصل عن طريقكم. وانا بصراحه كنت حابه كثير اكون موجوده معكم لايف على الهواء انا ورويد عشان تشوفوا رويد عنده طاقه ايجابيه. يا اهلا بيكي يا اهلا بيكي يعني مكانك حبيبي وبلدك الثانيه حقيقي. لا انا هفضل على تواصل معاكي لو جيتي مصر ان شاء الله اتمنى تكوني معنا هنا على الهواء ورويد الجميل يجي وينور لنا الاستوديو ده كله وينور دريم كلها. حبيبتي ربنا يخليكي. قولي لي دلوقتي انا معايا سمير معايا سمير على التليفون. سمير هتبدا ازاي وامتى وهتلتقي بالسيده ريما؟ انا عارفه ان انت اوريدي تواصلت معاها واتفقت معاها على التفاصيل. قول لنا كده ان شاء الله هتبدا وامتى يا سمير؟ يعني احنا اتكلمنا من كام يوم ودلوقتي ماشيين في اجراءات السفر خلاص. فاعتقد في خلال 10 ايام او اسبوعين هنكون موجودين في الاردن ان شاء الله. هناك هنقابل رويد والعائله كلها يعني. وفي نفس الوقت برضو احنا بنظبط دلوقتي مع المدرسه نفسها الجديده اللي استقبلت رويد ان احنا نرعاهم برضو رياضيا مش بس رويد احنا كمان هنرعى المدرسه. يعني الخير يجيب خير يعني المدرسه حابه يعني تعمل عمل خير مع رويد فاحنا برضو هنساعد لو هم محتاجين اي دعم رياضي باي شكل من اشكال احنا هنتكفى بيه. وفي نفس الوقت احنا برضو دلوقتي بنحاول نتواصل مع اللجنه البارالمبيه الاردنيه والدوليه ان هم يبقوا معانا يساعدونا في الموضوع ان احنا نقدر نوفر مدربين متخصصين للموضوع ده سواء جوه الاردن او في مصر. وانا بس في حاجه اخيره ان شاء الله والده رويد ورويد يكونوا موجودين معانا في مصر. احنا برضو بندعوهم ان الفتره الجايه هيبقى ليهم شغل. احنا هنودي مدرب في الاردن وفي نفس الوقت هنجيب مدربين هنا متخصصين ان رويد يقعد معانا فتره. الله. فتره في مصر. طب وده مش هيأثر على مدرسته يا سمير؟ ما احنا هنظبطها مع والده رويد ان يبقى الوقت ده في وقت الاجازه. حلو قوي. فيبقى الموضوع في نفس الوقت رياضيا ما بيجيش على الناحيه التعليميه عشان في الاخر نقدر نوصل لحاجه حاجه كويسه. وان شاء الله لما يجوا مصر حضرتك بقى كده بالاستاذه ريما برويد تكونوا ضيوفنا هنا في مساء دريم. هنقعد مع بعض في الديكور ده ان شاء الله ونتكلم. اكيد اكيد على طول. ألف شكر ليك يا سمير. سمير الدجوي لاعب مصري وبطل مصري الحقيقة وبطل رياضي وصاحب فريق ترانسفورما من الشباب اللي بجد جميل وعنده رؤية وأنا أعرفه من سنوات طويلة هو كتير من المجموعة اللي معاه وعارفة قد إيه بيحبوا الخير مش بس فوكس على الرياضة الرياضة ومعاها عمل الخير. ست ريمة. نعم حضرتك معاكي. عايزاكي توجهي كلمه لكل ام يعني انا باخد بضرب بيكي المثل الحقيقه انك ام قويه حتى مع اختلاف ابنك وتعرضك لظروف قاسيه وانتقادات وقسوه من البشر لكن وقفتي على رجليكي وتجاوزتي المحنه دي وبتستقبلي حتى دعم الناس ليكي بفخر وبحب. عايزاكي توجهي كلمه لطرفين. الطرف الاول لكل ام قلبها ممكن كمان يكون موجوع على ابنها لفكره انه ربما عنده توحد او من ذوي الاحتياجات الخاصه او لديه بعض الاطراف الغير موجوده او مختلف شكلا. انا بالنسبه بحب احكي لكل ام احنا اطفالنا مش ذوي احتياجات خاصه احنا اطفالنا ذوي تحديات خاصه وعشان نتقبل هاي التحديات لازم نكون احنا قويات من الداخل نعطيهم دفعه لقدام نحسسهم انهم بحسهم انهم بالذات بيكونوا افضل 50 عن الناس الثانيين.
فكل أم عندها طفل سواء احتياجات تحديات خاصة سواء توحد سواء داون سواء أي مرض ثاني بغض النظر عن نوع المرض إنها تكون قوية وتكون هي الظهر لابنها، لأن الأم بالذات هي السند للولد أو للطفل. فإذا كانت الأم ضعيفة فتأكدي تماما إن الطفل ما رح يقدر يعيش في هذا المجتمع. إذا كانت الأم قوية فهي اللي رح تدفع ابنها أن يكون إشي كبير وإشي ناجح في المجتمع إن شاء الله. رسالة ربنا قدرنا على حمل الرسالة هاي إن شاء الله. رسالة منك أستاذة ريما إلى كل من قست قلوبهم، إلى كل من لم يستطيعوا أو لا يرغبون الاندماج مع أصحاب القدرات الخاصة أو أصحاب المواهب أو الاحتياجات الخاصة. أنا بوجه لهم رسالة بحكي لهم إنه في ما بحكي عنا كذا تدين تدان، فاليوم إليك بكرة أكيد ممكن يكون عليه، فدائما أبدا ننظر بنظرة يعني نظرة إسلامية أو نظرة مش صفقة، ما بدي أحكي صفقة، نظرة تكون فيها إنسانية لشخص مقابلك، لأنه سمح الله في يوم من الأيام ممكن إنك أنت تعمل حادثة تصير زي ابني، فأنت ما تقدر على إشي، ربنا هو اختاره، يعني هاي خلقة رب العالمين ما إلنا دخل فيها، فلازم يكون نظرتنا غير هيك للأشخاص اللي زي هيك. بشكرك جزيل الشكر أستاذة ريما، وأنا عارفة أن رويد نام، بس عارفة أن رويد قبل ما ينام لسه من دقايق يعني أو من ساعة تقريبا سجل لنا فيديو كده هنعرضه دلوقتي ونشوفه مع بعض على الشاشة، بيقول لكم بحبكم بحبكم. بشكرك جزيل الشكر الأستاذة ريما عامر والدة الطفل رويد، بارك الله فيكي وربنا يا رب يديك الصحة والعافية ويبارك في رويد. وأنا عارفة أنت كتبتي بوست أنك تتمني أنك تشوفيه طبيب، لكن أنت عارفة طبعا أنه يعني هيكون صعب ممكن عمليا، والله أعلم، وقد يتطور العلم ويصبح هناك وسائل يقدر بيها رويد إذا هو اختار لما يكبر أنه يكون طبيب. في كل الأحوال ربنا يجعله ليكي قرة عين ويهني قلبك بيه. بشكرك يا أستاذة ريما. تعالوا نشوف مع بعض كده رويد من شوية قبل ما نبدأ الهوا سجل لنا فيديو كده عشان لازم ينام عشان بكرة عنده مدرسة، فعنده مدرسة بكرة الجمعة بس هو كان لازم ينام. تعالوا نشوف مع بعض رويد كده وهو بيقول للناس كلها والكل اللي تعاطفوا معاه وكل اللي شجعوه وقالوا له انت جميل وما يهمكش من اي حد ولا المدرسة اللي طلعتك منها عشان انت مختلف او عندك مشكلة في ايديك. تعالوا نشوف مع بعض رويد وهو بيقول للناس كلها بحبكم بحبكم. يا ريت والله نتعلم من طفل صغير قوي لسه ما شافش حاجه من الدنيا لما يقول بحبكم وما تزعلوش من بعض، ما تزعلوا من بعض، حبوا بعض، ما تزعلوش من بعض، ده طفل صغير كده، دي براءه الاطفال. بمناسبه الكلام عن الاختلاف وقبول الاختلاف والاندماج وعدم الاندماج ومشاكل كثيره بينتج عنها، تاني ده بيرجعنا لموضوع التنمر او البولينج اللي بنتكلم عنه بقالنا مده طويله والعالم كله الحقيقه بقاله سنوات بيتكلم عنه. فكرة ومبادرة كده جميلة قوي جت للمهندس أمير. مهندس أمير سأله مرة ابنه الصغير قال له بابا يعني إيه تنمر؟ هو الولد طبعا معه حق، شايف المذيعين صبح وظهر وبالليل فجأة في أسبوعين ثلاثة طالعين يقول التنمر، يقولوا التنمر التنمر، فالولد بيسأل بابا بيقول له بابا يعني إيه تنمر؟ فالأب الحقيقة ما اكتفاش، وده حاجة في منتهى الذكاء والعبقرية وشيء محترم جدا ونموذج ايجابي جدا، ما اكتفاش ان هو مشغول بقى ماسك الموبايل يقول له ايه حبيبي تنمر يعني تتريق على زميلك، يعني تقول لواحد يا تخين يا رفيع يا طويل يا قصير يا ابيض يا اسمر، لا هو ما حبش يريح نفسه بس ويفكر له يفهمه كده، هو حب انه يحكي حكايات قصص كده مبسطه جدا للاطفال لنبذ الصفات السيئه عموما بقى زي الكذب والتنمر، حب يعلم الأطفال صفات حسنة كويسة زي الصدق زي التعاون زي أنك تحترم الآخر زي أنك تحترم المختلف معاك سواء في فكرتك أو في شكلك أو في عرقك أو ما إلى ذلك. تعالوا نشوف مع بعض حكايات بابا أمير، حكايات جميلة جدا ومبادرة جميلة جدا جميلة جدا بسيطة لمحاربة التنمر ضد الأطفال. ازيك يا تخين؟ ما تقوليش يا تخين، انا اسمي امين. ايوه ما انت امين التخين.
بدأت الفكرة معايا بأن أنا بقيت أحكي القصص، لقيت في ناس كتير جدا بتتقبل مني القصص ديت سواء أطفال أو كبار. بدأت أعالج منها عن طريقها قيمة معينة أنا شايف أن القيم دي لازم تبقى موجودة في أطفالنا. بالنسبة لموضوع التنمر، الموضوع بدأ معايا من أول ما ابني حمزة كان الإعلان موجود في التلفزيون وقال لي يا بابا يعني إيه التنمر، فلقيتها فكرة كويسة جدا أن أنا أحاول أشرحها له بصورة مبسطة بقصة صغيرة كده بواقع حقيقية بتحصل، ممكن تكون بتحصل كل يوم تقريبا في المدارس. سألت بابا إيه التنمر ده، فقال لي إن التنمر ده إيه يعني إن حد يروح يضرب حد أو يتريق عليه، فبعد كده عملنا قصة. فأنا أول حاجة بديت أتكلم عن، كان أول حاجة كان الكذب تقريبا، وبعد كده اتكلمت عن قيم التعاون وإزاي إن كلهم متعاونين مع بعض، يبقى إحنا كلنا بنقدم قيمة كل شهر او كل فتره ايا تكون هذه الفتره نركز عليها بعرض الطلاب هم اللي يعملوه، مش بس ان احنا مش بس ان حد يجي يقول لهم الكلمتين وخلاص، لا الطالب نفسه هو اللي يحط السكريبت بتاعه، هو القص واللزق والحاجات دي كلها يعملها بايديه. قمه المتعه ان الطفل يبدا يعمل الحاجات دي بايديه ويبدا يكون الصوره اللي هو عايز يرسمها. فكان يا مكان كان في زمان بنوته حلوه وولد شاطر. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ الحمد لله. انت كويس؟ اه كويس. شفت اللي حصل؟ اللي حصل كان في مرة واحد مشي من الشارع دوت ولقى 5000 جنيه، تصدق ان هو بيوزعهم دلوقتي؟ انا بساعد امير في القصص اللي هو بيعملها من بداية، من اول ما يبتدي احنا نتكلم في الموضوع القصة دي عن ايه، فبنحدد الاول الصفه او الحاجه اللي احنا عايزين نشتغل عليها، فبنبتدي القصه بكده، فبنحدد مثلا عن صفه الكذب، التعاون، التنمر مثلا زي اخر قصه. بنبتدي بقى نشوف هنعمل الشخصيات ازاي، طب احنا هنعملها ظل ولا كرتون ولا عرايس، وفي الاخر كل ده عشان نسهل معلومه تدخل للطفل من باب سهل توصل له ويفهمها. تعلمت ان احنا ما نكذبش وان احنا لازم نعمل نحترم الشخصية. اتعلمت ان احنا لازم نساعد التاني لو هو محتاج مساعدة. وتعلمت كمان ايه؟ ان احنا بنحب بعضنا البعض. ما تكذبش عليا تاني يا عمار. انا اسف، ووعدك يا بابا ان انا عمري ما هكذب عليك تاني. وانا مصدقك يا عمار. الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب توفي اليوم الخميس في المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 83 عام. الحقيقة أنه الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب كان استلم السلطة في السودان بعد انتفاضة إبريل 1985، ودي الانتفاضة اللي كانت أطاحت آنذاك بالرئيس جعفر نميري، وكان بالتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات قبل أن يسلم السلطة للحكومة المنتخبة في السنة اللي وراها على طول. يعني هو استلم السلطة وسلمها للسلطة المنتخبة بعد بسنة تقريبا، وسلم مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة، كانت ساعتها برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي، وكان رئيس مجلس سيادتها أحمد المرغني. وبعدها على طول الرئيس الأسبق سوار الذهب اعتزل العمل السياسي. هو كمان الحقيقة ترأس منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء. الحقيقة أنه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره المشير عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق عضو مجلس حكماء المسلمين. تعزينا طبعا لأشقائنا في السودان ورحمة الله على سوار الذهب. احنا عارفين ان الداخلية الحقيقة شغالة طول الوقت ضبطيات وحاجات، ولما تقعد تشوف كده كمية الإجرام اللي موجود والسرقات والحاجات اللي موجودة في أماكن كتيرة قوي في مصر الحقيقة، يعني تقول إحنا إزاي بنلاحق على كل الكلام ده، أو مطلوب مننا إيه عشان نلاحق على كل الكلام ده. تخيلوا لما في ضبطية واحدة، بس أقول لحضراتكم كده نبذة سريعة، يعني في ضبطية واحدة من ضبطيات الداخلية، تخيلوا لما يلاقوا شخص أو يظبطوا شخص في الخنكة مجمع 21
طن مواد بترولية كان ناوي يبيعها في السوق السوداء. 21 طن مواد بترولية، ده شخص واحد بس في الخنكة. اتظبط كمان مثلا تشكيل عصابي في القناطر الخيرية، اتخصص في إعادة تدوير ونخل الدقيق البلدي المدعم. نرجع نقول أحيانا اللي بتحصل ساعات أزمات وليه بنلاقي ساعات الدقيق متوفر أو مش متوفر. كان إيه كمان؟ كان التشكيل ده بيعبي الدقيق المدعم ده داخل عبوات جديدة على إنه دقيق فاخر يعني حر، فبدل ما هو مدعم يعني بصوا كم جريمة في حاجة واحدة، هو بيسرق الدقيق ده مدعم فبالتالي بيحرم طبعا من له الحق في الحصول على الدقيق المدعم، وبعدين بيغلفه بقى ويعمل له باكجينج حلو كده على اساس ان هو دقيق حر، فالدقيق الحر طبعا اغلى فيروح بيعه على انه دقيق حر. يعني بالحقيقه يعني كتير قوي، كتير كتير. تعالوا نشوف مع بعض كده هذا التقرير عن جهود وزارة الداخلية. الحقيقة يعني عدد من مديريات الأمن في محافظات كتيرة عملت حملات مكثفة، حملات أمنية مكثفة لمواجهة صور كتيرة من صور الخروج على القانون. اديت لحضراتكم مثالين، الحقيقة في أمثلة كثيرة جدا. شوف مع بعض هذا التقرير ونرجع تاني عشان عندنا تقرير أخير هنختم به فقرتنا الإخبارية. نشاهد معا هذا التقرير. بهدف تحقيق الانضباط في الشارع المصري وفرض سيادة القانون، تأتي حملات اليوم الواحد التي تشنها مديريات الأمن لتحقيق هذا الهدف، وتستمر هذه الحملات على مدار يوم كامل مستهدفة كافة المظاهر السلبية بالشارع وصور الخروج عن القانون، وفي مقدمتها الإشغالات والتعديات وفوضى المرور. الحملات نجحت في تحقيق نتائج إيجابية من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة سير السيارات والمشاة، وساهم ذلك في تحقيق انسيابية مرورية كاملة. جزء كبير من هذه الحملات يتضمن تكثيفا للوجود المروري الفعال في الشارع لضبط كافة المخالفات المرورية من انتهاء التراخيص وصولا إلى المواقف العشوائية، وسوف تتواصل هذه الحملات على مستوى الجمهورية للقضاء على مظاهر الفوضى والخروج عن القانون. مديريات أمن القليوبية نجحت في ضبط تشكيل عصابي بمركز القناطر الخيرية يقوم بتجميع الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية وإعادة تدويره ونخله وتعبئته داخل عبوات جديدة باعتباره دقيق فاخر وطرحه بالأسواق للاستفادة من فارق الأسعار. ونجحت في ضبط 37 طن دقيق بلدي مدعم وسيارتين نقل تستخدمان في نقل الدقيق ومنخل لإعادة تدوير ونخل الدقيق. المديرية نجحت أيضا في ضبط أحد الأشخاص خاص بالخنكة لقيامه بتجميع المواد البترولية المدعمة بطرق غير مشروعة داخل فناطيس بمخزن خاص به بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين. وتمكنت من ضبط 21 طن من السولار والبنزين المدعم ومبالغ مالية من حصيلة البيع. قبل ما اقدم التقرير الجاي عايز اطلب من كل سيده وفتاه بتتابعني بتسوق ما تزعلش مني. في كده انطباع عام معرفش سببه ايه او مصدره ايه، يعني انه اي ست بتسوق او انه اغلب السيدات اللي بتسوق يعني تقلق شويه، يعني ما تبقى ماشي. بصوا الصراحه يعني انا ست وبسوق وبرضه بقلق من الستات اللي بتسوق والله العظيم. يعني مش عارف معرفش، بس يمكن لانه طبيعه السواقه عندنا في شوارع مصر محتاجه حد ما يبقاش ماشي كده يعني خط مستقيم، يعني عايز تبقى ايه ماشي مع الجو كده، يعني تضطر تكسر على اللي على يمينك، تضطر تفرمل في نص الشارع عشان في حد معدي في هاي واي. فيمكن لانه السيدات بيبقوا اكثر التزاما بقواعد المرور، انا بحلل يعني سيكولوجيه السيده اللي بتسوق، يعني يمكن ده اللي بيحصل احيانا، فما اعرفش. بس في ناس تقلق. فدلوقتي بقى عندنا كمان سيده جميله هي بقى بتعلم القيادة، بتعلم البنات ازاي تسوق، بتعلم الناس ازاي تسوق. هي بسمة نبيل ونسمة نسمة في بسمة نبيل وبسمة معروفة في محافظتها اللي هي بني سويف باسم كابتن بوسي. فتروح بني سويف هناك تسأل كده تقول لهم فين كابتن بوسي، دي أول سيدة تعمل في مجال تعليم قيادة السيارات في بني سويف،
وهنشوف مع بعض كده ازاي بتتعامل مع السيدات والفتيات، ازاي قدرت تجمع بين عملها في وظيفتين. هي كمان مدرسة رياضيات الحقيقة، وده شيء محترم جدا انها تكون مدرسة وفي نفس الوقت بتعمل على تعليم قيادة السيارات. شوف مع بعض هذا التقرير، وبشكر زميلاتي النهاردة اللي قدموا لنا تقارير، سارة مجدي ومارينا أمير. شوف مع بعض هذا التقرير ونطلع فاصل ونرجع على طول على أول فقرة إن شاء الله عندنا النهاردة، العلاقات المصرية الروسية. عندما نتحدث عن زيارة مهمة جدا وصفت حتى من الجانب الروسي قبل أن توصف من الجانب المصري بأنها زيارة تاريخية وأنها زيارة هامة جدا، زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ولقاءاته مع الرئيس فلاديمير بوتين، بنسأل أسئلة كتيرة جدا. زي ما قلت في بداية الحلقة، الكل عمال يقول أول رئيس دولة أجنبية يدخل إلى مجلس الفيدرالي. طب هو ايه المجلس الفيدرالي بالنسبة لهم هناك في روسيا؟ ده عبارة عن ايه؟ ايه علاقته بالبرلمان؟ ايه درجته هناك؟ اللقاءات اللي تمت، الاتفاق على او الحديث على مشروع الضبعة، يعني التفاصيل اللي جاية، الحديث طبعا الاهم على عودة السياحة الروسية ان شاء الله تدريجيا واحدة واحدة، اهم سياحة عندنا في منتجعاتنا السياحية. اكيد كان في بعض الحوارات وبعض يعني الاراء المختلفة اللي اتكلموا فيها عن الاوضاع في المنطقة عموما. روسيا ليها دور كبير جدا في سوريا، هيتكلم عنه ان شاء الله. تركيا والتدخلات في الشأن الاقليمي والعربي، امور كثيرة جدا هنحاول نفهمها اكتر وبتركيز وبتحليل مع الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بعد هذا التقرير. أنا كابتن بوسي، أول ست بتعلم سواقة للسيدات في بني سويف. بشتغل مدرسة بجانب التدريب القيادة. أهم حاجة طبعا تنظيم الوقت، إن كل حاجة تاخد حقها. يعني أنا مجرد إن أنا رجعت من المدرسة خلاص فصلت المدرسة، ببدأ بقى طبعا فترة الدراسة الكورسات بتبقى أقل شوية، بس لازم أشتغل. يعني ما بقدرش اليوم يعدي بصراحة من غير ما منزل كورس أو اتنين على الأقل. قررت أعلم السيدات السواقة علشان طبعا الست دلوقتي بقت شايلة جزء كبير جدا من المسؤولية، فعشان توصل ولادها أي مكان هي عايزين يروحوه، فطبعا ده بيبقى أمان ليها ولولادها أكتر. الموضوع كان بالنسبة لي تحدي جدا. بدأت أوصل للسيدات عن طريق السوشيال ميديا. يعني أنا بدأت ألاقي الفترة الأخيرة أن فعلا ناس كثيرة قوي بتسأل أي عن سيدة بتدرب سواقة. أنا ما كنتش مرتبة للفكرة خالص، هي مرة واحدة كده لقيت واحدة بتسأل على حد بيدرب سواقة سيدة، دخلت كلمتها واتفقت معيها، وهي كان معاها ساعتها العربية بتاعتها. نزلت دربتها ولقيت الموضوع لذيذ ونجح معايا. في الأول طبعا كان الموضوع كنت بلاقي مضايقات كتيرة جدا، ولحد دلوقتي في ناس متقبلة الفكرة وفي ناس مش متقبلة الفكرة. قبل ما ننزل أنا والبنت في وسط عربيات وفي وسط زحمة، ببقى مأهلها نفسيا جدا إن انتي هتلاقي ناس كتير قوي بتضايقك. في المقابل طبعا بلاقي ناس ذوق جدا وبيحترموا جدا الموضوع وبيهدوا ويعدونا الكلام ده كله. مبدئيا ان انا شايفه ست قدامي او بنوته يعني هي اللي قدامي، ده حاجه محفزه جدا، وانا انا كمان هقدر يعني. بعدين كمان مش مكسوفة أغلط قدامها، أو مش مكسوفة يعني أعك في حاجة أو خطوة معينة ما تظبطش معايا. لا، أنا عارفة إن هي إيه الموضوع قدامها، مش هيبقى محرج أو مش هيبقى مخيف أو كده يعني. اقتصرت على السيدات بس، لأن أصلاً هو الموضوع كان جاي معايا بتحدي للرجالة، إن أنا لا هم السيدات وهنعلمكم، وعلى فكرة الشعار بتاعنا هنسوق بالعند فيهم. إيه كمان، في ناس استغلت المهنة برضو السواقة في إن هي كمهنة إن هي بتوصل الأطفال للمدارس. طبعا انا كأم يعني لما سيده توصل بنتي انا احس بامان اكتر من ان هي تبقى مع راجل. بالنسبه لاهلي كانوا مشجعيني جدا، يعني الحمد لله دايما هم واثقين فيا، واثقين اي خطوه انا هاخدها بتبقى بعملها صح يعني، فكانوا مشجعيني جدا. زوجي الاول كان معارض وكان خايف طبعا من المشاكل، العربيه تتخبط، نعمل مشكله، حد يعني اللي معايا تدوس حد او الكلام ده كله،
بس واحده واحده برضو بدا يثق فيا الحمد لله، وبدا يشوف ان انا قد المسؤوليه. يعني انا بقول لاي ست طبعا عايزه تشتغل مهنه زي دي بيقال عليها يعني ان هي مهنه رجاله، ان ما تلتفتش طبعا لاي كلام بيتقال، وان احنا من حقنا ان احنا نعمل كل حاجه زي ما احنا شايلين معاهم المسؤوليه في كل حاجه، فايه المانع ان احنا كمان نشتغل شغلهم طالما الموضوع يعني ما فيهوش حاجه عيب. هو انا عندي يعني عندي هدفين، اول حاجه طبعا نفسي اعمل مدرسه كبيره ويبقى ليها فروع في المحافظات، لان كذا حد بيكلمني من كذا محافظه ونفسهم قوي ان انا ادرب هناك. يعني تانية نفسي بعد برضو ما السعودية سمحت للسيدات بأن هي تسوق نفسي أروح أدرب هناك جدا. ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي كلمة أمام مجلس الفيدرالي الروسي بموسكو خلال زيارته الرسمية لروسيا، وتعد هذه الكلمة الأولى لرئيس دولة أجنبية أمام مجلس الفيدرالي الروسي، وهو أحد مجلسي الجمعية الاتحادية الروسية الهيئة التشريعية لروسيا التي تضم مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما. فالنتينا ماتفينيك رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية رحبت في بداية اللقاء بالرئيس السيسي والوفد المرافق له، مؤكدة على أن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا لها أهمية كبيرة، كما ستسهم في الدفع قدما بمسيرة العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين. الرئيس السيسي أكد في كلمته التاريخية أمام المجلس أن الإرهاب يمثل تهديدا خطيرا على الإنسانية بأسرها. وكما يمثل الإرهاب تهديدا خطيرا على الإنسانية بأسرها، فإن تفكيك مفهوم الدولة الوطنية تحت وطأة الأزمات المتلاحقة يشكل خطرا وجوديا على أمن المنطقة والعالم كله. كلمة السيسي أيضا تضمنت التأكيد على أن العالم أصبح في خندق واحد، وأنه لم يعد أحد بمنأى عن الخطر. لقد أصبحنا جميعا في خندق واحد، فلم يعد أحد بمنأى عن الخطر، ولم يعد بالإمكان تخطي تلك الأزمات فرادى أو بدون تحمل جميع أعضاء المجتمع الدولي لمسؤولياتهم، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب وتغذيه بالقول والفعل أو المال. وأعرب الرئيس السيسي في كلمته التاريخية عن تطلعه للانتهاء خلال الأعوام المقبلة من مشروع بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، مؤكدا على أنها ستكون علامة مضيئة وجديدة في مسيرة التعاون بين البلدين. مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها على بناء السد العالي وغيره من المشروعات الكبرى خلال حقبة مهمة من تاريخها الحديث. وأود أن أؤكد أن هذه المواقف التاريخية الداعمة ستظل دائما عالقة في أذهان ووجدان المصريين، وأن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري. نشوى عبد العاطي، مساء دريم. صحيح انه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى موسكو جاءت ربما في وقت او بتتزامن مع الاحتفالات 75 للعلاقات بين القاهره وموسكو، وصحيح انه دي مش اول مره يلتقي فيها الرئيسين السيسي وبوتين. احنا بنتكلم على ما يقرب اعتقد من 8 لقاءات سابقه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الجمهوريه من فترته الاولى. بنتكلم على 4 مرات هو زار موسكو، اعتقد
فلاديمير بوتين زار القاهرة مرتين، وأعتقد أن هما التقيا أيضا في الأمم المتحدة. لكن الفكرة بصفة عامة دلوقتي أنه كلما تتشابك أيضا الأمور في المنطقة العربية والإقليم، ويعني روسيا اسمها بيطرح نفسه الحقيقة في الكثير من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، ده بيخلينا على طول نسأل عن مدى قوة العلاقات المصرية الروسية وعن مدى أهمية العلاقات المصرية الروسية. إيه أهمية أنه يكون عندنا علاقات قوية واستراتيجية؟ هل زي ما ناس كتيرة بتتكلم أنه فكرة دائما توجه مصر في السنوات القليلة الماضية للشراكة مع أكثر من حليف، ألا تعتمد الدولة، ألا تعتمد مصر على مجرد حليف واحد، نفتح أفاق التعامل مع الكثير من القوى. روسيا طبعا هي إحدى قوى العالم زي ما قلنا المسيطرة أيضا والتي لها كلمة قوية في منطقة الشرق الأوسط. تعالوا نتكلم في تفاصيل كثيرة مع ضيفنا الكريم الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك. حوالي 8 لقاءات تقريبا لو أنا مش غلطانة ما بين الرئيسين السيسي وبوتين منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، ملفات كثيرة جدا متعلقة بسوريا وغيرها، تدخل روسيا في المنطقة العربية، وأيضا استراتيجيات يعني أو اتفاقيات استراتيجية قريبة وبعيدة المدى، طبعا ربما السياحة وملف السياحي ده شيء يهمنا احنا كمصريين جدا. في المجمل يا فندم ازاي بتشوف العلاقات المصرية الروسية في السنوات القليلة الماضية، او عشان نكون اكثر دقة منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية؟ زي ما حضرتك تفضلتي، العلاقات المصرية الروسية ممتدة لاكثر من 7 عقود، نحتفل باليوبيل الماسي الان 75 عاما. على مدى هذه العقود السبعة كانت هناك وقفات مهمة لروسيا مع مصر، أولها في العام 1955 وهي صفقة الأسلحة التشيكية، حصلنا على أسلحة سوفيتية عن طريق جمهورية تشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت، وكان ذلك أول كسر لحظر السلاح على مصر. بعدها في العام 1956 وقفت الرئيس خروتشوف في ذلك الوقت ضد العدوان الثلاثي على مصر، ثم دعم الاتحاد السوفيتي لمصر عسكريا لاستعادة القوة وتحرير الأرض في حرب أكتوبر 73. الدفاع الجوي المصري يدين بدور مهم جدا للجانب الروسي. معركة البناء والتنمية بالتوازي كان السد العالي، كان المشروعات التنموية الضخمة والصناعات الثقيلة التي يحاول الروس حاليا إعادة تطويرها وتحديثها في مصر مجددا. الانطلاقة الجديدة للعلاقات المصرية الروسية جاءت مع مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل وجود الرئيس بوتين، لأن كلا الزعيمين يتطلع إلى إعادة الزخم إلى العلاقات المصرية الروسية من منطلق أن روسيا دولة عظمى، وده حضرتك كنت بتسألي أهمية التقارب مع روسيا. روسيا دولة عظمى مؤثرة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، مصدر مهم جدا لأسلحة نوعية متطورة، يمكن لحد النهاردة 30% من تسليح الجيش المصري هو تسليح روسي بالأساس. انتصار أكتوبر العظيم تم بسلاح روسي بالأساس. التعاون العسكري بين مصر وروسيا شهد خلال السنوات الأربع المنقضية انطلاقة نوعية على مستوى الدفاع الجوي، تطوير الدفاع الجوي المصري بمنظومات S-300، وهناك مفاوضات على منظومات S-400 المتطورة للغاية. على مستوى الطيران الحربي هناك صفقات الميج 35، وهي بالمناسبة طائرات متطورة جدا، وهناك صفقات خاصة بالسخوي وطائرات التمساح المقاتلة المروحية. أيضا هناك تصنيع مشترك لعدد من الأسلحة، هناك تمرينات أو مناورات عسكرية مشتركة ما بين البلدين تتم بشكل دوري، أيضا هناك توطين للتكنولوجيا العسكرية والمدنية ما بين مصر وروسيا. فمجالات العلاقات المصرية الروسية متشعبة للغاية وتشهد نقلة نوعية حقيقية. في المقابل مصر لديها ما تقدمه لروسيا. ده كان هيبقى سؤالي التالي فندم، لأنه بصراحة شديدة طول الوقت، ومش بس على مصر وروسيا ومش بس على مصر، لما بتسمع عن تقارب بين أي بلدين في العالم على طول بيجي على بالك تقول الفايدة هتكون متبادلة ازاي. هل نحن من نحتاج إلى روسيا في هذه العلاقات الاستراتيجية، أم أن روسيا كمان بتحتاج لنا في أمور، أم أنه في النهاية هذه العلاقات الوثيقة اللي حضرتك كده لخصتها بشكل محترم جدا بصفة عامة هي تعبر عن القاعدة اللي بتقول win-win situation، موقف بيكسب فيه الطرفين؟
شوفي حضرتك، العلاقات الدولية بتقوم على فكرة العلاقات متكافئة متوازنة تضمن مكاسب لكل أطرافها، زي ما حضرتك تفضلتي وين وين جيم أو وين وين سيتويشن. فالعلاقات المصرية الروسية تقوم على هذا الأمر، روسيا بتقدم لمصر دعم عسكري، سياحة، دعم اقتصادي، مشروع الضبعة النووي. مصر لديها الكثير الذي تقدمه. أولا، روسيا تتطلع إلى استعادة مكانتها الإقليمية ودورها في الشرق الأوسط والعودة إلى المياه الدافئة مجددا. الدولة القادرة على أن تفسح لروسيا المجال في المنطقة هي مصر. مصر هي الدولة الأكثر استقرارا، هي قلب الأمة العربية النابض، تتمتع بموقع جيوستراتيجي فريد، قناة السويس، هي بوابة إفريقيا. أيضا مصر في العام القادم 2019 سوف تترأس الاتحاد الأفريقي، ومن ثم أيضا مصر مرتبطة باتفاقات تجارة حرة مع كافة الدول الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا وغيرها من الاتفاقات، ما يعني أن البضائع والمنتجات المدنية والعسكرية الروسية يمكن أن تعبر من خلال مصر. قناة السويس والمشروعات إلى دول أفريقيا قناة السويس والمشروعات الاقتصادية الكبرى والمدينة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، كل هذه الأمور تعود بالنفع أيضا على الجانب الروسي. يضاف إلى ذلك أيضا أن مصر بثقلها ووضعها وانطلاقها نحو سوق الغاز العالمي، مصر الآن انتقلت من مرحلة استيراد الغاز، توقفت عن استيراد الغاز وتقوم بتصدير الغاز الآن، وستقوم بإسالة الغاز لعدد من دول المنطقة كإسرائيل وقبرص واليونان لتصديرها إلى أوروبا عبر أنبوب سيتم إقامته، وبالتالي هي تدخل كمنافس قوي في سوق الغاز العالمي، وتحتاج روسيا إلى التنسيق معها لأن روسيا أيضا هي دولة كبرى منتجة للغاز وتقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا. فضرورات التنسيق المصري الروسي في هذا السياق مهمة للغاية. مصر هي شريك استراتيجي مهم لروسيا ليس فقط في هذه الأيام وإنما منذ عقود طويلة مضت، وبالتالي العلاقات تقوم على منافع متبادلة، مصالح متبادلة لكلا الطرفين. روسيا تحتاج لمصر للعودة إلى المنطقة ولاستعادة نفوذها في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص تموضعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط حتى تنتقل إلى شرق أسيا. تقليص، لأنه الولايات المتحدة بدأت ترى أن التهديد لمصالحها يأتي من الشرق، من الصين، واحتمالات وجود تحالف صيني هندي روسي في الشرق، فبدأت تقلص تموضعها الجيوستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط إلى صالح الانتقال إلى الباسيفيك أو إلى شرق أسيا. في رؤية عامة كده انه زي ما كنت بقول في البداية، من يتابع الشأن السياسي كده والعلاقات الخارجية شايف انه مصر بقى لها كام سنة يعني منذ تولي الرئيس السيسي فارق معها قوي فكرة التنوع في التحالفات، يعني فتح علاقات مع الصين على سبيل المثال، فتح علاقات مع اليابان، حتى فكرة انه احنا بناخد دلوقتي التجربة اليابانية في المدارس، وكان في زي اكتر من زيارة للرئيس وتكلم فيها وفود راحت عشان تاخد من ده، فده كمان يعني تحالف استراتيجي حتى لو على نطاق مختلف. ايضا مع روسيا، ده يا فندم يفيد مصر في ايه هذه الفترة والفترة القادمة؟ لانه فكرة برضو زي ما حضرتك اشرت ايه الولايات المتحدة الامريكية، وحضرتك وضحت انها بتسعى لتقليص دورها لاسباب معينة، فبرضو فكرة انه مصر قعدت سنين طويلة معتمدة على الولايات المتحدة الامريكية، يعني احنا حتى بصراحة ما بقيناش بنسمع كتير في السنوات القليلة الماضية تلويح الولايات المتحدة لقطع المعونة عن مصر كثيرا، يعني قيلت مرة او مرتين او تخفيض هذه المعونة، بس كنا الاول بنسمع الكلمة دي كتير. النهاردة مصر اصبح لها نوافذ كثيرة مختلفة، تحالفات استراتيجية مع عدد من الشركاء والحلفاء. كيف نستفيد من تغير هذه الخارطة وانفتاح مصر على دول كثيرة جدا من الشرق والغرب؟ وفقا لنظريات علم السياسة الخارجية، مصر قوة إقليمية ودولة مركزية، بيفوت ستيت، بمعنى أنها لم تكن ولن تكون يوما ما دولة تابعة. مصر رائدة في إقليمها في الشرق الأوسط، في العالم العربي، في أفريقيا، وبالتالي من الصعب استتباع مصر أنها تكون دولة تابعة لقوة بعينها. وبناء عليه لدى مصر رؤية لعلاقاتها الاستراتيجية وعلاقاتها الخارجية تصوغها بنفسها، يعني لا أحد يصوغ لنا سياستنا الخارجية أو يحدد لنا أين نتجه. ومن هذا المنطلق جاء التوجه نحو الشرق وتنويع العلاقات الخارجية المصرية. بالمناسبة نحن وقعنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بالأمس مع روسيا، وفي العام 2014 وقعنا اتفاقية مماثلة مع الصين. الصين وروسيا هما القوتان العالميتان الصاعدتان القادمتان
القادمتان بالفعل، ومن ثم لا تريد مصر أن تضع البيض كله في سلة الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى وتتطلع إلى تنويع العلاقات حتى في مجال التسليح. لا نعتمد فقط على السلاح الأمريكي، وإنما نسعى إلى تنويع مصادر السلاح من دول أوروبية كألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا في هذا الإطار. أعتقد أن ما يجري الآن بين مصر وروسيا هو إعادة اكتشاف للعلاقات المصرية الروسية. الرئيس السيسي أشار إلى أمر مهم يستوجب الوقوف عنده حينما قال أن روسيا هي الشريك الاستراتيجي والحليف الوفي، وتحت كلمة الوفي لابد أن نضع أكثر من خط، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، وحضرتك أشرت إلى مسألة المعونة وما إلى ذلك، لأول مرة منذ العام 1979 منذ بدأنا نتلقى معونات عسكرية واقتصادية قيمتها 3 مليار دولار، 2.1 عسكرية والباقي اقتصادية، الولايات المتحدة الأمريكية تلوح بقطع المعونة العسكرية، وقامت بالفعل بقطعها في العام 2013، ثم بعد ذلك أوقفت تسليم طائرات F-16 ثم طائرات الأباتشي وغيرها، وتعطيل مشروع التصنيع المشترك للدبابة أبرام A1M1. كل ذلك جاء نتيجة تغيير نظام الحكم في مصر بناء على مطلب شعبي في العام 2013. دي كانت رسالة أنه يجب على مصر أن تنوع علاقاتها الخارجية وعلاقاتها التسليحية. ومن هنا جاء التقرب وتعميق العلاقات مع الجانب الروسي ومع الجانب الصيني. روسيا كان لها وقفات إيجابية مع مصر أشرنا لها في بداية هذا اللقاء على الصعيد العسكري والتنموي. نعم، وهي من أوائل الدول التي اعترفت بثورة الشعب في 30 يونيو، ولم تلوح أنه انقلاب زي ما باقي بعض الدول التانية قالت، وما قالتش أن ده كان انقلاب في مصر، وإنما قالت أن دي ثورة شعبية حمتها القوات المسلحة المصرية، ووضعت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية في العام 2006، وكانت أول دولة تقوم بهذا الأمر. الرئيس بوتين حينما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت، نصحه بالترشح لرئاسة الجمهورية المصرية، لأنه توسم فيه أن هذا الرجل قادر على أن يعبر بمصر محنتها الراهنة. ومن هنا جاء التشابه ما بين تجربتي السيسي وبوتين، كلاهما رجل له خلفية عسكرية استخباراتية. صحيح. استخباراتية أيضا، لأن بوتين عامل في الكيجيبي وفي المخابرات الروسية. أيضا كلاهما بلاده تتعرض لمؤامرات خارجية وداخلية، يريد أن يحافظ على الدولة الوطنية، وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسي. بوتين لديه طموحات لاستعادة مجد الاتحاد السوفيتي وروسيا أن تتحول إلى قوة عظمى. الرئيس السيسي يريد أن يعيد مصر إلى الواجهة، لأن منطقة الشرق الأوسط في حالة سيولة. صحيح. بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وثورات الربيع العربي 2011 و2013 تراجع الدور المصري لأسباب قهرية. الآن الرئيس السيسي يعيد مصر إلى الواجهة مرة أخرى لتتبوأ المكانة التي تستحقها، والرئيس بوتين يدرك ذلك جيدا ويدعم مصر في هذا الاتجاه. طيب. أنا دايما بحب لما نقعد نردد حاجة كده حتى في الإعلام، يعني نشرح للناس الحاجة دي معناها إيه. بقالنا يومين ثلاثة قاعدين بنقول طول، يعني ما عمالين نعمل كوفرج لزيارة الرئيس في روسيا، عمالين نقول إنه أول رئيس دولة أجنبية يدخل إلى الاتحاد الفيدرالي. فعايزين نشرح للناس كده، إحنا يعني في التقرير السابق عرضنا كده بعض المقتطفات وشرحنا، بس عايزين حضرتك تقول لنا إيه أهمية إنه الرئيس يدخل الاتحاد الفيدرالي، وفكرة إنه ده أعلى مرتبة في البرلمان الروسي وليه قدسية خاصة جدا عندهم، لأنه من هذا الاتحاد الفيدرالي بتتشكل القرارات السياسية الاستراتيجية الخاصة بروسيا وعلاقتها حتى بالعالم والتسليح، وإذا كانت تدخل حرب في بلد أو لا. هذا البروتوكول جاء في سياق استقبال غير عادي وبرنامج غير مألوف وتعامل غير تقليدي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبدو أن الرئيس بوتين أراد أن يبعث برسالة إلى أن العلاقات المصرية الروسية وخصوصية التفاهم ما بين بوتين والسيسي سيكون أمر مختلف للغاية، وهذا يعكس أن الكيمياء السياسية متناغمة إلى حد كبير ما بين الزعيمين، في تقارب جيلي في العمر، في تقارب في الرؤية والتصور ما بين الرئيسين. أتصور أن هناك حالة من التلاقي والتفاهم السياسي بين الزعيمين. من هذا المنطلق وضع جدول زيارة مختلف تماما، ربما
لم يشهده رئيس دولة أجنبية زار روسيا خلال الأونة الأخيرة. جاء الرئيس السيسي وألقى كلمة مهمة أمام مجلس الاتحاد الفيدرالي، وهذا هو الغرفة الثانية للبرلمان. برلمانات العالم إما غرفة واحدة وإما غرفتين. إحنا عندنا في مصر الآن غرفة واحدة اللي هو مجلس النواب، في روسيا غرفتين، الدوما، مجلس الدوما والاتحادية الفيدرالية. الفرق بينهم يا فندم؟ الفرق بينهم أنه الاتحادية الفيدرالية هي الأكثر تأثيرا، لأنه غالبا مش كل غرفتين بيكونوا على نفس الدرجة من القوة والتأثير والسلطات والصلاحيات. الاتحاد الفيدرالية هو الأكثر تأثيرا، الأكثر صلاحيات، لأنه تقريبا يشارك الرئيس في اتخاذ القرارات الحيوية والحاسمة، سواء فيما يتعلق بإبرام المعاهدات، سواء التدخلات الخارجية لأغراض عسكرية خارج روسيا. أيضا يتم انتخاب عضوين أو نائبين من كل وحدة فيدرالية في روسيا، أحدهما ينتمي للسلطة التنفيذية والآخر للسلطة التشريعية، فهو يعكس ثقل سياسي مؤثر ومهم داخل الدولة الروسية. نستطيع القول أنه هو المطبخ الذي يصنع السياسة الخارجية للدولة الروسية. واحتفاء هذه الغرفة بالرئيس السيسي يعكس إلى أي مدى هناك تقدير، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي أيضا بشقيه، سواء كان رسمي تنفيذي أو برلماني تشريعي، أيضا على المستوى الشعبي، أن ترحيب الرئيس السيسي وبمصر ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي. إذن لا نبالغ عندما نقول أنه طبعا كان فيه احتفاء وكان فيه استقبال فخم جدا، ده الشيء شفناه بعينينا على القنوات كلها، لكن فكرة انه الميديا هناك في روسيا كمان اتكلمت وركزت على هذه الزيارة وعلى طيبة وعمق العلاقات بين القاهرة وموسكو، لا نبالغ عندما نقول ذلك. هم بالفعل اهتموا جدا بالزيارة دي هناك حتى على المستوى الشعبي زي ما حضرتك بتقول. وعاوز اقول لحضرتك يا استاذة دينا انه مهم جدا مني يا فندم انه ده بيعكس أو له انعكاسات إيجابية على العلاقات ما بين البلدين. وجود تناغم ما بين رئيسي دولتين ده أمر مهم للغاية، لأنه بيساعد على تطوير العلاقات بشكل أفضل، بيساعد أيضا على إنجاز التقارب بشكل أسرع وبوتيرة أسرع ما بين الدولتين. أحيانا المصالح فقط هي التي تحرك الدول، بينما لا يوجد حالة من التلاقي النفسي أو الوجداني ما بين زعماء هذه الدول. ده كمان لما قلت إنه الرئيسين لهم خلفية عسكرية يعني واستخباراتية، محرك برضو شرحت ده، فده برضو من أسباب هذا التقارب. حتى الطباع الشخصية، يعني الرئيس السيسي بطبعه يميل إلى الإنجاز، عنده حرص أكتر على تسريع وتيرة المشروعات، لأنه يدرك أن مصر تأخرت كثيرا خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو يريد أن يعوض هذا التأخير فبينجز بشكل كبير، وكذلك الرئيس الروسي. هو أيضا يعلم أن هناك تحديات داخلية وتحديات خارجية، ويتصدى لهذه التحديات بكل قوة، وعنده عزيمة وإصرار، وهو يعلم أنه قد يعني رئيس السيسي أخذ قرارات صعبة للغاية، قرارات اقتصادية، ويعلم أنها قد تكلفه شعبيته في الداخل، ومع ذلك مضى قدما في هذه القرارات، لأنه يعلم أن تداعياتها وثمارها ستكون أفضل للمواطن وللوطن في آن. كذلك الرئيس الروسي أيضا اتخذ قرارات صعبة في الداخل الروسي، وكان مردودها إيجابي. هناك حالة من التلاقي، يعني أعتقد من يدرس الحالتين الروسية والمصرية يجد نقاط تشابه عديدة، ليس فقط على مستوى الأداء ولكن على مستوى السمات الشخصية للرئيسين. طيب، السيسي وبوتين. عندي مشهدين عايز أتكلم فيهم قبل ما أدخل في موضوع السياحة وقبل ما أدخل في موضوع الاستيراد والتصدير، عشان موضوع الحبوب برضو عايزين نتكلم فيه. مشهد الفورمولا، عشان ده كله وقف عنده، مشهد قال لك الرئيس موجود في حلبة الفورمولا، فدي كانت حاجة يعني on casual basis تقريبا، اعتقد يعني حاجة خارج البروتوكول، دعاه ليها، مش خارج البروتوكول، يعني حاجة ما بنشوفهاش كتير في الزيارات الرسمية، مش مألوفة خالص، انه رئيس جمهورية، لا مش فاميليار طبعا، رئيس جمهورية يروح بلد فيقوم رئيس البلد دي ياخده لحلبة سباق فورمولا، دي كانت حاجة جديدة جدا. وعايزة طبعا مشهد سوتشي وأهمية انه يكون متواجد هناك، والمشهد بصفة عام شفتهم ازاي يا فندم؟ ده بيأتي في سياق أيضا الاستقبال غير العادي، يعني أعتقد أنه أراد أن يعكس أو يبرز شيئا من الحميمية والود والتقدير الخاص للرئيس السيسي. أيضا الخروج عن المألوف دائما بيعكس أن العلاقات لا تنطوي فقط على جوانب استراتيجية أو جوانب سياسية واقتصادية فقط، وإنما تذهب أعمق من ذلك. التاريخ الإنساني
حافل بتجارب مماثلة ما بين رؤساء أوروبيين وأمريكان كانوا بيحاولوا يبرزوا أن شيئا من المودة والحميمية يعني تطغى على العلاقات ما بين البلدين من خلال مثل هذه الأمور، أنه يلعبوا شطرنج مع بعض أو أنه يروح في سباق خيل أو يتمشوا على الكورنيش زي ما احنا شايفينه زي طبعا حصل بالشكل ده. وعلى فكرة دي رسائل سياسية، يعني الأمر لا يعكس فقط يا أستاذة منة مجرد الخروج عن المألوف، وإنما هو يبعث برسائل مهمة للعالم بأن شيئا ما يلوح في الأفق في هذه العلاقات، وأنها سوف تتطور إلى المزيد، وأن هناك حالة من التناغم التي يمكن البناء عليها مستقبلا. وأعتقد أن هذه الرسائل التقطت من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أطراف إقليمية ودولية عديدة بأن بوتين والسيسي لا زال بجعبتهما الكثير لبلديهما ولعلاقاتهما الاستراتيجية، بدليل أن العلاقات وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية. طيب. وللي ما يعرفش معنى الشراكة الاستراتيجية، لأن نقطة مهمة جدا ممكن بعض المشاهدين يسألوا الفرق ما بين علاقات قوية وما بين شراكة استراتيجية. علاقات ممكن تكون مختصرة على جوانب محددة عسكرية أو اقتصادية، لكن شراكة استراتيجية بتعني أنها علاقات شاملة لكل جوانب الحياة، استثمارات ثقافية اقتصادية ثقافية عسكرية بيئية، كل جوانب الحياة هذه العلاقات تشملها. شراكة استراتيجية أولا شمول كل جوانب الحياة، ثانيا العمق، انك مش بتعمل علاقات طفيفة او سطحية وانما عميقة وذات ابعاد متعددة. يبقى الشمول اولا، العمق ثانيا، المدى الزمني الممتد ثالثا. يعني انت مش مرتبطة بوجود الرئيس السيسي او الرئيس بوتين في السلطة، وانما هي ممتدة لأماد زمنية طويلة. طب هذه العلاقة الشراكة الاستراتيجية المهمة جدا دي اللي بتشمل كل جوانب الحياة زي ما حضرتك ذكرت، موجودة بين مصر وروسيا ومصر وايه كمان؟ موجودة مع مصر والصين أيضا هذه الشراكة الاستراتيجية. حتى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بتوصف بأنها أيضا علاقة استراتيجية. صحيح أنها لم تأخذ طابع الشراكة الحقيقية، وده طبعا بسبب وجود إسرائيل والعلاقة الخاصة ما بين أمريكا وإسرائيل، لأنه للأسف العلاقات المصرية الأمريكية محكومة بطرف ثالث وهو إسرائيل. طيب عايزة أتكلم حضرتك بقى على بمناسبة الحديث يعني عن الشمول في العلاقات والشراكة الاستراتيجية المهمة حضرتك أشرت ليها، في تصريحات لبعض المسؤولين الروس اتكلموا فيها انه حجم التجارة الثنائية بين القاهرة وموسكو ارتفعت بنسبة 62% السنة اللي فاتت، وصلت 6.7 مليار دولار، وانها فضلت تتوسع بوتيرة سريعة جدا، وانه صادرات الحبوب الروسية بتمثل حوالي 70% من احتياجات مصر. نعم. كيف ترى هذا التحليل؟ طبعا الصعود اللافت في الميزان التجاري او في العلاقات التجاريه ما بين البلدين ده مرتبط بوجود الرئيس السيسي في السلطه، ده ساعد كتير على احداث نقله نوعيه لهذه العلاقات، واتصور انها ستبلغ افاق ارحب. صحيح ان الميزان التجاري بيميل لمصلحه الجانب الروسي، لان احنا بنستورد اكتر ما بنصدر لروسيا، وداخل فيها القمح بالاساس، احنا بنعتمد على القمح الروسي بشكل اساسي الى جانب مصادر اخرى، السلاح ايضا امر مهم للغايه في هذا السياق. السياحه هتلعب دور محوري خصوصا مع عوده السياحه بكثافه، لانه السياحه الروسيه بتسهم ب 20% من اجمالي السياحه التي تفد الى مصر، هناك حوالي 2.5 مليون سائح روسي ياتون الى مصر، مع الانفتاح الذي ستشهده حركه الطيران ما بين البلدين للمدن والمنتجعات المصريه، وده يعني قيل انه سيحدث في القريب العاجل وربما في موسم الشتاء الحالي، سوف تعود حركه السياحه والتجاره ونقل الطيران المدني بشكل مكثف ما بين البلدين. اعتقد ان هناك افق واسعه للتجاره والعلاقات الاقتصاديه، خصوصا مع انشاء المنطقه الصناعيه الروسيه في شرق بورسعيد. طيب. ومساهمه روسيا في مشروعات قناه السويس. بمناسبه الحديث عن الصناعه والملفات المشتركه دي، من الملفات المهمه جدا كمان فكره الحديث عن شركات التعدين الروسيه في المثلث الذهبي. طبعا المثلث الذهبي اللي هو موجود في محافظه البحر الاحمر، بنتكلم على سفاجه، القصير، وقنا. ده كمان مهم ازاي يا فندم؟ لانه اي تنميه عندي في صعيد مصر انا لازم انظر اليها بنظره مختلفه جدا وجديه جدا، واعرف المستثمر اللي هيجيلي ده هيضخ قد ايه وكام، وهيبقى شراكته معايا بشكل مباشر ولا غير مباشر. فازاي حضرتك شفت فكره دخول شركات تعدين روسيه الى المثلث الذهبي؟ من الرائع في العلاقات المصريه الروسيه انها لا تبدا من فراغ، وانما هي تتاسس على ثوابت راسخه وتاريخيه. يعني مجمع الالومنيوم، حضرتك اشرت للمثلث الذهبي وقنا، مجمع الالومنيوم في نجع حمادي تم انشاؤه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بدعم روسي سوفيتي في ذلك الوقت، بالتزامن مع مشروع السد العالي والحديد والصلب. هناك الان تصور روسي لاعاده تنشيط
وتطوير وتحديث مشروعات صناعية كبرى ضخمة دعمها الاتحاد السوفيتي في مصر فيما مضى، زي الحديد والصلب، زي مجمع الألومنيوم، زي المشروعات التعدينية اللي حضرتك تفضلت بيها، زي مشروعات في البتروكيماويات. أعتقد أنه هذا المشروع لو تم بالفعل هو تحديث وصيانة مشروعات ثقيلة، صناعات ثقيلة في مصر، أعتقد أن ذلك سيعطي دفعة قوية لحركة الصناعة في مصر والاقتصاد المصري في قادم الأيام، كما سيدعم الشراكة الاستراتيجية ما بين الجانبين المصري والروسي بالتزامن مع مشروع الضبعة النووي الذي سيدخل مصر إلى عصر الطاقة النظيفة، ونودع فيه إلى الأبد مسألة انقطاع الكهرباء أو أزمة الطاقة أو ما إلى ذلك، لأنه العالم الآن يودع الطاقة التقليدية وينتقل إلى الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة، وهذا المشروع أعتقد أنه سيكون مشروع القرن بالنسبة لمصر، وسيكون باكورة التعاون المصري الروسي، هو السد العالي الجديد. نتائجه علينا كاقتصاد وكتحسن مستوى معيشة المواطن يا فندم هنحسها إمتى وإزاي؟ طبعا احنا بنتكلم عن مشروعات قوميه. المشروعات القوميه طويله المدى بيبقى لها سمات، زي ما حضرتك تفضلت يا استاذه منى، انها بتاخد وقت او مدى زمني طويل حتى تنتهي. العائد بننتظر لبضع سنوات او لعده سنوات حتى ناخذ الثمار او نجني الثمار، لكن في النهايه المردود بيكون ايجابي جدا على مستوى الاجيال المقبله. ايضا انه بيرفع مستوى تصنيفك الاقتصادي امام العالم، لما تكون البنيه التحتية للاستثمارات والصناعة واقتصادك قوي على أسس راسخة بتكون دولة جاذبة للاستثمار بشكل كبير جدا، لأنه المستثمر لما يعرف أن مصر ما عندهاش أزمة طاقة، المستثمر لما يعرف أن احنا عندنا بنية تحتية من الطرق وما إلى ذلك، عندنا شركات تعدين، عندنا صناعات تحويلية، صناعات وسيطة. ناس كتيرة ما بتيجي تعلق على موضوع ليه كل الكباري دي وليه كل المشروعات دي وليه كل الأنفاق دي، ما هو ده جزء من استثمارات أو من رغبة حقيقية أن احنا نجيب الاستثمار. ده إضافة إلى أنها مستثمر حيجي واحنا عندنا بنية تحتية او بتروح من مكان لمكان في 3 ساعات، وانت ممكن بالضبط عن طريق كوبري تروحه في نص ساعة وتنجز يعني عملك. ربط البحر الاحمر بالنيل بغرب مصر وبمنطقة مرسى مطروح، ده أنا بعتبره إنجاز ضخم، وشبكة الطرق الإقليمية اللي عندنا هنا دلوقتي إنجاز ضخم للغاية. واللافت أنه ده تم بالتوازي مع محاربة الإرهاب. يعني مصر خلال السنوات 3 أو 4 الماضية كنا نحارب الإرهاب، ومع ذلك كنا نبني ونعمر ونحقق هذه الإنجازات. وهذا هو النموذج الذي ضربته مصر في التعامل مع الإرهاب في الأونة الأخيرة. يعني عملية سيناء الشاملة اللي بتتم ونجحت في القضاء على الإرهاب واستئصال شأفته في سيناء بالتعاون ما بين قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى هذه المشروعات التنموية العملاقة، مصر أعطت نموذجا في هذا الصدد، أن تحارب الإرهاب وفي ذات الوقت تحقق هذه الإنجازات الضخمة. ده معناها أنك دولة تستطيع أن تتعافى في زمن قياسي. طيب عايز أرجع تاني مع حضرتك للنواحي العسكرية والأمور العسكرية. روسيا أيضا لم تسلم من الإرهاب. روسيا كمان تعرضت لعدد من العمليات الإرهابية، كان عندها لسه امبارح يعني في القرن، وكان عندها قبل كده حاجات في الأندر جراوند، مش عارفة مين حط قنبلة، وبرضو جماعات إرهابية أعلنت مسؤوليتها. يعني برضو روسيا داءت مرارة الإرهاب. كيف تتعاون مصر وروسيا في هذا المجال، مجال مكافحة الإرهاب؟ مصر لديها الحمد لله أقوى جيوش المنطقة، روسيا أيضا طبعا لها أجهزة استخباراتية ولها باع في المجال العسكري. إزاي توحيد بقى الجهود، تبادل المعلومات زي ما حضرتك أشرت في البداية، فكرة الأسلحة وما إلى ذلك، بس أنا بتكلم على الأرض على فكرة التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بين مصر وروسيا، كيف يمكن أن يكون في يعني أفضل صورة لها؟ قضية مكافحة الإرهاب أصبحت هاي إيشيو بوليتكس في العلاقات الدولية، سياسات عليا مهمة محورية. إحنا عندنا في العلاقات الدولية نوعين من القضايا، لو إيشيو بوليتكس وهاي إيشيو بوليتكس. الإرهاب تصدر الهاي إيشيو بوليتكس، قضية محورية مهمة على جدول الأعمال العالمي، والإرهاب صار ظاهرة عالمية تعولم. يعني زي ما في حاجات كتير تعولمت، الإرهاب هو كمان معولم من خلال الاتصالات والإرهاب السيبري والتجنيد والتمويل وما إلى ذلك. زي ما قلنا في الإجابة على السؤال الفائت، أنه مصر قدمت نموذجا في محاربة الإرهاب بالاعتماد على الذات، ومن ثم أنت لديك خبرة تستطيع أن تقدمها للآخرين. من ضمن الإنجازات اللي تمت خلال هذه الزيارة أنه تم التنسيق، تعاون مصري روسي في محاربة الإرهاب، تعاون معلوماتي، تعاون استخباراتي، تعاون في الأجهزة والمعدات التي تستخدم في هذا الصدد. الساتلايتس الروسية يمكن أن تزودنا بمعلومات مهمة،
ويمكن الذي سيساعد على تفعيل هذا التعاون التهديد المشترك، بمعنى أن روسيا على سوريا على سبيل المثال تكاد الآن أن تلتئم جراحها وتنتهي أزمتها، لكن السؤال يبقى ماذا عن الإرهابيين صحيح. الأجانب الموجودين في سوريا؟ صحيح. ده سؤال مهم للغاية صحيح. بعضهم جاء من دول سوفيتية سابقة، دول مسلمة داخل الاتحاد السوفيتي، وبعضهم جاء من روسيا، وبعضهم جاء من الشيشان. الوجهة البديلة دايما جماعات الإرهاب يا أستاذة منا لما مهمتها بتنتهي في منطقة معينة بيبقى السؤال أين الوجهة القادمة، لأنه جماعات الإرهاب لا تعمل من تلقاء نفسها وإنما تحركها أجهزة استخبارات. يعني قصد حضرتك أنه سؤال مهم جدا نسأله نفسنا، هيروحوا روسيا، هيروحوا سيناء، هيروحوا مصر، لما انطهر المنطقة الفلانية دي من الإرهاب الإرهابيين دول هيروحوا فين؟ بالضبط. هيطلعوا يروحوا فين بالضبط؟ هو ده السؤال القادم، عامل زي واحد كده رحالة بينتقل من بلد لبلد، البلد دي خلاص ما عادش ليا فيها عيش، لازم أبحث عن بلد أخرى. كذلك سوريا. الإرهابيون بعد سوريا هيروحوا فين؟ في سيناريوهات متعددة، البعض بيقول ان هم يروحوا دول الساحل الغرب الافريقي، لازم يبحثوا عن ما يسمى بالبيئة المواتية والملاذ الامن ليهم، والملاذ الامن او البيئة الرخوة او الرمادية، ياخدوا فيه اللوجيستكس بتاعتهم، يعملوا فيه اول حاجة تكون دولة ما فيش فيها سلطة مركزية قادرة على مطاردة وملاحقة الارهابيين، دولة ما تكونش عندها اجهزة امنية قوية ولا جيش قوي، دولة ما عندهاش قدرات لمحاربة الارهاب، دولة فيها مشاكل داخلية وانقسامات وحروب اهلية، دولة مخترقة تقدر انك توجد ملاذ آمن فيها، دولة عاجزة عن بسط سيطرتها على كل أراضيها. ده بنسميه في علم السياسة أزمة التغلغل، إن الدولة كده زي ما تسمع عن دولة زي أفغانستان يقولك إن سلطة الحكومة الأفغانية على العاصمة كابل، أما باقي المدن مش تبعها، تبع أمراء الحرب مثلا أو تبع جماعات إرهابية. الإرهاب يبحث عن هذه المناطق، دي مناطق مثالية. طبعا مصر بيئة غير مواتية لأن تكون حاضنة للإرهاب، لأن في سلطة مركزية قوية، عندنا جيش زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذة منا قبل قليل من أفضل جيوش المنطقة والعاشر أو التاسع عالميا، عندنا جهاز شرطة يعني أثبت كفاءة غير معهودة في محاربة الإرهاب في التسعينيات وأيضا في الوقت الراهن، عندنا الحقيقة جهاز استخباراتية عالية، جهاز مخابرات طبعا معروف عالميا ومصنف عالميا، وبالتالي يعني روسيا تخشى من انتقال إرهابيين إلى روسيا أو إلى بعض الدول المجاورة لروسيا لممارسة أعمال إرهابية، وخطورة الإرهاب العائد تكمن في أمر خطير جدا، أولا أنه مدرب جيدا، أنه مارس الأعمال القتالية، أنه معبأ ومشبع بالأفكار المتطرفة، فجاء لينتقم، جاء ليقتل. هل رؤية مصر تتوافق أم لا تتوافق مع رؤية روسيا في الملف السوري وعلاج الأزمة في سوريا؟ نتفق في أمور عديدة، أولا أنه لازم يكون في تسوية سلمية للأزمة وليست عسكرية، وليست عسكرية. ومصر كان لها مزية استراتيجية مهمة في هذا السياق، أنها لم تتورط عسكريا ولم تغوص في الدماء داخل سوريا، علشان كده مصر تحظى باحترام وثقة كافة الأطراف سواء كانت معارضة أو حتى النظام السوري. صحيح. وكان لنا سابقة مهمة في التوصل إلى مناطق خفض التصعيد في الغوطة وغيرها بسبب أن احنا بنحظى بثقة واحترام كافة الأطراف داخل سوريا، هذه واحدة. ثاني يبقى أول حاجة الحل السلمي، ثانيا إبعاد كل القوات العسكرية الأجنبية خارج سوريا، وده أمر مهم للغاية، وروسيا هي الأخرى تطالب بهذا الأمر بضرورة إبعاد قوات، لأن النهاردة موجود قوات أمريكية، موجود قوات فرنسية، موجود قوات تركية، موجود قوات إيرانية وقوات روسية. ده المعلن كمان، ده هناك أعتقد يعني هناك مجموعات وميليشيات طبعا غير معلنة لكن دي قوات موجودة لها علم تقدر تعرفه وتموضع وقواعد عسكرية، ده أمر معروف. مصر طبعا بتنظر إلى سوريا اعتبارها البوابة الشرقية للأمن القومي المصري. صحيح. احنا كنا بنقول ان عندنا الجيش الاول والجيش الثاني والجيش الثالث، الجيش الاول كان موجود في سوريا وهي البوابة الشمالية الشرقية لأمن مصر، فطبعا مصر قلقة للغاية بما يجري في سوريا، وهي تنسق مع الجانب الروسي من اجل ايجاد نهاية سريعة لهذه المأساة وان تستعيد روسيا توازنها مرة اخرى. الجيش النظامي الروسي امر مهم للغاية بالنسبة لمصر، لان سوريا في النهاية تشكل اضافة للقوة المصرية. روسيا بتلعب دور محوري في هذا السياق، واعتقد ان الرئيس السيسي ناقش سبل استعادة الامن والاستقرار بما يحافظ على وحدة الدولة السورية، وهذا امر مهم للغاية. الشأن في ليبيا ايضا هو من الشؤون المهمة جدا التي تتحدث بشأنها مصر وروسيا،
ما مدى توافق أو اختلاف مصر وروسيا في الوضع في ليبيا وما مدى الاتفاق بينهما؟ لأنه كمان الوضع في ليبيا الحقيقة يعني كلما يهدأ قليلا تعود ربما مرة أخرى الأمور إلى يعني الاشتعال أو إلى الاختلاف بصفة كبيرة. إزاي مصر وروسيا بينظرا إلى الوضع الحالي في ليبيا؟ لو حضرتك رجعت لكلمة الرئيس السيسي والإشارة إلى فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية، الدولة الوطنية، هناك اتفاق روسي مصر على قاعدة أساسية وهي رفض أي تدخلات أو مشاريع خارجية لتفتيت الدولة الوطنية في المنطقة أو تفكيك الجيوش النظامية، وهذا يعني يتم تطبيقه من الجانب من روسيا ومصر في سوريا وفي ليبيا أيضا. ليبيا الآن هناك مشاريع للتقسيم، هناك مشاريع للاستحواذ على الثروة النفطية الليبية، هناك حظر موجود على تصدير السلاح للجيش الليبي الوطني، ومصر تسعى بشكل جهيد وبتبذل جهودا جهيدة من أجل إنهاء حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي. هناك حرص مصر روسي على مكافحة الإرهاب، لأنه تنظيم داعش الإرهابي من ضمن الوجهات التي اختارها بعد سوريا والعراق كانت ليبيا، وكانت هناك محاولة لإقامة إمارة لداعش في شرق ليبيا وتحديدا في درنة، لكن القوات المصرية الجوية وجهت ضربات موجعة لتمركز تنظيم داعش في درنة ومنعه من أن يحول هذا التموضع إلى قاعدة للانطلاق في أفريقيا والانتقال إلى مصر ثم إلى أوروبا أيضا. لذلك التفاهم والتناغم الروسي المصري في هذا السياق للحفاظ على وحدة الدولة الوطنية وتماسك الجيوش النظامية لدول المنطقة أعتقد أنه سيكون رافعة مهمة لجهود مشتركة يمكن أن تثمر ليس فقط في حل الأزمة السورية ولكن أيضا في الأزمة الليبية. ما هي الملفات المختلف عليها بين القاهرة وموسكو؟ ملفات الخارجية أعتقد أنه الحديث عن تطابق في المواقف هذا ضرب من الخيال. يعني ما فيش دولتين في الدنيا متطابقتين في كل الرؤى والتصورات والتوجهات والسياسات. لا الحقيقة احنا شايفين عندنا نموذج حي، لان في يعني تركيا وقطر الاثنين الحقيقة يعني متفقتان على التدخل في الشؤون العربية والحق الأدب. هذا تحالف ظرفي، تحالف شيطاني ظرفي، متفقين جدا الحقيقة في هذا الملف يعني. نعم. روسيا ومصر بينهم الكثير الذي يجمعهم فيما يتعلق بإدارة العلاقات الدولية. يعني مثلا مسألة التعدد القطبية، انه ما يكونش في استحواذ وهيمنة أمريكية مطلقة على التفاعلات الدولية، انه يكون عندنا نظام دولي متوازن ومتنوع ومتعدد الأقطاب. مصر وروسيا تتفقان في هذا الأمر. ايضا مسألة الابتزاز، ممارسة الابتزاز السياسي والتدخل في شؤون الدول، هناك توافق مصري روسي في هذا السياق. أعتقد أن جوانب الخلاف أيضا موجودة بشأن تصورات ورؤى عديدة سواء على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي، ولكن هناك قنوات للتفاهم والحوار. وجود الخلاف في حد ذاته ليس مشكلة، ولكن كيف نتعامل مع هذه الخلافات، إدارة الخلافات صحيح. والتعامل معها صحيح. هذا هو مكمن صحيح. أو صحيح. التحدي الحقيقي. مصر وروسيا متفقتان على يعني عندنا مجلس أعمال مشترك، عندنا لجنة جرائم تخطيط مشتركة، عندنا صيغة 2+2 اللي هي وزير الدفاع والخارجية الروسي مع وزير الدفاع والخارجية المصري منذ العام 2013، يعني تقوم بدور رائع على مستوى المفاوضات والتنسيق العسكري والسياسي والدبلوماسي بين البلدين لبلورة رؤى وتصورات مشتركة بخصوص قضايا إقليمية ودولية عديدة. سؤالي قبل الأخير حضرتك يا فندم عن إنشاء منطقة التجارة الحرة بالاتحاد الأوروبي مع آسيا مع مصر مع الهند وروسيا، ده كيف يمكن أن تستفيد منه مصر في ظل اتفاقيات كثيرة ربما حضرتك ذكرت أجزاء منها سواء لها علاقة بأفريقيا ككوميسا أو حتى اتفاقيات أخرى لها علاقة بالتبادل التجاري بين مصر ودول أخرى؟ في عصر العولمة، في الشق الاقتصادي من العولمة وتحديدا منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجاد قبل ذلك، بتمنح الدول التي تقيم تجمعات أو علاقات اقتصادية قوية أو تحالفات اقتصادية مزايا تفضيلية أكثر. يعني أنك تشتغل لوحدك يعني لن تتحصل على مزايا تفضيلية من أنك تشتغل مع تكتلات. لذلك مصر تجدي موجودة في الكوميسا، تجدي أنها تعمل شراكة مع روسيا، شراكة مع الصين، تحاول شراكة مع دول البريكس، الدول الاقتصادية الصاعدة، حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاتحاد الأوروبي، هناك صيغ متعددة للتعاون. نحن نعيش عصر اقتصاد عالمي مفتوح
عابر للحدود، ومن ثم مصر تدرك ذلك جيدا وتحاول أن تتفاعل مع كافة القوى الصاعدة، ولديك ما تقدمه في مصر. يعني لازم نركز دايما على أنه مصر مش بتاخد وبس أو بتحاول تستفيد من هذه العلاقات، الاستفادة متبادلة. هذه الدول تجد أن مصر دولة مهمة لديها موارد طبيعية، فيها فرص استثمارية هائلة، بها قناة السويس وما يحيط بها من مشروعات مهمة، هي بوابة أفريقيا، موجودة في قلب العالم، التقاء آسيا وأفريقيا وأوروبا. والأدهى والأفضل من كل ذلك أن مصر بدأت تعد العدة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. فيما مضى كان المستثمر يتخوف القوانين المعطلة، البيروقراطية، الروتين، الفساد، كل هذه الأمور بدأت تحارب بقوة في مصر، واستطاع الرئيس السيسي منذ العام 2014 أن يهيئ البيئة من خلال القوانين المشجعة والبيئة الجاذبة على للاستثمار والمستثمرين من الخارج، ومن ثم شهدت مصر في العامين الماضيان انطلاقة في هذا المجال. سؤالي الأخير لحضرتك يا فندم عن مستقبل العلاقات، نتحدث على المستقبل في ضوء طبعا ما شرحته حضرتك وما قدمناه من تحليل عن العلاقات الحالية وكيف تسير الأمور بين القاهرة وموسكو وكل الملفات المختلفة التي تحدثنا عنها. كيف ترى في ضوء كل هذا التحليل العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات القادمة بإذن الله؟ يعني أنا شايف أن العلاقات تمضي في اتجاه إيجابي، وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة أعتقد أن الطرفين الروسي والمصري أدرك كل منهما ماذا يريد من الآخر. الاستقبال الغير عادي اللي استقبل به الرئيس السيسي والرسالة وصلت للجميع أن هذه العلاقات أمامها أفاق واسعة للغاية، لكن عندي تحديين يعني لا أريد أن أتوسع في غيرهما علشان وقت البرنامج. التحدي الأول من الماضي والتحدي الثاني من المستقبل. التحدي الخاص بالماضي هو وجود بقايا لأزمة الثقة ما بين روسيا ومصر، يعني الروس لديهم شعور بالغبن والغضب من المصريين إن المصريين لا يلجأون إلينا إلا وقت الأزمات وفي الظروف والمواقف الصعبة، بعد ذلك يتخلون عنا ويتجهون غربا. وإحنا لدينا شعور في مصر بأن الروس سرعان ما يتخلون عن حلفائهم. نحتاج إلى ترميم هذه الثقة وإعادة بناء الثقة مرة أخرى. وأعتقد أن عشان كده بنقول خصوصية العلاقة والتناغم والتفاهم بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين هو الذي سيساعد على ترميم الثقة مرة أخرى. عشان كده الرئيس السيسي قال أنه الحليف والشريك الروسي وشريك وفي، وتحدث رئيس الوزراء أيضا ميدفيديف وقال كلاما مشابها، نريد للعلاقات المصرية الروسية أن تعبر أزمة الثقة والتشكيك. تحدي المستقبلي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لا أحسب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون سعيدة بهذا التقارب والشراكة الاستراتيجية الشاملة. روسيا ما شفناش منها دعم مباشر لإسرائيل، يعني مش من الدول اللي متطوعة قوي ومقبلة على إسرائيل قوي وتقعد تديها دعم. هو في يعني أكتر من مليون علاقة دبلوماسية عادية، لكن في أكتر من مليون روسي موجودين في إسرائيل، وهناك علاقات اقتصادية وعلاقات وتعاون عسكري وتنسيق استراتيجي في سوريا. لكن المشكلة إن إحنا دايما في مصر العين علينا زي ما بيقولوا، مش مسموح لك تطور قدراتك العسكرية بالشكل الكافي لأن جنبك إسرائيل وبتخاف منك أنت، مش مسموح لك أنك تنفتح على العالم وتطور اقتصادك بشكل كبير جدا لأنه مصر تنوع حلفائك. مصر إذا ما استطاعت أن تقوي نفسها وتستعيد قوتها الشاملة الكل بيخاف من هذا الدور. علشان كده أنا لا أستبعد أن تكون هناك محاولات لعرقلة تطور علاقات المصرية الروسية، ولكن اللي بيطمئني في هذا السياق أن الرئيس بوتين يعلم ذلك والرئيس السيسي يعلم ذلك، وأتصور أنهما سيحاولان تحصين هذه العلاقات ضد أي محاولات للنيل منها في قادم الأيام. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا حضرتك يا فندم. شكرا. كان ده لقاء بنلقينا فيه الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحاولنا نتنقل كده في مجموعة من الملفات اللي بنعتقد ان هي مهمة جدا وما حتى لينا كمصر، وعرفنا في المقابل اهميتها ايضا بالنسبة الى الجانب الروسي. بعد هذا الفاصل وحضراتكم عارفين قد ايه احنا في مساء دريم مهتمين جدا بملفات التعليم المختلفة والمدارس والمناهج والاستراتيجية والفيجن او الرؤية وكل ده، بعد هذا الفاصل ان شاء الله هطرح سؤال مهم جدا. لما بدأ العام الدراسي في الاسابيع القليلة الماضية بدأنا في الشارع نسمع السؤال ده، عدد المدرسين في المدارس كفاية ولا مش كفاية؟ لو احنا افترضنا او بمعنى اصح يعني لو احنا متأكدين ان عندنا نقص في اعداد المدرسين في الكثير من المدارس في 27 محافظة او في اغلب المحافظات، اذا نطرح هذا السؤال، اين هي الازمة
وما هي الحلول لحل هذه الأزمة بعد هذا الفاصل. أعداد المعلمين أصبح أزمة طبيعية اعتاد عليها أولياء الأمور وأيضا المدرسون، التي سرعان ما تطل علينا مع بداية كل عام دراسي في كثير من المدارس بمختلف المحافظات، خاصة في القرى النائية والتي تعاني عجزا شديدا في أعداد المدرسين، في الوقت الذي تشهد في نظيراتها من المدارس الأخرى بالمدن تكدس أعدادا كبيرة من المعلمين نتيجة العديد من الأسباب، أهمها سوء توزيع المدرسين، وتكون المحصلة في النهاية أن طلاب هذه المدارس ينهون عامهم الدراسي دون تحصيل الحد الأدنى من المقررات التعليمية. الأزمة التي تحمل أبعاداً عدة، من بينها قرار تعيين 30,000 معلم قبل 3 سنوات، وجاءت وزارة التربية والتعليم باختيار بعض المدرسين من المسابقة للعمل بمناطق بعيدة عن محل إقامتهم، وهو ما دفعهم لطلب العودة إلى مدنهم. وعقب الاستجابة لمطالبهم تفاقمت أزمة نقص أعداد المعلمين في العديد من المدارس. وزارة التربية والتعليم من جانبها تحاول جاهدة وبالفعل اتخذت خطوات للأمام من حيث التعامل مع الأزمة من مصدرها، وذلك من خلال زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة، وهو ما سمح لوزارة التربية والتعليم لرفع ميزانية رواتب المعلمين إلى 67 مليار جنيه من إجمالي 81 مليار جنيه هي ميزانية التعليم في العام الحالي، ما يمكن أن يساعد على التعاقد مع معلمين جدد بعد أن وصل عددهم بالمدارس الحكومية إلى 992,797 معلم، مقابل تجاوز عدد الطلاب لعشرين مليون تلميذ بحسب إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم لعام 2017. ويبقى السؤال، هل تنجح جهود وزارة التربية والتعليم ومدرياتها للقضاء على هذه الأزمة واتخاذ العديد من الإجراءات، أم سيكون البديل هو الإعلان عن مسابقات لتعيين أعداد إضافية من المدرسين، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من شباب الخريجين لسد هذا العجز من خلال تعاقدات مؤقتة، أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. الفكرة في الموضوع انه حضرتك عارف ان عندك بعض المدارس اللي فيها عجز ونقص شديد جدا في اعداد المعلمين، وعلى الجانب الاخر عارف انه في مدارس تانية فيها زيادة عن الحد المطلوب، فهي الفكرة دي انك زي بالظبط، على فكرة مشكلة متشابهة برضو مع مديريات الصحة، برضو احيانا يقولك ان عندك زيادة في عدد الاطباء في مكان وعندك نقص في مكان اخر. الفكرة هنا بقى انك ازاي توزع التوزيع الجغرافي ده، كمان احيانا بتقابله مشاكل انه المعلم مش قادر يسيب مكانه او بيئته او محافظته او منطقته وينتقل الى مدرسة بعيدة جدا عن سكنه، فدي عندك مشكلة. الحلول اللي طرحتها زميلتنا في هذا التقرير، اللي هي اصلا بالفعل حلول موجودة وبتناقش في يعني مجالات مختلفة، فكرة هل استعين بالشباب الخريجين، هل استعين هل اعمل مسابقات، دي كلها، هل استعين بمدرسين بعقود مؤقته، لان عارفه طبعا انا ما اقدرش احمل الدوله دلوقتي اي تعيينات دائمه عشان الجهاز الاداري للدوله هو بالفعل اصلا مكتظ بالعماله، هل اجيب معلمين واتعاقد معهم بنظام عقود مؤقته. كل دي حلول اكيد قيلت قبل كده مرارا وتكرارا، لكن الفكره او المجمل في النهاية ان احنا دخلنا عام دراسي 2018 و2019، بدأ فيه الطلبة بالفعل منذ اسابيع الدراسة ولغاية النهاردة
ما زال عندنا نفس هذه المشكلة، نقص حاد في أعداد المعلمين في مدارس معينة، وفي المقابل ربما زيادة في أعداد المدرسين في مدارس أخرى. خلونا نتناقش في هذا الموضوع، وحنطرح السؤال على حضراتكم، هينزل حالا على الشاشة وحنستقبل مداخلات حضراتكم. برأيك ما هي أفضل الحلول الممكن اتباعها لعلاج نقص أزمة مدرسين في المدارس؟ نرحب بضيوفنا الكرام، الأستاذ سعيد إسماعيل نقيب معلمي الجيزة، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. والأستاذ أيمن لطفي خبير التعليم ورئيس لجنة إعداد قانون التعليم السابق، يا أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضراتكم. الأول السؤال، هل وصفنا بشكل دقيق ولا عندكم آراء تانية؟ هل إحنا فعلا عندنا أزمة حادة في أعداد المعلمين في بعض المدارس وعندنا زيادة في مدارس أخرى، ولا الصورة مش كده؟ هو التوصيف مظبوط، في عدم توزيع أو مراعاة التوزيع في أعداد المدرسين في المدارس بالنسبة للمحافظات، مش في المحافظة الواحدة، في المحافظة يعني تختلف من محافظة لمحافظة. إنها محافظة زي محافظة الجيزة التوزيع فيها مظبوط ولكن هناك عجز موجود. التوزيع فيها مظبوط ولكن في عجز، فيها ما زال فيها عجز لنقص عدد المدرسين، وده بيرجع لأسباب. إحنا كان عندنا دبلوم المعلمين بيخرج بيتعين، اتوقف دبلوم المعلمين من سنة 94 فأصبح ما فيش تعيينات، بقى خارج وما فيش داخل. نفس القصة كليات التربية، كان بيكلف المعلم أول ما بيخرج من كلية التربية يكلف ويعين على طول معلم، وبعدين بدأ التكليف يتلاشى من غير صدور قرار بإلغاء التكليف، هو انتهى لوحده كده التكليف، فأصبح برضو الناس بتخرج عند سن 60 وما فيش بديل داخل. فدي المشكلة الأساسية في وجود عجز في المدرسين، دي المشكلة الأساسية. إنه التخصصات، إن مبقاش فيه، ما عنديش داخل، بقى فيه خارج ومفيش داخل. مدرسين بيطلعوا، ما عنديش قصادهم بيجي. كان لازم يراعى في الوزارة بصفة خاصة، وزارة التربية والتعليم، لأن هم معتبرين إن إحنا وزارة خدمية، فمش مهم نعين، مش مهم التكليف، إحنا مش وزارة خدمية، إحنا وزارة إنتاجية، وطول ما في أولاد في المدارس لابد أن يكون هناك معلمين. طبعًا. هم نسيوا القصه دي، ما اعرفش ليه، عرفوا ان يعني يبقى في، لازم يبقى في تلميذ يبقى في معلم ليه. طيب لا، النهارده بقى في تلميذ ما فيش معلم. احنا عشان كده متشرفين باستضافه حضرتك النهارده، عشان تبقى نموذج، او نتكلم على يعني كنقيب بمعلمي الجيزه، نتكلم على ناخد الجيزه كنموذج مثلا. احنا فعلا في الجيزه عاملين نموذج، هقوله ان شاء الله يعني، واحنا خلال الدردشه. خليني بس ابدا الاول بسؤال الاستاذ ايمن. انا شفت حضرتك واحنا شغالين التقرير شغال، حضرتك كتبت بعض الملاحظات. فرايك ايه في الارقام اللي اتقالت؟ راي حضرتك ايه في توصيف المشكله اللي عندنا؟ هل هي بالفعل ازمه ولا احنا بنبالغ لما بنقول انه عندنا نقص حاد في اعداد المعلمين في بعض المدارس؟ التقرير في حاجات مظبوطه وفي حاجات مش محتاجة أوضحها شوية. اتفضل يا فندم. تمام. المظبوط إن في عندنا عجز في المدرسين، وعجز شديد وصل للأزمة. احنا كده وصلنا للأزمة في العجز فعلا. السنة دي بالذات وصلنا للأزمة. أما في التقرير، سبب الأزمة من سوء التوزيع. سوء التوزيع تلاشى في خلال السنتين اللي فات او الثلاث سنين اللي فات. احنا قلنا قد يكون احد الاسباب قد يكون هو سوء التوزيع، ما عادش بقى خلاص سوء التوزيع، لسبب ان في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول او السنتين اللي فاتوا ما فيش تعيين جديد، فاصبح هيسد العجز ازاي؟ بان احنا سوء التوزيع، اعدل سوء التوزيع، فبدا في السنتين اللي فاتوا دول او الثلاث سنين دولت سد العجز من سوء التوزيع، فاصبح دلوقتي ما عنديش سوء توزيع او بنسبه قليله جدا. فحته سوء التوزيع بالنسبه لدي خلاص يعتبر انه حضرتك مش شايف انه ده سبب رئيسي دلوقتي؟ لا مش سبب رئيسي كان خالص، لكن ما بقاش دلوقتي. كان دلوقتي. امال السبب الرئيسي ايه يا فندم؟ اما احنا عندنا بقى علشان نوصف صح بقى، في عده اسباب للعجز في المدرسين، والاسباب دي كتيره. عشان نعرف الازمه كبيره ازاي هنشوف اسباب العجز كلها. اول حاجه، لما ببني فصول جديده او ببني مدارس جديده محتاج لها مدرسين جداد. طبعا. صح ولا غلط؟ طبعا. طيب على الاقل كل فصل بيتبنى محتاج ثلاث مدرسين، ده الاحصائيه العالميه. لا انا هقول كل ثلاث مدرسين مقابل كام تلميذ؟ كل فصل كام تلميذ؟ بتتحسب كده؟ لا بتتحسب عدد التلاميذ برضه، حسب الفصل.
ايا كان في كام في 20 في 70 ايا كان بتتعدد كثافات تمام بتحدد هنتكلم بعدد طيب لا احنا هنقوله مثلا احنا بنبني مثلا الفتره اللي فاتت بنينا 20000 فاصل مثلا زي ما بيقولوا احنا بنينا 26000 فاصل يبقى محتاجين على الاقل مثلا مش هنقوله 3 عايز مدرس واحد للفصل يبقى 26000 مدرس هل احنا عيننا 26000 مدرس خلال الفتره اللي فاتت ديت طبعا ما حصلش عيننا كام عيننا كام عندنا احصائيه لا لا الثلاث سنين اللي فاتوا دول ما عيناش حاجه غير ال 30000 من اربع سنين دول تعيين دائم لا يعني على قوه على قوه الجهاز الاداري للدوله على قوه الجهاز الدوري بس ما كانوش من أربع معلمين سنين. كله ما كانوش معلمين كله امال ال 30000 تعيين دول ايه 30000 معلمين كله باحث قانون يا استاذي واخصائيات اجتماعيات طيب بفهمك مش معلم طيب تمام ده بناء الفصول ومدارس جديده طبعا محتاج لها مدرسين رقم 2 الخروج على المعاش والوفاه والاستقالات ازمه كبيره والاعاره بره لما انا جاي لحضرتك بكل حاجه للاسباب كلها المعاش المبكر دلوقتي قانون الخدمه المدنيه بيقول لك تطلع معاش مبكر 50 سنه واديك 5 سنين بيشجعك انك تخرج معاش مبكر و55 برضه واديك 5 سنين وتطلع كانك خارج 60 فالسنه دي بالذات كتير اعداد كتيره بتقدم معاش مبكر طيب الاعارات للخارج والتعاقدات الخارجيه في اعارات اهو كل ده حضرتك قلت لي ما فيش اعارات ليه في اعارات الاجازات لا معلش انا هقول الاجازات طيب. الاجازات ورعايه الطفل ورعايه الاسره وتحسين الدخل وكافه انواع الاجازات المختلفه والاجازه بنص اجر دي كلها مدرسين خارجين بعد كده الترقيات لما يجي ترقى مدرس يطلع مدير مدرسه ويطلع وكيل مدرسه او يطلع موجه ما بقاش مدرس خلاص ما بقاش مدرس نقل بس انا محتاجه برضه في الحته دي فبس انا خدت برضه العجز ماشي مزيد. انا محتاجه كباحث او كناظر او كمدير بس انا عجز فقدته عامل العجز فين فقدته كتدريس بالظبط طيب العجز الكلي او المرض او العجز الجزئي ده برضه بيقلل بيزود العجز الندب للادارات والندب للمديريات والندب للوزاره والندب للوزارات الاخرى ده برضه بيزود العجز الندب في حاجة بقى جديدة يعني عملناها جديدة مدارس اليابانية افترض انا ما اعمل مدارس يابانية او اعمل مدارس ستيم او اعمل ما اجيبش من الجهاز المدرسين بتوع اللي شغالين لا اجيب انا بديت مدارس جديدة اجيب مدرسين جداد ليه لو انا خدت اللي بيحصل دلوقتي ان انا بسد العجز في المدارس اليابانية او لهيئة التدريس في المدارس باخدها من المدارس الايه العادية بتاعتنا وباخد اكفأ ناس اوديها تبقى انا برضو عملت عجز هنا في مقابل المدارس ديت سددت فيها العجز او جبت لها هيئه تدريس من الموجوده هنا وما سددتش مكانهم يعني خدتهم من هنا وديتهم هنا وما جبتش مكانهم كل الاسباب دي ادت لان احنا وصلنا للعجز اللي احنا فيه حاليا السنه دي بان السنه دي قوي فكل الاسباب دي بيخرج كل دولت وما جيش مكانهم يعني زي ما بالظبط الاستاذ سعيد قال تمام. انا عندي ناس كتيره بتخرج ما عنديش في المقابل اللي بيدخل ما عنديش حد بيدخل ما فيش بيخرج ليه بيخرج نتيجه الاسباب اللي حضرتك ذكرتها دي احد الاسباب دي كلها وبعدين ما فيش خطه لسد هذا العجز طيب قبل الخطه بقى واستراتيجيه الدوله وتتعامل معاها ازاي حضرتك ذكرت في موضوع الاعاره حضرتك قلت لا عايز تقول حاجه اتفضل هو احنا كان الستينيات والسبعينيات كان عندنا اعارات كتيره جدا طبعا وكان عندنا تعيينات كتير كنا احنا اللي بنعلم الدول العربيه دي كلها صحيح. كله خارج من عندنا وحتى الدول الناطقه باللغه العربيه سواء اللي هم لغتهم الانجليش او الفرنش فكان بيطلع لها من عندي مدرسين لغه عربيه باعداد كبيره لكن كان بيعوض كل ده ان انا بعمل تكليفات لدبلوم المعلمين ولكليات التربيه فما كنتش حاسس بالعكس النهارده الاعارات لان معظم الدول العربيه اصبحت بتعتمد على الناس بتوعها فحتى الاعارات عندي نقصت مثلا بمعدل يمكن ما يطلعش 5% اعارات مفيش يعني في اي اداره الاعارات اللي موجوده 2 3 من كل اداره اذا طلع ومعظمهم بيبقى تعاقدات شخصيه يعني حتى الوزاره مش تطلع الاعاره احنا بقى مشكلتنا زي ما قلت لحضرتك وارجو ان المسؤولين يعني انا لازم يخرجني التربيه والتعليم اخرج من النطاق بتاع الدوله ازاي انا بره ازاي ليه؟ زي ما قلت لحضرتك انا كمين معلش انا كوزاره التربيه والتعليم لا حضرتك بتقول
كوزاره التربيه والتعليم. يعني خرجك بره كل الوزارات، بره الوزارات كلها، منظومه الجهاز الاداري. انا ما ينفعش في الجهاز الاداري. ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك انا كل يوم عندي اولاد بتخش مدرسه جداد سنه اولى ابتدائي. بس ازاي فندم اجيب له مدرس؟ ازاي ازاي فندم ممكن يطلعك منها اذا كنت حضرتك على قوه الدوله، على قوه الموازنه العامه للدوله؟ ما لازم يبقى ليا موازنه خاصه. ما هي ليها موازنه خاصه. لا لا لا، احنا ما عندناش موازنه خاصه. من ضمن الحاجات اللي قالوها ان مرتبات المعلمين زادت. مرتبات المعلمين ما بتزادش. بتزيدش؟ لا لا لا، بتزيدش. احنا ما زلنا بنتعامل 2014 ما زادتش. ما زلنا من 2014 ما زلنا بنتعامل على مرتبات 2014 اللي هي كام يا فندم؟ الحد الادنى كام؟ اللي هو تقريبا معلم مثلا بيوصل لسن ال 60 بيقبض له مثلا 2080 جنيه. اول التعيين 1200، ما زدناش. علما بان الموازنه بتاعتنا بتاعت 2014 نعامل عليها في العلاوات والترقيات، ونعامل بقى على الضرائب والخصومات على 2018. موضوع غريب جدا. طب ازاي ده بيتم؟ ما علينا. ورغم كده المعلم ما عندوش مشكله. يعني انا عايز اوصل برضو رساله ان احنا رغم بس هو اقول على حاجه بصراحه، بصراحه وده مش كل عشان عمرنا ما بنعمم، في كتير من الساده الاساتذه المدرسين ما عندهمش المشكله دي زي ما حضرتك قلت، لانه عندهم بدائل تانية، السناتر والدروس الخصوصيه، فده معوض ده. فبالنسبه لهم ال 2000 جنيه اصلا هم مش مستنيينهم، لانه ما شاء الله عندهم مصادر دخل اخرى. ما هي بقى دي برضه طبعا ده مش كل مدرسين ولا كل التخصصات فيها مجال انه يبقى بيدي دروس. دي برضه من ضمن النظره الخاطئه اللي بتنظر الى منظومه التربيه والتعليم. يا استاذ سعيد، النسبه اللي حضرتك بتقوليها دي يا استاذ سعيد، ما انا بقول لحضرتك اهو مش نظره خاطئه يا فندم، دي حقيقه. ايوه، لا لسبب، ما انا اسمعيني بقى عشان اقول. اتفضل. مين النسبه دي؟ لا تتجاوز 10%. لا تتجاوز 10%. طيب ممكن اخد بعض الاتصالات طيب ونرجع طبعاً نستكمل الحوار. خليني اخد ام حليم. اتفضلي يا فندم. يا رب يخليك يا بنتي. يا فندم اتفضلي. احنا الظروف قلت سيد معايا بنتي. هو للاسف الصوت بيقطع قوي، انا مش قادره افهم غير انه الدروس فيها مشكله. الدروس ايه؟ سنتر بيقطع كل حاجه. وانا والله عشر مش عارفه. معلش يا شباب ساعدوني بس، قولوا لي هي بتقول ايه؟ ام حليم ايوه الدروس بتقول. بصي اتحركي بالموبايل شويه كده يعني. حاضر. اتفضلي. بقول سامعاني؟ اتفضلي. بقول الدروس في السنتر ب 20 يعني انا بس عن ذلك 60 جنيه على الحصه في السنتر ب 20 جنيه، انا فهمت دي او قالوا لي هالي يعني. اه ب 20 وعايزه 30 جنيه عليهم عشان تروحي مواصلات رايح جاي من السنتر. لا هو كله 30 جنيه. كله 30 جنيه اه. والله معايا يعني ادفع فلوس وما بيرحموش. يعني انا هدفع فلوس انا بتكلمني على بنتين وما معايش. ربنا يعلم. ما معكيش فلوس تدفعي فلوس الدروس وهم مش بيرحموا. اه يا بنتي بيرحموه. ابنك في سنه ايه يا ام حليم؟ انا بنتي اعدادي. بنتها في ايه يا شباب؟ اصل انا بعتمد على ترجمه زمايلي، انا الصوت بالنسبه لي مقطع قوي، هم فاهمين كمان. اولى اعدادي، بنتها في اولى اعدادي غالبا. تالتة اعدادي. تالتة اعدادي. طيب انا بشكرك جزيل الشكر. انا واثقه ان انت كلامك ده بيعبر عن ناس كتيره جدا برضو، يعني فكره برضو دروس والسناتر يا فندم والكلام ده يمكن ده مش موضوعنا قوي، لكن برضو هي فكره برضو جزء من العمليه التعليميه نفسها، انه انا بقول انا عندي نقص في اعداد المعلمين في المدارس، فواحده من النتائج السلبيه او النتائج المؤثره بشكل كبير جدا على اولادنا الطلبه انه بيروحوا دروس خصوصيه. ما هو لو المدرس موجود في الفصل وبيحضر بانتظام وبيشرح المنهج كويس مش هيضطر الولد ان هو يروح ياخد درس خصوصي بره. ده بيشكل عبء اقتصادي رهيب، واحنا بقى لنا سنين بنقول الدروس الخصوصيه دي كارثه بكل المقاييس واقتصاد موازي الحقيقه للدوله، مش داخل ضمن ميزانيه الدوله وهو بارقام كبيره جدا. بص حضرتك الدروس الخصوصيه دي طول عمرها موجوده في مصر، ده امر واقع طبعا. انما هي الفكره في ايه؟ هي عرض وطلب. لو انا في المدرسه اديت صح
والمدرسه ان المنظومه بتاعتها كلها ماشيه مظبوطه، انا هكسب عن السنتر بره وعن المدرس اللي بيشتغل. اولا عشان برضه حضرتك تبقى عارفه، ويمكن استاذ ايمن يبقى ان معظم اللي بيدوا في السناتر ما بقوش تخصصات مدرسين، مش مدرسين، اه انا عارف، يعني معظم اللي في السناتر مش ودي مدرس، ودي كارثه في حد ذاتها، ولكنها بقت ملصقه بينا، بقت تهمه ملصقه بينا. طيب طالب الاعدادي ده احنا زمان كنا بنقول لا مدارس بعد مارس، زعلوا لا مدارس بعد مارس ليه؟ كانت منظومه كده بتتقال اللي بعد مارس عيد الحفلات بتاعت شم النسيم وعيد الام، فالولاد بيغيبوا بعد مارس. احنا النهارده بتاع ثالثه اعدادي اللي هي بتتكلم ما بيروحش المدرسه اصلا، وانا ما اقدرش اعاقبه، ما اقدرش احاسبه، ما اقدرش احاسبه انه ما بيجيش المدرسه، ما عنديش وسيله اجيب الولد او البنت للمدرسه، فاصبحت هي بره، هتروح فين؟ ما هي ما بتتلقاش معلومه من المدرسه، مش المدرس مش موجود. انا بيحكمني قانون كادر، انا موجود في المدرسه من اول نهار لغايه اخر النهار، في جدول حصص، في متابعات بتيجي بتشوفني. لكن هي القصه في ايه بقى؟ انا في المدرسه بعمل ايه؟ هي بقى دي المشكله. انا في المدرسه يجيني متابع ملوش علاقه خالص بالماده الفنيه اللي انا بشرحها، الماده العلميه ملوش علاقه بيها، ما بيعمل ايه؟ ملوش علاقه، هو بقى اهم حاجه خدت الغياب او ما خدتوش، انتظام العيال، اللي الولد في الحوش عمل ايه، الولد مش عارف في الدور عمل ايه، لكن المحتوى العلمي لا 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 لا. كان زمان بنحاسب، زمان في المدارس كان بتتحاسب المدرسه على نتيجتها، وتنزل لجنه تحاسب الناس، ولو المدرسه عدت نسبه المحافظه كان بتاخد مكافاه. كل ده لغوه، هم اللي لغوه مش احنا، مش المعلم، معلم متواجد طيب وعنده استعداد انه يؤدي عمله. طيب انا هسمع برضو راي استاذ ايمن في الجزئيه دي، بس اخد استاذ عبد الرازق. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ امنيه، انا سيادتك انا عايزك تقف معانا نحل المشكله دي يا فندم. مين امنيه يا استاذ؟ انا دينا ولا امنيه، انا اسمي منى. ايه ايه بقى؟ اتفضل يا فندم، ايه المشكله؟ اتفضل. المشكله ان دلوقتي المدرسه الايه؟ منا يا فندم، منا اتفضل يا فندم. يعني منا، لان سيادتك معلش سامحيني يا فندم. لا يا فندم، لا العفو ولا يهمك خالص، في بيتها. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي ابني كان اخصائي اجتماعي واشتغل خمس سنين. ابني كان اخصائي اجتماعي مسعد عبد الرازق، مسعد دقهليه، مدير التربيه والتعليم الدقهليه. اشتغل خمس سنين منهم ثلاث سنين ب 129 جنيه وسنتين ب 1100 عقد مميز، وطلبوا منه دبلومه، وكان اثناء طلب الدبلومه كان في مرحله الامتحان من ضمن اللي وقفوا عن العمل بقاله من 31/4/2017. ليه يا فندم؟ طالبين دبلومه يا فندم، هم اخصائي اجتماعي طالبين دبلومه، ده تبع قانون الخدمه المدنيه؟ الموضوع ده خدها يا فندم، خدها خد. طيب وبعدين؟ بنص على كده اخذ الدبلومه. طيب جدا كمان. طيب وبعدين؟ وبعدين توجهت للمديريه. وبعدين توجهت للمديريه. ايوه يا فندم سامعينك، ما تعيدش الكلام، احنا سامعينك. رفعت الورق معايا ورحنا، قال لك لا ده خلاص هو اتفصل دلوقتي، والقانون بيتناقش في مجلس النواب، ولما يتناقش في مجلس النواب بس سعادتك يا فندم برضه عملت لقاء مع المحافظ السابق ومشكورا ان هو ما كانش عنده مانع برضه لرجوعهم، بس قال ايه بعد ما وافقت ايه الوزير المختص وكده. طيب يا فندم وصلت الفكره، وهاخد راي اساتذتي فيها برضه ورايهم فيها ايه، او راي يعني دي مشكله، ما ده قانون. طيب القانون بيقول القانون بيقول لازم عشان تترقى او تتثبت تاخد الدبلومه دي، لا يبقى مؤهل عالي تربوي او مؤهل عالي زائد تاهيل تربوي، يا مؤهل عام تربوي، مؤهل عالي تربوي، عالي تربوي اللي هو كليه التربيه، كليه التربيه، يا اما او مؤهل عالي زائد سنه تربوي. تمام. ده القانون اللي بيقول قانون 93 من الاكاديميه. القانون 93 ماشي. لا ده الاكاديميه حاجه، لا ده القانون مطبق قانون حاليا، قانون 93 لسنه مطبق حاليا 93 لسنه 2012. تمام. لما جه القانون ده قال لك ايه شرط التثبيت على وظيفه معلم، انه لازم يكون مؤهل تربوي او مؤهل عالي زائد تاهيل تربوي.
هو ما خدش التأهيل تربوي، الخدمه الاجتماعيه بيعتبروها مش مؤهل تربوي. عشان كده ايه القانون بيقول لك ايه، تقعدي سنتين وبعد السنتين ما خدتيش فيهم التأهيل التربوي دولت كانك ايه، يبقى بيديك كمان سنه، المحافظ يدي كمان سنه، يبقى ادي بقى ثلاث سنين من عنده وما خدتهمش في خلال الثلاث سنين التربوي بتتفصلي. ده القانون بيقول كده، فهم طبقوا القانون عنده في الاليوبيه او في الدقهليه. حاليا في مجلس النواب في اربع مواد بيتناقشوا دلوقتي وراحوا مجلس النواب وهيتوافقوا عليها، يعني اعتبار الخريجي الخدمه الاجتماعيه او النفسيه ان هم مؤهلين تربوي لان هو فعلا بيدرس تربوي. ده بيتناقش دلوقتي. هل ده ممكن يبقى كافي يا فندم؟ يعني في حال ما اقره مجلس النواب هل ده بيبقى كافي المؤهل ده يعني كافي ان هو يقدر يحصل على الوظيفه؟ هو بياخد الخدمه الاجتماعيه بيدرس في سنه ثالثه ورابعه مواد تربويه. يعني هو اصلا بيدرس مواد تربويه لكن هم ما اعترفوش بيه ان هو تربوي. بس هو الشاكي بيقول ان هو خد الدبلومه. بس خدها بعد ما انفصل. يعني خد النتيجه، خد الدبلومه بعد ما خد خد الدبلومه، يعني اثناء ما هو كان شغال كان بياخد الدبلومه، عدى الثلاث سنين بتوعه اللي هم القانون ما منحهم له، السنتين وسنه المحافظ، عدوا الثلاث سنين ما كانش خد فيهم. طب عندي سؤال يا فندم، ازاي كان الاول بياخد 129 جنيه وبعد كده زاد مش عارفه ال 1000 وكام جنيه؟ ايوه هقول لحضرتك. كان في زمان حاجه اسمها عقودات، عقودات كانت بتبدا ب 105 وال 105 زودوه عقد مميز ب 200 حاجه وشويه، وبعد كده بقى لما يجي يثبت على معلم مساعد بياخد الحد الادنى. الحد الادنى للاجور. الحد الادنى للاجور. فهم كانوا بياخدوا 105، كانوا بيبداوا ب 105 عقودات، وكان في انواع عقودات كتيره. دلوقتي اتقننت العمليه خالص. اصبح دلوقتي ايه اللي بتثبت على معلم مساعد. طب انا في دلوقتي حاجه مش كتير جدا بتلخبطني، ايه الفرق بين مدرس يتعين عن طريق الوزاره او يتعين عن طريق المحافظه؟ ما بفهمهاش دي. يعني احيانا اصلا عشان كنت كمان بقدم برنامج صباحي قبل ما انتقل للمسائي، فكتير جدا كنت بعرض المواضيع دي، فيجي لي كم كبير جدا من الاتصالات يقولوا لي رجاءا بالناشد عن طريقك محافظ كذا انه يثبت او صحيح. انه يعين اللي هي العقود. مش اللي هي العقود. العقود. طب اقول لحضرتك معلش برضو عايز افهم الفرق ايه. ماشي اتفضل يا فندم. اللي بيتعين او بعد العقود هي كل الفكره في ان الراتب بتاعه باب اول اجور نوع الحكومه او الصناديق الخاصه للعقود، يتعين وبعد ثلاث سنوات يتحول لباب اول اجور، ودي عشان ميزانيات الدوله بس. يعني هي الفكره ان انا بنقله من محطه لمحافظ. المحافظ في ايده ان هو يعين او ما يعينش. محافظ لا، كان بقى زمان رئيس جمهوريه المحافظ في, في في مكانه هو رئيس جمهوريه يقدر يا فندم يعين. لا لغايه دلوقتي بس في حاجه دلوقتي بناء على مين؟ بناء على ان هو بيبعت للوزاره، انا محتاج الوزاره بيبعت للوزاره انا محتاج في محافظتي الاعداد دي. لكن هو بيعين. لا كان زمان بقى، دلوقتي بقت العمليه على مستوى الجمهوريه سواء، مش حدش هيقدر يعين حاجه الا من خلال الوزاره. ازاي يا فندم؟ الوزاره اللي بتمنح. بس هي دي قصه، معلش انا عشان اوضح الحته دي قصه ثانيه خالص. هي حته المحافظ، ما دي بقى التجربه اللي انا هقولها في محافظه الجيزه. معالي اللواء احمد راشد، احنا عملنا اجتماع معاه مديرين الادارات ال 20 في الجيزه مع مجالس الأمنة مع مديرية التربية والتعليم. بصراحة كان لقاء مثمر جدا، وكل اللي حضرتك كنا بنتكلم فيه في عجز المدرسين والعقود والكلام ده كله وازاي نسد والكثافات ونقص التخت، بدأ يتكلم ان هو يقول، عشان كده انا بقى بقول للأستاذ أيمن ان هو من حق المحافظ، هو عنده ميزانية في المحافظة، فقال استعينوا واخرجوا بره الصندوق في حل المشاكل. استعينوا بالخدمة العامة، استعينوا بالمدرسين بالأجر، المدارس الخاصة تعمل تشارك مع. طيب أنا بعتقد لو حضرتك اللي بتقوله ده تم تنفيذه تم أو كان تم بالفعل، مش بالجيزة أنا بتكلم عموما، أعتقد ما كناش هنوصل إن إحنا يبقى عندنا هذه الأزمة في نقص عدد المعلمين. لا ماشي، ما أنا بقول لحضرتك إحنا في الجيزة بس هاخد بعض الاتصالات وهنقف عندها برضو نعرف إزاي في الجيزة نجحت التجربة دي واتعمل ده. أستاذة أو أستاذ، استاذ ولا استاذه؟ استاذه نهاد اتفضلي يا فندم. ايوه مع حضرتك استاذه نهاد من كفر الشيخ. اتفضلي. بقول لحضرتك انا دفعه 2007 وتربيه عام فرنساوي وما تعينتش لحد دلوقتي، وتقديري كان جيد وكان تقدير كويس. جينا من اربع سنين عملوا المسابقه اللي هو 30,000 معلم اللي كانوا بيقول عليها. دخلنا وذاكرنا ودخلنا امتحانات واتبهدلنا في محافظات ثانيه وبقينا نسافر
وفي الاخر نزل اسمنا احتياطي. وبعد ما نزلنا احتياطي لحد دلوقتي بقالنا 4 سنين قاعدين زي ما احنا. يعني انا مش عارفه اقول ايه بالظبط. اشكرك يا نهاد. استاذ ايمن اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك. انا معلم اول الف من سنه 90 يعني من اهلا وسهلا. معلش نبي يا فندم بس اطفي التلفزيون جنبك واسمعني من التليفون لو سمحت. طب ماشي حضرتك ماشي. اتفضل. معلم من سنة 90 اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم اطفي التلفزيون لو سمحت. انا قفلته خالص. طيب اتفضل يا فندم بقى. الو. ايوه حضرتك. هو بس انا عايز اشير لحضرتك حتة موضوع الدروس الخصوصية. ان في شعب كتيرة جدا وفي تخصصات كتيرة جدا ما بتشتغلش. يعني مش هي موضوع الثانوية العامة هو اللي مكثف الموضوع كل المعلم، لكن في تعليم فني ما فيهوش الكلام ده خالص. في تعليم اعدادي برضو ما نفس القصة، تعليم ابتدائي برضو نفس القصة. فالناس بتاخدنا في الرجلين زي ما بيقولوا، لكن احنا في تعليم الفني ما فيش الدروس الخصوصية. ومرتبتنا احنا من انا سنة 90 ومرتبي 2300. فيعني حاجة ما أشكرك. يعني. أشكرك أنك بتشاركنا هذه التجربة يا أستاذ أيمن. عايزة بس أسمع قبل ما نتكلم على موضوع تجربة الجيزة، أسمع رأي حضراتكم في يعني حد مثلا زي مشكلة أستاذ نهاد كده، فكرة أن هي دفعة 2007 تربية عام فرنساوي، المسابقة الحركة شرط ليها اللي كانت من 4 سنين 30,000 معلم وهم اتخذوا احتياطي ولغاية دلوقتي ما اشتغلوش. طيب ما انا عندي اهو وعندي الناس المؤهله وعندي الناس اللي هي كانت قدمت واتقبلت بشكل احتياطي، ما انا ليه ما استغلتش الناس دي؟ هو كان المفترض بعد ال 30,000 دولت كان عملوا خطه لزد العجز او الاستفاده بالناس الاحتياطي دولت. للاسف هم ما حصلش الخطه اتعملت لسد العجز او الاستعانه بالاحتياطي لل 30,000 وهم اتدربوا فعلا وامتحنوا واجتازوا، بس بقى ايه درجاتهم اقل شويه فبقوا احتياطي. 30,000 لما تعينهم فاضل حوالي 4,000 ما استلمش. ال 30,000 اخذوا منهم كم واحد اساسي؟ خدوهم كلك بس فاضل 4,000 او 5,000 ما كانوش استلموا. يعني اللي زي نهاد منهم من 4,000 5,000 دول. فجه بقى خدوا اللي بعديهم، خدوا جم بعد كده المحافظات اللي هي اللي احتاجت ثبتوا، خدوا ال 4,000 دولت بعد كده في مسابقه ثانيه. ما انا ده السؤال. دلوقتي انا عندي مبدئيا ما وصلهاش نهاد ما وصلهاش. يعني انا عندي 30,000 واحد جاهزين. ما هم مرتبينها حسب الدرجات، يجي الدور عليها لو هم طلبوا كانت تاخدت نهاد في اللي انطلبوا بعد كده، ما جاش عليها الدور فبالتالي وما فيش بعد كده. ما هو السؤال بقى ما جاش عليها الدور ليه اذا كان عندنا نقص وعندنا ناس جاهزه؟ المسابقه دي اتعملت وكان فيها عوار. ليه؟ يعني هي بتقول اولا كليه التربيه فرنساوي تخصص فرنسي وجيد. طب ما انا عندي عجز في التخصص، انا كل اللغات عندي وهي جيد وهي تربيه يعني تكليف، انا اعمل لها مسابقه دي ليه؟ يعني دول ما انا اخد اسد عجز انا الاول من الناس اللي هي فيها مواد فيها عجز. دي نقطه مهمه. انا ما ينفعش اعمل مسابقه انا دخلي في ال 30,000 دول باحث قانوني عدد وقدره. امال مين اللي المفروض اعمل لهم مسابقه يا استاذ سعيد من وجهه نظرك؟ مين اللي المفروض اعمل لهم مسابقه؟ وزاره التربيه والتعليم. لا حضرتك قلت دلوقتي اللي زي حاله استاذه نهاد اللي هو تربيه فرنساوي. احنا بقى لو كنا خدنا الاسماء دول مش المفروض اصلا ان انا اعديهم على مسابقه؟ دول انا جاهزين محتاجاهم. انا هقول مسابقه ماشي وخدت الناس دي افرزها واشوف انا عندي عجز في تخصصات ايه واخد ده الاول والباقي اخش ادخله مسابقه. اذا كان انا عندي مثلا الرياضيات ما فيهاش عجز ودخل عندي مثلا 100,000 وانا عايز 10 اعمل بينهم مسابقه دول، لكن اخد التخصصات اللي فيها عجز زي الانجليش والفرنساوي واللغه العربيه اخدها من غير مسابقه. اعمل مسابقه ليه واطيره مني؟ وبعدين عيناهم في محافظات مختلفه وقعد الوزير اللي فات والموجود يحل في المشكله بتاعت الناس دي ويرجعهم اماكنهم. يعني حضرتك في المنظومه حاجه مش مظبوطه. يعني انا اعمل مسابقه يبقى لابد عندي الخريطه كلها. انا عندي تخصصات كذا وكذا وكذا، زياده في كذا وعجز في كذا. ما اطلبش الزياده. لكن يقدم ويخش. راي حضرتك ايه؟ بالنسبه لحته المسابقه ديت خلينا بعيد بقى عن المسابقه وخلينا في موضوعنا الاساسي اللي هو العجز. يعني هي بس الفكره ان المسابقه دي رمت بظلالها
على الوضع لغايه دلوقتي. المسابقه ديت ما هو عشان مشكله المسابقه ديت احنا الازمه فيها لحد دلوقتي. احنا في 30,000 من 2014 وعمالين نجيب فيهم ونودي فيهم واشيل من هنا واحط فيهم ال 30,000 دولت والاسم ان انا ايه ان انا بعين. لا ده هم ال 30,000 اللي من يوم رئيس الجمهوريه ما صرح لهم للدكتور محمود ابو الناصر اللي اقتنصهم كده وبعد كده مفيش مسابقه اتعملت تاني ومفيش طرق لسد العجز تاني ومفيش طرق للناس اللي خارجه ما اتعملتش. ال 30,000 دول ترتبهم خدوا ال 30,000 احنا نعتبر خدوا ال 30,000 كله خلاص. اللي بعد ال 30,000 دولت خلاص ما عادش لهم حق. خلاص احنا خدنا ال 30,000 كل واحد على حسب درجاته وخلاص. اذا كان بقى هيتعمل مسابقه جديده هيبقى انزل بشروط جديده للناس كلها للجمهوريه كلها. ده اللي عاملاه الوزاره. اما بالنسبه للحته اللي كان بيتكلم عليها الاستاذ سعيد دلوقتي الدكتور محمد عمر والوزير اصدروا قرارات للمديريات التعليميه ان هم انا كنت في اجتماع معاه يوم السبت اللي فات مع الدكتور محمد عمر واصدر قرار للمديريات شايفه نازل في اليوم السابع بضروره سد العجز لحد واخر اخر يوم 31/10 تمام اللي جاي ده. ما هو احنا متفقين كلنا ان لازم نسد العجز. السؤال اللي بنتكلم فيه دلوقتي عشان بنشرحه للساده الجمهور برضو ازاي نسد العجز. طرق سد العجز بقى تمام ده اللي بنتكلم فيه. لما عرضنا في التقرير وقلنا توزيع جغرافي حضرتك قلت لي ما عنديش مشكله توزيع جغرافي او كان عندي ما بقتش عندي. لا ما عادش دلوقتي خلاص. مع ان استاذ سعيد مختلف شويه معاك في الجزئيه. لا بص هقول لحضرتك على حاجه. في حاجات مسكنات يعني ايه لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني ايه يعني مش هي دي اللي هتحل لي الازمه دي حاجات خلاص. بس هي برضو بتشكل سبب سبب قوي او ضعيف. مش دي قضيتنا بس هي سبب برضو. بس ما عادش بقى السبب اللي هو الايه يعني الجامد قوي اللي انا اتسند عليه واتركن عليه تمام واسيب الباقي. لا انا عندي بقى طرق سد العجز. طب الباقي الاهم ايه؟ اتفضل. طرق سد العجز لو جينا احنا بنسد العجز ازاي دلوقتي في الوزاره في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. طرق تقليدية خالص. أول طريقة زيادة الأنصبة للمعلم. أسهل حاجة إن أنا عشان أسد العجز أزود نصاب المعلم. وعلى فكرة دي جريمة. أزود نصاب المعلم. يعني المعلم أنا دلوقتي بعينه مثلا في الإعدادي على 21 حصة أديله 30 حصة. الابتدائي 24 حصة في الأسبوع أديله 36 حصة. ليه بعمل كده؟ ما أنا بقول لحضرتك أهو عشان نسد العجز. يعني بحمله فوق طاقته كده. بالقوة بنفس بحمله فوق طاقته كده. فوق اضعاف. وعلى فكره دي جريمه. وانا كده متوقع انه هيدخل يشرح بذمه واخلاص وانه هيشرح والطلبه هتفهم منه. دي جريمه. او انه اصلا هيدخل يشرح اي حاجه. والله بيشتغل. وعلى فكره بيشتغل بس هيشتغل على حساب مين بقى؟ مشكله على حساب صحته وعلى حساب الولاد. عمره يا فندم ما هيدي عمره ما هيدي الانتاج اللي انا عايزاه منه وانا بشغله بثلاث اضعاف. انا معاكي في الحته دي. المعدل بتاعه هينقص صح لكن هو ما انا ما عنديش يعني ما انا ما ينفعش انا موجود في قلب المدرسه دي الطرق التقليديه فصل فاضي لان الولاد لو قاعدين لوحدهم مسكرسه دي طرق فلابد ان انا اسد بس اقول لك على حاجه يا استاذ سعيد بصراحه كده بالنسبه لي ما هي غلط بس احنا غصب عننا بنعملها. حضرتك عارف كده منظرها كانه ايه من الاخر كده بوضب الشكل العام وخلاص. الله ينور على حضرتك. ديت بقى طرق ايه تقليديه قديمه لسد العجز. صحيح. ان انا بعمل ايه؟ بعمل برتكب جريمه. يهمني المنظر العام بس انه زي ما حضرتك قلت كده ما بقاش عندي فصل فاضي في طلبه ومفيش مدرس. بيصدر قرار من فوق احنا عايزين نسد العجز. مدير المديريه يكلف الموجه العام يقول له انا عايز نسد العجز. موجه العام يصدر قرار للموجه الاول يقول له انا عايز اسد العجز. يجي الموجه الاول سدد العجز ازاي؟ اسهل طريقه عنده زود الانصبه. يعني ايه زود الانصبه؟ ده انا جاي لي قرار من فوق. قرار من فوق من مين؟ ولا الوزاره اصدرت قرار بزيادة الأنصبة ولا طلع قرار وزاري ولا طلع قانون. هنقف عند النقطة دي ونرجع لها تاني عشان مهمة قوي قبل ما نتكلم على باقي الحلول. بس أخد أستاذ محمد من أسيوط. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك يا أستاذ محمد مدير مدرسة. مدير مدرسة في أسيوط. أيوة يا فندم. اتفضل يا فندم. عندكم مشكلة يا فندم في أعداد المدرسين؟ طبعا يا فندم. عجز فظيع عجز رهيب. بالنسبه للعجز اللي عندنا تناقشنا مع مدير الادارات في المشكله دي فقال ان المشكله كلها هي عباره عن حته قماش مرقعه من كل جنب بنشيل من هنا نحط هنا بنشيل من هنا نحط هنا لكن هي المشكله تدخل الساده اعضاء مجلس الشعب والساده المسؤولين
فعدم نقل مدرس من مكان إلى مكان أو إلغاء نقل مدرس من مكان إلى مكان، كل ده بيصب علينا إحنا. طيب. يعني أنا كمدير مدرسة عندي عجز مدرستي 12 معلم. أنا بدرس عيالي لغاية الحصة الرابعة. كتير وبعد كتير. الرابعة مفيش مكان يشغل فيه، مفيش مدرس يشغلني. طيب أنا هسألك سؤال يا أستاذ محمد، بما أنه حضرتك مدير مدرسة ورجل تربوي، عندك طبعا عشان تبقى مدير مدرسة أكيد خبرة سنوات طويلة في العملية التعليمية، رأيك إزاي نقدر نحل المشكلة دي؟ هي كلمة واحدة بس، إن أنا أحط الراجل المناسب في المكان المناسب. ما هو أحطه بالتعيين يا فندم هيبقى صعب، أنا ما عنديش قدرة دلوقتي كجهاز إداري للدولة إن أنا أعين. ما يشوطش المدرس يا فندم، أنا ما بتكلمش، أنا بتكلم على القيادات. قيادات واثق يا فندم إن في مدارس عندنا مثلا في المدينة، في مدارس في مدرس فيها بياخد 6 حصص و7 حصص و8 حصص و12 حصة وأعرفهم بالاسم، وفي مدارس في ناحية تانية عندها عجز 1 و2 و3 و4. الكلام ده عندي معلومات بيه وتناقشنا بيه، قال ما بقدرش أدخل العضو الفلاني شال ده ورجعه مكان وشال ده رجعه مكان، وأنا ما بقدرش أتصرف بيه، ده كلام مدير الإدارات. بس أستاذ أيمن ضيفي الكريم بيقول ما عادش الكلام ده بيحصل دلوقتي. لا يا فندم، لا يا فندم، تعالي، انا بالتحديد بقولها لك، تعالي اداره بيروت التعليميه وشوف الوضع قدام عيني. بيروت ما دلوقتي الموجه الاول ما يقدرش يبقى خلى عنده عجز، ما يقدرش يكون في مكان في عجز ومكان في خلاص هيتحاسب، هيتحول نيابه الموجه الاول والموجه العام بتاعه هتحوله نيابه يا فندم. اذا كان هو ما انا بقول لحضرتك، ما هو الموجه 12 معلم معاه، ما ان شاء الله باذن الله، انا بقول لك اهو اللي هيبقى في مكان فيه زياده ومكان فيه نقص، انا بقول لحضرتك اهو الموجه الاول والموجه العام هيروحوا نيابه بسبب ايه، او هيتحولوا شؤون قانونيه. ليه؟ ما هو العجز ده ناتج مين؟ سوء توزيع من الموجه الاول، فلو فضل على محمد. هذا الوضع خلاص انت. بشكرك يا استاذ محمد. اخد برضو استاذ محمد بس من الغربيه، اتفضل يا فندم. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا والد اتنين على بكالوريوسات في بعض المنصات دور تقدير جيد الست مصفاته. معلش يا شباب ساعدوني، والد اتنين ايه؟ ما سمعتش ولا حاجه بعد كده. والد حاصلين على بكالوريوس ايه؟ اتنين حاصلين على بكالوريوس؟ ايوه وبيحضروا ماجستير. وبيحضروا ماجستير خالص. طيب احنا نتمنى طبعا كل موقفهم، احنا طبعا مش معقول او التربيه. الترجمه يا شباب انزلوا لي بالترجمه. ليه؟ في عندكم حاجه؟ لا الشبكه عند حضرتك مش واضحه يا استاذ محمد. انا فهمت بس ان حضرتك عندك يعني اب الولدين اكيد كليه التربيه خارجيه 2015 واعتقد بيشتغلوا على الماجستير. ده اللي انا فاهماه. طيب انا بس عايز ارجع لاتصال استاذ محمد مدير المدرسه في اسيوط اللي كلمنا. تمام. دلوقتي عنده عجز 12 معلم. ايوه. قبل ما نتكلم على ان هو هيروح نيابه ولا الكلام ده، انا حل مشكله ازاي دلوقتي؟ عام دراسي بدا بالفعل وعندي مدرسه واحده فيها عجز 12 معلم. مش مشكله الاستاذ محمد لوحده ولا مدرسه الاستاذ محمد لوحده، دي مدارس كتير. فمعلش يعني احنا هنلبس طاقيه ده لطاقيه ده. انا مش عايزه برضه اودي النيابه، انا عايزه احل. لا انا ما بتكلمش على كده، ما انا ما بتكلمش. بص يا استاذه منى، هقول لحضرتك على حاجه. حضرتك عندك قماشه اهي. خلاص ادي القماشه اللي عندي، ادي عدد المدرسين اللي عندي، هشدهم ازاي كده؟ هتتعمل ايه القماشه؟ هتمط. هتتقطع منك، مش هيبقى عندك قماشه. صح ولا غلط؟ فاحنا معلش يعني انا في ما كنتش عايز اقول، كنت عايز اقول الحل ده في الاخر. هل لماذا يتم تكليف الاطباء؟ لماذا يتم تكليف هيئه التمريض؟ هل عدد المستشفيات اكتر من عدد من المدارس؟ هل عدد العيادات في القرى اكتر من عدد المدارس؟ مستحيل. يعني ايه الفكره حاجة عايز توصل لها؟ حضرتك الفكره ان لازم نرجع اعاده تكليف كليات التربيه تاني. وده الحل بقى، في حلول جايه اللي انا هقول لحضرتك عليها. التكليف ده بيعني ايه؟ يعني التزامه ايه وواجباته ايه؟ التزام الدوله ان خريج التربيه اللي داخل كليه التربيه ده لازم هيبقى معلم ويعين زي اللي داخل طب دلوقتي. مش قادرين نعين يا فندم. لا ما هو ما هقول لحضرتك على حاجه، مش حاجات مش قادرين معين. انا كل اللي طالع ده
كل اللي طالع من المدرسين دول الاسباب اللي انا قلتها دول ومفيش حد داخل مكانهم، طب هعمل ايه؟ النتيجه عندي. ما هو احنا يمكن انا ما اعرفش، ما بكلمش بالنيابه عن الدوله، بس انا بقول الفكره انه يمكن انا اللي اي حد بيطلع عندي نتيجه اي سبب من الاسباب من هيكل الدوله، من هيكل الجهاز التنظيم الاداري للدوله، ما بدخلش حد مكانه، لان انا اوريدي يا فندم بالفعل عندي كلام عندي فائض كبير جدا. الكلام ده ينفع في الهيكل التنظيمي للدوله في نظام اداري، كنظام اداري، اما كمعلمين لا ما ينفعش عندنا. ما يا فندم الاطباء هيقولوا لك احنا كمان عايزين استثناء، والصيادله هيقول لك احنا عايزين، كل مهنة تانية هيقول لك حاجه. انا يا استاذه منى يعني بمنتهى البساطه، ما احنا يعني نحكم العقل بتاعنا عشان نقدر نشتغل صح. جميع التخصصات اللي خارجه من الجامعات والكنين بتوع كليه التربيه ده تخصص خارج، مهندس او طبيب او صيدلي او محاسب أو الحجم اللي هو بيتعامل عليه ثابت ما بيزيدش. انا الوحيد اللي الحجم اللي عندي اللي بتعامل عليه بيزيد. احنا في زياده سكانيه، هي الزياده السكانيه بتاخد بس المشكله عندي في الدعم والفلوس والكلام ده كله. طب ما الزياده السكانيه ديت بتيجي بعد 6 سنين، الطفل ده دخل مدرسه عايز مدرس. فازاي انا اتعامل بقى زي المحاسب زي المهندس زي ده ما عندوش الزيارات اللي عندي؟ احنا مشكلتنا ان احنا مرتبطين بطالب بتلميذ، فلابد ان يكون الفكر ده واصل للناس ان انت ما ينفعش عند كليه التربيه ما تقولش ان انا ما يتكلفش، ده لازم يتكلف يا حضرتك. ما مش عشان هو يشتغل، فكره ان اللي يخرج لازم يدخل، ده لازم يكلف، مش عشان انا عايز، مش مكان. عشان انا اميزه، عشان هو انا محتاجه في فصل اتنشأ، فلابد ان يكون في للفصل دوت مدرس موجود. لكن انا خارج عندي مش داخل، لكن الاولاد داخلين كل سنه داخل كام مليون كتير طبعا، فلابد ان الحاجات دي كلها تبقى في فكر الناس. طيب ممكن بس حاضر، بس تاخد اتصالات ونرجع لحضرتك تكمل الطرق يا فندم. مين معانا شباب؟ استاذ احمد الشرقيه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم اتفضل. والله عندي اقتراح، انا مدير تنسيق لاداره تعليميه. مدير إدارة تعليمية معاك يا فندم. مدير إيه؟ تنسيق. مدير تنسيق. اتفضل يا فندم. اقتراح بس بعد إذن حضرتك للسادة الموجودين، يا ريت يتم ربط الأنصفة بالراتب، يعني الناس بتحج كتير بحالات مرضية وتقاعد عن عمل والكلام ده. يتم ربط الراتب بالأنصفة. أنا معلم كبير في مرحلة إعدادية نصاب 17 حصة وشايل 10 فعلي. اتحاسب على 10 وخليه براحته، شايل نصابي كامل اخد راتبي كامل، لانه في زيادات في بعض الادارات لكن العداله غير موجوده من قبل الموجه الاول ومن قبل الظروف اللي بيقدموها كتمارض او الى اخره. فيا ريت تتحط لها علاج من فوق من الوزاره، النصاب يرتبط يكون مرتبط بالراتب الاجر، العمل على قد الاجر. طيب انا بشكرك يا استاذ احمد. استاذ عبد الله من الاقصر، عبد الله من الاقصر اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. معانا الاتصال يا شباب ولا فقدنا الاتصال؟ حد يرد عليا يا شباب، في انتظار الفرج زمايلي يردوا عليا. طيب اتفضل يا فندم. عايز اعلق بس على اخر اتصال اتصال الاستاذ احمد. مدير التنسيق ده اللي بيدرس حاليا في الوزاره. اللي بيقترح الاستاذ احمد ده بيدرس في الوزاره، انه الزيادات على قد الشغل. تمام، وده مقترح في الوزاره بيدرسوه في القانون التعليمي الجديد. تمام. يبقى احنا الطرق التقليديه اللي بيعالجوا بها الموجه الاول والموجه العام، اللي بيعالجوا بها العجز دلوقتي، احنا قلنا زياده الانصبه ودي جريمه. اعاده التوزيع الناتج عن سوء التوزيع دلوقتي لازم يشتغل بقى، دلوقتي لازم ما يكونش عنده سوء توزيع خالص لان هيتحاسب. تمام. دلوقتي انا عندي مشرف زراعه ومشرف نشاط، مشرف كذا، مشرف تغذيه ومشرف تغذية. امن ومشرف. بجيبهم احطهم دلوقتي في الفصل بس يديهم العجز يدرسوا؟ مصيبة. لا يا فندم. لا 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 صدق. لا
ده بيحصل؟ مش مشرف زراعة هو مدرس تربية. أولا احنا عندنا أنشطة يعني احنا عندنا والمنهج الجديد اللي معالي الوزير بيتكلم عليه ان احنا نهتم بالأنشطة. ده مش مشرف زراعة، ده مدرس تربية زراعية وله نصاب وبيشتغل مدرس تربية فنية. طب ما ده يا فندم لكن يعني انا ما ينفعش ادخل لا لا ما ينفعش يبدو منطقي ادخل لكن انا عندي بقى مشكله يعني لا ثواني بس خليها في النقطه دي يا استاذ زيد ثواني بس ما انا بقول له اهو اصل استاذ ايمن مدرس تربيه زراعيه يعني يبدو واثقا مما يقول ما عنديش حاجه اسمها مشرف زراعه ما عنديش مشرف مدرس زراعة. مدرس تربيه زراعه دبلوم زراعه لا مش شرط في هل هو مؤهل انه يدخل يدرس معلش احنا عندنا مشاكل في التربيه والتعليم ايه هي ان انا كان زمان عندي دبلوم بتاع اخصائي اجتماعيين يخش دبلوم زراعه يخش النهارده بقى كله بكالوريوس حتى بتاع المعلمين بقى كليات التربيه النوعيه وكليه وجامعه حلوان انا مبقاش عندي مؤهلات متوسطه بدات تنتهي لكن ده موجود اصلا موجودة من زمان طب موجود لكن النهارده معلش لا في فرق بين اعمم في فرق بين اعمم واقول مشرف زراعه بيدرس واقول مدرس تربيه زراعيه هو مدرس تربيه زراعيه خد دبلوم خد بكالوريوس زراعه بعد كده وبقى اسمه مدرس تربيه زراعيه تمام مدرس ولو فضل دبلوم زي وبعدين ابو دبلوم دوت بيشتغل في المدارس الابتدائي ما بيشتغلش في الاعدادي وفي الثانوي انا بتكلم على الابتدائي ما انا هعلم الولد ايه في انا بعلمه زراعه بعلمه رسم بعلمه موسيقى ما هالانشطه دي لازم تشتغل تمام وده موجود اصلا انا مش بعينه النهارده ما احنا بنقول اللي لينا واللي علينا احنا بنقول الوزاره لازم تعين عشان انا عندي عجز لكن انا ما ينفعش اقول مشرف زراعه هو اسمه مدرس تربيه زراعيه مدرس تربيه زراعيه ما قللش بس حصل على دبلوم يا فندم إيه؟ دبلوم ما انا كان عندي الدبلوم ده زمان موجود موجود متعين سنتين بيخرج عليه وبيخرج إيه؟ دلوقتي والمكتبه السنتين بيقول عليه ايه مين الاخصائي الاجتماعي ماله الاخصائي الاجتماعي بقول لا مشرف اجتماعي لا مفيش حاجه اسمها عندنا مشرف اخصائي دي يا فندم اخصائي ده بعد مده ولا لا لو سمحت اخصائي للبكالوريوس لا لو سمحت لو سمحت فضل. انت لسه في مشكله اللي هي الولد اللي ما عملش الدبلومه الوزاره النهارده بتكلف كل الناس اللي موجوده عشان يشترك في الكادر ان ياخد الدبلومه التربويه طب اسمحوا لنا عشان انا معايا اتصالات كتيره من اسكندريه اهالينا في اسكندريه عايزين يتكلموا برضو نعرف حال المدارس هناك ايه في موضوع عدد الاعداد المدرسين استاذه وفاء اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته برحب بحضرتك بالحضور يا اهلا اتفضلي انت صوتك مدرسه يا وفاء مش كده للاسف ما اشتغلتش من امتى من 2003 من 2003 مش عارفه تشتغلي انا واخواتي ثلاث مدرسات للاسف ما اشتغلناش لغايه وقتنا هذا لسبب اوكي ان احنا خريجين كليه اداب هل الاداب كليه سيئه او الدوله بتسعى لاغلاقها لا طبعا لا ما هو واضح ان هو كل التركيز على كليات التربيه اوكي هل كليات التربيه هي بس طيب انا هعرف من الاساتذه القانون بيقول ايه حاضر بس اخد اتصال تاني من اسكندريه برضو مين يا شباب معانا استاذ هشام اتفضل هي بتقول ايه خريجه اداب استاذ نوري فندم خريجه اداب وبتقول ان كده التربيه بس هما اللي بيشتغلوا من 2003 اتفضل يا استاذ هشام والله المشكله مطروحه مهمه جدا طبعا وموضوع مهم للناس كلها خصوصا ان المعلمين النهارده رواتبهم متدنيه جدا وبالتالي حتى المدرس اللي بيشتغل في مدرسه حكوميه او مدرسه خاصه هو بيلجا بس لوظيفه واحده عشان يشتغل على دروس خصوصيه حضرتك اقرب مثال دكتور الجامعه دلوقتي والمدرس دول الاثنين اللي على راس العمليه التعليميه دكتور الجامعه مرتبه كام المدرس ده مرتبه كام حضرتك احنا انا دكتور جامعه دلوقتي انا مرتبي مش بيكفيني الحياه كريم زي المعلم بالظبط بطلع من شغلي من كليتي على وظيفه ثانيه طبعا اوبر كريم بشتغل في شركه خاصه دي سياسه الدوله حضرتك ضد التعليم والمعلمين احنا عمرنا ما هنطور صحه وتعليم بالذات خصوصا احنا مش مهتمين بدكتور الجامعه والمعلم اللي بيطلع اجيال فدي مشكله ازليه ما لهاش حل اشكرك يا استاذ هشام النظر الى المعلم طبعا هو مربي الاجيال استاذ صابر اليوبيه اتفضل يا فندم مساء الخير مساء النور ناصر صابر من الاليوبيه بقى مع حضرتك اتفضل انا بتكلم بخصوص التعليم والمشكله بتتكلم باختصار حضرتك الدوله مهتمه بالتعليم يبقى مهتمة ان تعمل سياسة للتعيين والتعيين يكون مدرس لغة عربية خريج تربية يبقى مدرس لغة عربية ما ينفعش مدرسة مش مؤهلة ان يبقى فيها زراعة
تلاقي فيها 5 مدرسين يدوا تربيه زراعيه ومفيش المدرسه نفسها مش مؤهله لكده. فيدور ان يبقى عنده حصر محترم للمدارس وللتخصصات وامكانيه المدارس لغايه ما نصلح مدارسنا كلها مصبر برضو. بس في الوقت الحالي في مواد هامه يبقى هو يعين الناس خريجين التربيه. انا عندي بنت بتعمل بكالوريوس دلوقتي وخريجه التربيه وجايبه تقدير كويس جدا وللاسف اعلى. فالافضل انها تشتغل. دفعه كام يا فندم؟ نعم بنت حضرتك دفعه كام؟ خريجه بقى 2016. طيب سؤال كده بما انه حضرتك من القليوبيه يعني جزء من القاهره الكبرى بصفه عامه كده بصفه عامه المدارس عندكم فيها ايه نقص ولا تمام مفيش مشكله في الحته دي؟ لا المفترض ان المدارس عندنا فيها عجز وعجز في المدارس الابتدائي وفي المدارس الاعدادي وفي المدارس الثانوي وده للاسف لان المدارس في القرى مع المدرسين بتطهش منها فبتحاول تروح على المدينه اللي في بنها والمدينه اللي في شبرا والمدينه اللي في شبين فبالتالي بيشوفوا وسطات ويتنقلوا انتداب. يبقى المدارس على تعين الناس على العجز هنا ويروحوا اماكن ثانيه عشان ياخد حصص قليله. لكن وبالنسبه لحكايه الحصص انت بتستغربي ان هم يقولوا 20 ولا 30 حصه هم بيتكلموا كده الاساتذه اللي مع حضرتك دول 20 و30 حصه وما بيدهمش في يوم واحد. ده دي حصته اللي هو هيديها طول الشهر. يعني انا مع ان هم يدوا له 40 حصه في الشهر للمدرس بس يبقى متخصص. لما يدوا له 40 حصه يا فندم مفيش حاجه اسمها كده يا استاذ صبر بس نتناقش مع بعض. مفيش حاجه يا فندم اسمها كده. المدرس ده في النهايه بشر عنده طاقه. ماشي انا اقصد ايه هم ما بيدولوش ما بيديش ال 40 حصه في اليوم. ده هو بيتوزعوا على مدار الشهر. بعدين هو بالكلام ده ما بيديهمش. ده لو خد كل واحد 20 حصه او 25 حصه هتبقى الدنيا ورد. ده هو بيخرج من المدرسه طيب بيلف على البيوت. طيب اشكرك يا استاذ ناصر. استاذ اسامه اتفضل يا فندم. وعليكم فندم اتفضل. والله يا فندم يعني بالنسبه للمدرسين والمرتبات المدرسين فيها ايه لما نزود كتب المدارس مثلا بدل ما 100 جنيه ولا 200 جنيه فيها ايه لو وليه الامر يدفع 300 جنيه في السنه على كم طالب هنجمع مبلغ كبير يدفع بيه مرتبات المدرسين. يعني 300 جنيه لما يبقى على ولي الامر يبقى صعب قوي. هو اساسا بيدفع دروس الشهر ب 1000 و1000 ونص. ثواني عشان انا ضيفي استاذ ايمن بيرد على حضرتك يا استاذ اسامه. بيمنع التعليم مجاني من مرحله من الالزام الزم من المرحله الالزاميه من الابتدائي الى الثانوي. كان الدستور القديم كان بيقول لحد التعليم الاساسي، لا دلوقتي الزام لحد الثانويه ومجاني. فما اقدرش اعمل حاجه تخالف الدستور. وصلت يا استاذ اسامه؟ حضرتك يا فندم برضه يعني 300 جنيه يعني لما ولي الامر يدفعهم في السنه دستور هتخالف الدستور؟ حد يقدر يخالف الدستور؟ هي مش عقيمه يا فندم، هي فكره انها الفكره مخالفه للدستور مش فكره القيمه. بشكرك يا استاذ اسامه. استاذ عبد الجواد المنوفيه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك لو سمحت بس انا اكلم الاخ الدكتور اللي بيقول نشوه الانصبه. استاذ عبد الجواد بس ممكن استاذنك في حاجه؟ انا معاك يا ابله بين. طيب ممكن استاذنك في حاجه؟ اتفضل. اطفي التلفزيون. خلاص اتفضل. يلا بينا اتفضل. بس حضرتك يعني انا سؤال صغير بس ليه هم لغوا المعلمين؟ يعني ايه لغوا المعلمين؟ دبلوم المعلمين. المعلمين اللي هي كانت بتخرج المدرسين زمان ده كان المدرس بيطلع معروف اسمه مدرس. واحنا اتعلمنا على ايدين الناس دي الناس الافاضل دي. دلوقتي حضرتك اللي عنده واسطه بيقدم في المسابقه ويتعين. وده سبب رئيسي في تطور التعليم. انا قعدت 40 سنه مدرس. فدلوقتي سؤالك هم ليه لغوا دبلوم المعلمين؟ هو اساسي لان احنا كنا اصلا حضرتك بيدرسوا لنا في المعلمين اساتذتنا الافاضل الله يمسهم بالخير ان كانوا موجودين ويرحمهم ان كانوا ما توفوا. كانوا في حاجه اسمها طرق تدريس. مين بالله عليك في المجال الموجود دلوقتي
بيعرف حاجه عن طرق التدريس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، معظم المدارس وخاصه انا بتكلم على اللي انا عايشه، المدرس بيخش المدرسه كانه يعني بيراقب المدير او الناظر، يخش من ناحيه ويطلع باب الثاني ويطلع يشتغل دروسه بره. صح، احنا في حاجات اسمها ضمير، ده عند البعض ما بنكرش، وفي برضه مجموعه متسلطه على الدروس الخصوصيه. يعني الاستاذ اللي بيقول لي المرتبات او الاخ اللي كان بيتصل قبل كده يقول لك ايه، اربط الراتب بالحصص. لا والله، اربط الراتب بضميرك، لان اصلا في ناس عملت بيت واثنين وثلاثه من الدروس الخصوصيه، وما زالت ناس برضو على وضعها على مرتبها، وربنا اللي متولانا برحمته. يا رب، اللهم امين. بشكرك جزيل الشكر يا استاذ عبد الجواد. ام موسى من الجيزه، اتفضلي يا فندم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، انا عندي بنتي معاها بكالوريوس خدمه اجتماعيه بدرجه امتياز 4 سنين. وهي حاليا بتشتغل على راس العمل في التربيه والتعليم في مدرسه نكله الابتدائيه. ومقدمه في خدمه، جينا نقدم في خدمه اجتماعيه تبع التعليم التربيه والتعليم، قالوا ما فيش، وقدمت لها، اضطريت ان انا اقدم لها في الوحده المحليه تبع ابو غالي. والمدير، مع العلم ان مدير مدرسه نكله، قدم لها في الكادر اللي هو الجديد ده. قدم لها في ايه؟ قدم لها في ايه؟ كادر. قدم كادر. لها في اللي هو الكادر اللي هم قدموا جديد ده، التعاقد. تمام. يعني كتبها مع اصحابها. فعايزه اعرف هل هي ربنا هيكرمها ان شاء الله وتقبل معاهم هيقبلها تعاقد، ولا لازم هي تحول للتربيه والتعليم اللي هي اسمها. بصي يا ام موسى، انا شايفه الضيفين اللي معايا الاساتذه المحترمين اللي منوريني الاثنين ابتسموا لما انت سالتي السؤال ده، فانا هعرف ايه سر الابتسامه دي. يعني هل دي امنيه قريبه التحقيق ان شاء الله، ولا الموضوع صعب؟ انا بشكرك. هي جايبه امتياز 4 سنين، هي بس المشكله في ان هي مقسمه الخدمه العامه في الوحده المحليه السنه دي لسه من اول شهر 10. أيوة. طيب بس هي دي المشكله. انا فهمت هي عايزه تقول ايه. طيب فلو كده هنحول. لا. يعني لو في امل نحول، عشان حرام ان احنا، والله العظيم نعلم ربنا احنا ربناها ازاي وصرفنا عليها قد ايه. ربنا يبارك لكم فيها يا رب، وان شاء الله هتشوفوها في اعلى المراتب باذن الله. معانا الله يذكرك يا اختي. ولو كده يعني تعملي لي مناسبه ان لو لازم ان هي تبقى خدمه عامه تبع المدارس، ان يحولوا لنا الورق بتاعها تبع المدارس. انا رحت كذا مره والله وتحيلت ان هم يحولوني تبع المدارس، ما رضيوش. طيب لا. طب اسمعي بس، لما نقفل معاكي دلوقتي عشان ما ناخرش عليكي التليفون، هنقفل دلوقتي مع بعض واسمعي الاساتذه عندي هيقولوا لك ايه يا ام موسى. بشكرك حبيبتي على الاتصال. طبعا لما المشكله بتاعت العجز تفاقمت وظهرت طبعا، فبدات الوزارات تحط حلول. تمام. الحلول طبعا بلغوا المديرين المديريات ان هم يحاولوا يسدوا العجز، ويقولوا الاعداد بقى الصحيحه بقى، الاعداد الفعليه اللي هم عاوزينها. اكيد في اعداد فعليه، اعداد عجز. فقالوا اول طريقه وقالوا بيها للمديرين المديريات ان الخدمه العامه تعاقدوا معاهم. الخدمة العامة اللي بتشتغل في المدارس أو في التدريس تعاقدوا معاهم خريج كليات التربية. فهي بقى إيه، بنتها خدمة اجتماعية وحظها إن جت الخدمة بتاعتها في المحليات مش في المدرسة. فكان نفسها تبقى الخدمة العامة فين؟ في المدرسة، يبقى لها أولوية في التعاقد. هي تفرق في إيه يا فندم؟ أولوية التعاقد بس؟ ما هو التعاقد دلوقتي هيبقى لمين؟ للي شغال خدمه اجتماعيه، في اللي بيعمل خدمه اجتماعيه في المدرسه. طب هي بتسال دلوقتي بتقول ما هو لو مش كده هي ممكن بقى تسحبها يعني تغير لها. التوزيع بقى، التوزيع في البدايه الفكره هي خدمه اجتماعيه. لو هي في امتياز 4 سنين. لو هي في المنطقه، يعني هي الحاجات دي ما بتشفعش يا استاذ سعيد. المفروض يعني فكره ان الطالب يقعد 4 سنين امتياز، يعني ده طالب بجد. انا لازم اختار صح، ما اقولش مسابقه، لازم اختار صح. الناس تقدم وتبقى قاعده لجنه محترمه بتفرز الاسماء دي صح، والتقديرات بتاعتها صح، وايه العجز والزياده اللي انا محتاجه اخرجه ده بره المسابقه، ده اعينه. لما يكون عندي زياده بقى وتقديراتهم متقاربه من بعضها، ده اللي اعمل بينه وبين المسابقه. لكن انا محتاج في اللغه الانجليزيه عندي مشكله، في الماس عندي مشكله، في الساينس عندي مشكله، اخد دول ما عملوش. طب مسابقة. انا بمناسبه اللغات، في عندي على الصفحه برضو عندي رسائل كتير على صفحه مساء دريم، بس في مثلا حد خالد حسن مصطفى
بيقول تخصص اللغة الفرنسية لا يدرسون النصاب القانوني. أيوة. فسألناه على الصفحة قلنا له يعني قصدك إيه؟ صح. قال هل يعقل أن أكون معلم حديث التعيين أو معلم خبير وأقوم بتدريس 6 حصص في الأسبوع؟ ما أنا هقول لحضرتك على حاجة، الأستاذة نهاد بتاعت كفر الشيخ اللي قالت لك بنتي خريجة تربية فرنساوي وجايبة تقدير وما تعينتش لأن إحنا عندنا زيادة في الفرنساوي. خلاص يبقى عندنا زيادة في نتيجة إيه؟ أيوه نتيجة إحنا غيرنا في المنظومة بتاعتنا. فإحنا دلوقتي عندنا مدرسين فرنساوي زيادة. فعملوا إيه عشان الزيادة ديت دلوقتي ما بعدش فيه زيادة كمان دلوقتي؟ عملوا في حاجة اسمها نشاط فرنساوي. أيوه. نزل الإعدادي النشاط الفرنساوي، سحب المدرسين الزيادة اللي في الثانوي وكمل بهم نصابهم فين؟ في الإعدادي اللي هو نشاط فرنساوي. فاصبح دلوقتي الزياده اللي هي كانت متكدسه في الثانوي واللي كان بياخد 6 حصص و7 حصص و8 حصص اصبح دلوقتي الزياده ديت هتنتقل للنشاط في الاعدادي. هل في زياده برضه؟ اكيد في زياده. طب هيعملوا فيهم ايه دول مدرسين فرنساوي؟ هينفع يدرسوا ماده تانية؟ صعب. واحنا كنا نزلنا الفرنسي، طب هيعملوا فيهم ايه برضه يعني؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، نزل الاعدادي يدرس نشاط فرنساوي، يعني ما كانش في فرنساوي في الاعدادي في المرحله الاعداديه. فاحنا عندنا نشاط. لا معلش بعد اذن حضرتك، هو كان في فرنسي في المرحله الاعداديه. أي. في ماده، ما هي المشكله بقى بس كان عددها بسيط. احنا بناخد القرارات العشوائيه والقوانين العشوائيه. انا كان عندي فرنسي في الاعدادي لغاه وعملوا نشاط، فاصبح الطالب مش هيخش يكبل نفسه بماده او بلغه تانية جنب اللغة الإنجليزية ولا بمنهج هيقعد يذاكره، خلاص بقى ده نشاط. بقى نشاط، فأصبح ما فيش حد بيختاره، فبقى عندي زيادات. هي القصة جت من هنا. ما هي المشكلة إنك كنت محتاجه في فترة. حلها إيه؟ الحل في الفرنساوي، لان واضح ان هي مشكله متكرره. لا شويه متكرره في حاجات كتير، مش كان في بصراحه كان زمان في مواد تانية كتير كان في مدارس كان في مدارس يعني اللغات كلها، زي مثلا تحويل من تاريخ لجغرافيا. مره يزيد في التاريخ عندي عجز والجغرافيا يبقى فيها زياده، مره هو يقول الجغرافيا اساسيه فيبقى الجغرافيا فيها نقص والتاريخ زياده. قرارات عشوائيه. نرجو للناس المسؤوله، دي امانه. التربيه والتعليم ما هياش حقل تجارب. التربيه والتعليم دي لازم ندرسها صح، واولى بيها هو المعلم، اولى بيها ان هو يحكمها صح ويشترك فيها هو المعلم اللي ما حدش بيشركه في حاجه خالص. الحلول يا فندم، استكمالا للحلول حضرتك طرحتها. باستكمالا للحلول دي، طبعا الحلول التقليديه للوزاره او اللي بتتعمل حاليا. المقترحات بقى مسكنات، مسكن دلوقتي. احنا عايزين دلوقتي ايه؟ نداوي ما يموتش، عايزين نسكن بس دول حقنه تقومه كده يبقى واقف قدامنا كويس. رقم واحد بعد اعاده التوزيع، تسويه حاله من يحصل على مؤهل عالي اثناء الخدمه. في دلوقتي ناس بتاخد مؤهل عالي تربوي اثناء الخدمه، يبقى دبلوم يبقى حاجه تانية، خد مؤهل عالي تربوي فبالتالي اصبح مؤهل دلوقتي ومش تعيين بقى، ده الراجل بياخد مرتبه جاهز في الدوله. فانا اسيب الناس دول ليه؟ طب ما انا مش هيكلفوني حاجه، طب ما انا اعينهم خلاص اسوي لهم حالتهم اسويهم خلاص. رقم واحد. رقم اتنين، تغيير المسمى الوظيفي. انا عندي في تعاقدات حصلت، انا مثلا خريجي علوم وتبص تلاقيه دارس ماده تانية، عايز يرجع مادته تانية لما جيت عين كان مادته الاساسيه بقى، عايز يرجع مادته الاساسيه اللي هو خد الشهاده عليها. مش عارف. فانا عايز ارجعه الاساسيه عشان انا محتاجه دلوقتي. يبقى ما غير له بقى بسهوله. ده بسميه ايه بقى؟ تغيير المسمى الوظيفي. تمام. تمام. بيعمله الدكتور محمد عمر دلوقتي. ده الحلول بقى المسكنات حاليا بيدرسوا دلوقتي، ده هيتعمل يعني في خلال مثلا شهر بالكثير قوي. تمام. مسمى الحلول المسكنة. ممكن قبل حضرتك ما تسيب الحلول، معلش بس فضل. اسال سؤال، كان في كلام برضو او اقتراحات انه يبقى في امكانيه للسماح لمجلس الاباء بالتعاقد مع مدرسين المكافاه. ما هو ده حاصل عندنا في الجيزه. طيب ده ايه؟ اولا ده دستوري قانوني؟ ما انا بقول لحضرتك هل لا، هو دلوقتي كان من 2014 من 2013 لما بعد الثوره في هوجت تعاقدات، كان وكيل الوزارة بيعين وكان المحافظ بيعين وكان رئيس مجلس المدينة بيعين، وكانت هوجة ايه؟ تعاقدات. فالوزارة حطت ايديها على هذا الموضوع ومعلش لغت كل انواع التعاقدات في كافة النواحي. اصبح التعاقدات من قبل مين؟ مسابقة تحصل في الوزارة المركزية.
الوزاره تنزل بيها. فلما زاد العجز السنه دي طب والمحليات مش بتعمل مسابقات برضه؟ لا لا كده دلوقتي ما بتعمل ايه؟ لا ما انا بقول لحضرتك على حاجه، ما هو اللي هيحصل ايه بقى دلوقتي؟ ايوه المحليات المحافظه لا مش المحل، اصل المحليات مالهاش علاقه بالتعيينات، مالهاش علاقه. طيب انما المحافظه زي ما احنا قلت لحضرتك، احنا قعدنا مع اللواء احمد راشد وده حقه لان هو عنده ميزانيات وقال يا جماعه ما ينفعش هنبقى فيه العجز كده ونتفرج عليه. دي مش تعاقدات ومش تعيينات. انا بسد العجز لحين الوزاره تبدا تعلن والناس دي تبقى اول ناس تخش، لان هو اشتغل وبقى عنده خبره، اكتسب خبره واشتغل معايا. فده من حقه ان هو يخش ويكتسب الخبره وياخد مني انا خبره انه يخش لما يجي يقدم يبقى هو اولى بالتعيين اشتغل معايا. طيب فعليا بقى بما انه المحافظات كمان بتعمل ده، هل نحتاج بالفعل الى تفعيل اللامركزيه في المحافظات؟ ده لازم، ده اللي هيحصل بقى دلوقتي، ده لازم، ده اللي هو اللي هيحصل. اصل ده بقى لازم عندي في امور كتير حتى بعيدا عن التعليم، بس هل في التعليم كمان ده هيفرق ان انا اديله السلطه ان هو يعين وانه يعيد التوزيع مره اخرى؟ ما هو دلوقتي دون الحاجه للرجوع الى المديريه. لازم في كل حاجه، لازم اللي حصل دلوقتي طبعا بعد مشكله العجز دي ما ظهرت حاليا السنه دي، اصدروا قرارات للمديرين المديريات ان هم يحصروا العجز، وهيبتدوا كل مديريه تعلن عن العجز في كل ماده عندها، وتسد العجز عن طريق تعاقدات لمده محدده، محدده المده بشروط معينه. تمام، دي بقى لا مركزيه. بس بناء عن مين اللي اداهم الاذن؟ مين اللي اداهم؟ لازم ياخدوا من الوزاره. المديريات اللي هي فيها عجز، كل مديريه او كل اداره هتحصل العجز عندها وتعلن اعلان داخلي بهذه المسابقات. تمام، بداوا بمين؟ بداوا بالخدمه العامه. انت بتادي خدمه عامه في المدرسه يبقى الاولويه لهم، تعاقدوا معاهم دلوقتي بعقودات. ده الترتيب. طب انا عايزه الترتيب يا فندم، معلش عشان دلوقتي بس احنا بنختم خلاص الفقره، فانا عايزه دلوقتي الحلول اللي بنطرحها ايوه تكون كمان متسلسلة. يعني أنا دلوقتي عندي أزمة وعندي عجز، خلاص متفقين على ده طبعا ما فيهوش كلام، في أعداد المدرسين في المدارس، أبدأ إزاي الأول؟ أبدأ بالتعيينات مين الأول؟ كليات إيه أو خريجي إيه أو الحاصلين على إيه؟ عن طريق المحافظة ولا عن طريق الوزارة الأول؟ يعني ادوني بعد إذن حضراتكم تسلسل. ما أنا بقول لحضرتك ده، أنا بقولت لك الحلول المسكنة حاليا إعادة التوزيع والتسوية وتغيير المسمى الوظيفي والخدمة العامة. الخدمة العامة ديت الحلول. في حل برضو غير تقليدي، كان أحد زمايلنا الله يرحمه الأستاذ أحمد الحسيني عمل اتفاقية مع وزارة الدفاع لخريج التربية وخريج الكليات التربوية اللي بتدرس تربوي يدوا الخدمة في المدارس، الخدمة العسكرية، باتفاق مع وزارة الإيه؟ مع وزارة الدفاع. ده يفرق في إيه يا فندم؟ نعم؟ يفرق في إيه؟ ما هو انا عندي ناس هتأدي الخدمه العسكريه وهم خريجي كليات تربيه او كليات تربويه، بس هم على ذمه عمل في مدارس معينه، في اتفاقيه مع وزاره الدفاع ووزير التربيه والتعليم مع وزير الدفاع مع رئيس الوزراء. تمام، الناس ديت هتأدي الخدمه العسكريه في المدارس. تمام، هتسد لنا العجز بطرق طرق غير تقليديه بس مسكنات. تمام. طيب والتعاقدات اللي هو الوزاره دلوقتي بتعملها، بتحصل العجز وهتعلن عن التعاقدات، كل اداره وكل مديريه، كل مديريه هتعلن عن العجز بتاعها في كل اداره. ومن ابناء المحافظه، عشان ما نروحش اجيب بقى من محافظات ثانيه وادي محافظات ثانيه. تمام. تمام؟ ديت الطرق المسكنات، انا بسكن. طيب. تمام، اما الطرق القانونيه بقى. الطرق القانونيه بس اللي فات ده كله قانوني برضه؟ كله قانوني. بس مسكن. ايوه بس قانوني. قانوني بس مسكن. يعني لو عملت حاجه من الحاجات اللي فاتت دي ده كله مشكلة. قانوني. لا ما فيهاش مشكله. تمام. طب اما الطرق القانونيه بقى اللي المفروض تتعمل، احنا عندنا قانون 81 قانون الخدمه المدنيه بينص على ايه؟ ان كل سنه يتعمل مسابقتين. مسابقه في شهر يناير ومسابقه في شهر يونيو، سبعه. خلاص؟ هل ده بيتم؟ قانون تم، قانون 81 سنة 2016، بقالنا سنتين داخلين على الثلاثة، ما تمش ولا مسابقة. احنا آخر مسابقة 2014 أعتقد. أيوه أنا بقول لحضرتك احنا كده بنكسر القانون. اللي خدنا فيها 30,000 معلم. تمام، أنا كده بكسر القانون ولا ما بكسروش؟ القانون بينص إن أنا عندي مسابقتين في السنة، هل تم مسابقتين في السنة؟ أيوه يا أستاذ أيمن، مش قادرين يا فندم نعين، ما هو احنا المسابقة مش قادرين نعين. مفيش ميزانية. مفيش ميزانية كمان أصلاً. وبين هنا المسابقة، معلش بعد إذنك يا أستاذ أيمن، المسابقة هنا في القانون 81، بتتكلم على مين؟
بتكلم عن المدرسين. انا مش تبع 81. لا ما هو انا كادر المعلمين. انا كادر المعلمين 155. ما هي دي مشكله برضو من المشاكل. لا يعني احنا ما انا هقول لك اهو. ما انا بقول لحضرتك مش تبع قانون الخدمه المدنيه 81. مش تبع قانون الخدمه المدنيه في حاجه مش تبعه في حاجه ثانيه. ما انا هقول لك ما هو ما ينفعش بقى قسمني انا نصين. اه ماليا واداريا. ماليا وانصبه 155 لسنة 2007. لا ماليا مش تبع واداريا 155. لا 155 انت بتخش تاخد التدريب وتزيد بيه اساسك من اول معلم مساعد. ثواني بس. انت من اول معلم مساعد بتزيد لغايه كبير معلمين بناء على ايه؟ بناء على 155 البدلات والعلاوات. قانون لا مش بدلات. قانون 155 اللي هو ازاي ما فيهوش لا في بدلات وفي علاوات. من اول معلم مساعد انت عشان تاخد اساسا الوظيفه المهنيه معلم في اول معلم مساعد 500 جنيه اول 500 جنيه خدته. طيب فحضرتك بتقول انه قانون 155 ده 155 ده بيحدد الراتب ماليا وانصبه. لا اللي بيحدد الراتب كان قانون 47. لا استاذ سعيد بيقول كده فاهم هو بيحدد الراتب. انا كنت انت زدت في الكادر بتاعك. احنا كنا بناخد لغايه 2006 600 جنيه. في 2007 الناس خدت كام؟ انا بقول لحضرتك يا استاذ سعيد لما انا هقول لحضرتك على حاجه انا كنت لو سمحت عشان بس ما نجادلش في حته ده قانون تمام. قانون 155 لسنة 2007 تخش عشان تاخد الدورة التدريبية بتاعتك تزيد قصادها بدل. ماليش دعوة بدل. لا اله الا الله بدل مش هو قانون 155 ماشي. انما 81 ده بقى اللي هو بيحاسبني فيه اداريا تاخد اجازة مش عارف ما تاخدش. فانا ازاي المعلم يبقى بيخضع للقانونين دي كلها عشان كده. عشان كده انا كنت مكلف باعداد قانون التعليم ان احنا نعد قانون. هو مصيره ايه دلوقتي القانون؟ القانون حاليا في الوزاره. ما راحش البرلمان لسه؟ لا لسه ما راحش البرلمان. احنا قدمنا قانوننا اللي احنا كنا مقدمينه وعملناه سنه 2014 وعدلناه بقى 2017 بعد قانون الخدمه المدنيه علشان يبقى لنا قانون موحد ما بقاش تابعين لاي قانون اخر لان احنا تابعين لحوالي 7-8 قوانين تانيين. طيب التعليم بالنسبه للحته بس اللي بيقولها الاستاذ سعيد معلش سريعا بس الوقت انتهى يا فندم. بالنسبه للاستاذ الحته ديت احنا كنا تابعين ماليا الاساسي بتاعنا والراتب بتاعنا كان بيتحسب على قانون 47 الماده 40 كل حاجه تمام. و47 لما اتلغى اصبح جه مكانه 81. اما القانون 155 بيدينا بدلات وبيدينا علاوات فقط لا غير. طيب هي زيادات بيسموها. انا عندي اختلاف هنا بين حضراتكم في نصوص القانون بس يعني دي حاجه يعني اتمنى ان احنا نكون بس يعني القينا الضوء كده بصفه عامه. زي ما قلت في بدايه الفقره خالص يعني احنا بنميل ان احنا بنطرح هذه الفقره واحنا بنميل ان احنا عندنا اعتقاد انه طبعا في عندنا نقص في اعداد المعلمين. لكن استاذ ايمن ضيفي كريم بدا كلامه قال احنا عندنا ازمه في اعداد المعلمين. الفكره بس في مجموعه الاسباب اللي فندناها مع حضراتكم وشكل المشاكل ايه اللي احنا اخذناه من حضراتكم في الاتصالات الهاتفيه. في قانون تعليم حاليا في الوزارة موجود بنعتقد انه طبعا هيكون بيشمل وضع حلول لعلاج هذه الأزمة. نتمنى ان شاء الله تعدي السنة دي خلاص على خير بإذن الله. ان شاء الله يا رب نتمنى من العام القادم انه يعني تتحل المشكلة دي شوية لانه في النهاية عمري ما هقدر اتكلم على تطوير حقيقي للمنظومة التعليمية وانا ما زال عندي مشكلة او عندي مدرس واحد بيدي كم حصة في الأسبوع؟ بيدي 32 و36 حصة لحد في كثافات عالية وفي نقص مدرسين. بشكر حضراتكم جزيل الشكر ضيفي الكريمين الأستاذ سعيد إسماعيل نقيب معلمي الجيزة شكرا لحضرتك. نعم. والأستاذ أيمن لطفي الخبير التعليمي ورئيس لجنة إعداد قانون التعليم السابق شكرا لحضرتك. شكرا سيزانية. وبشكر كل السادة مشاهدين اللي اتكرموا وادونا من وقتهم وتواصلوا معنا على الهواء سواء عشان يشرحوا تجاربهم الشخصية أو عشان يشاركوا حتى في وضع حلول ممكنة بنحاول نطرحها مع حضراتكم ونقدمها إلى كل مسؤول عن ملف التعليمي في مصر. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعة. إن شاء الله يتجدد لقائنا معكم في حلقة جديدة من مساء دريم غدا في تمام الساعة 10 مساء. تحياتي لكم منا فاروق وتصبحوا على خير.